السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على ايه في مادة الفوندامنتال. هنتكلم على البي سي ام. يطلع ايه بقى البي سي ام دوت؟ تعالوا بس كده نبص كده على كام حاجة. الأول دلوقتي احنا المنهج بتاعنا زي المنهج بتاعنا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، هو عبارة عن الايه التقسيمة اللي قدامنا ديت. التقسيمه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت عندك، طبعا نقسم لك الحاجه بالنسبه للكارير الاول. يعني قال لك ان انت عندك الكارير دوت بيكون ممكن يبقى انالوج وممكن يبقى ايه، ممكن يبقى ديجيتال كارير، يعني يبقى انالوج وديجيتال. بعد كده راح اقسمها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للداتا. قال لك الداتا بتاعتك ممكن تبقى انالوج وديجيتال، فعشان كده الانالوج كارير عندك فيه منه انالوج داتا، والانالوج كارير عندك منه ديجيتال داتا. طب الديجيتال كارير عندك منه انالوج داتا، والديجيتال كارير عندك منه ديجيتال داتا. حلو، هو ده دي التقسيمه بتاعتنا. طب احنا خدنا ايه او فاضل لنا ايه وفين الكلام دوت عشان لما نيجي نراجع نبقى عارفين بس احنا بنراجع ازاي او بنعمل ايه. بص يا معلم، انت دلوقتي عندك الكلام دوت. بص كده معايا، عندك كل ده كده بلوك واحد، تمام كده هنسميه واحد، وعندك دوت كده، استنى، وعندك ده كده هنسميه البلوك رقم اتنين، تمام، وهنسمي دوت كده اللي هو البلوك رقم تلاتة، ودوت كده اللي هو مثلا ده كده اللي هو ايه اللي هو رقم أربعة، تمام. البلوك الاولاني دوت ده اللي هو كان الكونتنت بتاع الميد تيرم، اللي هو دوت ده كده كان ايه بتاع الميد تيرم. فده ما فيش فيه اي مشكلة، ده احنا شارحينه كله فين؟ دي البلاي ليست بتاعتنا، هتلاقوه في الفيديو اللي هو دوت انالوج كارير انالوج داتا ساعة ونص. ده اللي هو انالوج كارير انالوج داتا، ده الجزء الاولاني اللي احنا كنا بنقول عليه انالوج، يبقى دوت كده مشروح في فيديو، هتلاقيه في فيديو عندك ساعة ونص. الساعة ونص دول تسمعها، تمام، يبقى انت كده ايه راجعت على التوبكس ده كله، تمام. هو ده المنهج، هو الاربعه توبكس دول، تمام. طب ماشي، احنا بعد كده رحنا لمين؟ رحنا بعد كده للشويه دول اللي هم الناحيه اللي هنا اللي هي ديجيتال كارير انالوج داتا. التوبكس دي مشروحه فين؟ اللي هم الثلاثه دول كده مع بعض. واحنا بنشرحها احنا شرحناهم، يعني احنا قلنا ان احنا مركزين على الاولاني دوت، وقلنا الاتنين دول عندك فيهم اللي هو معلومات كده اللي هي حتى كانت سلايد واحده. انا نسيت بس اقول لك ان البالس بوزيشن دوت يعتبر احسن واحد فيهم. ليه احسن واحد؟ ما مش عليك ليه، بس هو يعتبر احسنهم يعني، او هو اكتر واحد عنده اميون للنويز، اكتر واحد عنده حصانه للنويز. فلو جه في ام سي كيو قال لك اي يعني احسن واحد، هو على طول الايه البالس بوزيشن، تمام. المهم يعني نرجع بقى الثلاثه توبكس دول او الثلاث حاجات دول كده، تمام، اللي هو الديجيتال كارير انالوج داتا. ده مشروح فين؟ ده مشروح في فيديو برضو اللي هو ده كان الفيديو الاخير تقريبا مش فاكر. هو دوت اللي هو ديجيتال كارير انالوج داتا، هو دوت ديجيتال كارير انالوج داتا، هو ايه هو دوت هو اللي هو ديجيتال كارير انالوج داتا. ده مشروح في كام؟ ده مشروح في قد ايه؟ هو ساعتين ونص مكتوب هنا، اهو ساعتين ونص. هل هو ساعتين ونص؟ لا، هو برضو مشروع في ساعه ونص، ولكن احنا هنا لو جيت بصيت هو بيقول لك انالوج ديجيتال كارير انالوج داتا زائد شيت خمسة. شيت خمسة ده واخد ساعة، فانت لو انت مش هتبص على الشيت او لو انت مش هتشوف الشيت يعني ان انت خلاص شفته، فيعتبر ده برضو مشروع في ايه، في ساعة ونص. حلو كده. طيب اللي احنا هنقوله دلوقتي هو البي سي ام اللي هو البلس كود ميديوليشن. البلس كود ميديوليشن دوت ده اللي هو يعتبر برضو معاه شيت ستة، بس احنا مش هقول شيت ستة في الفيديو دوت. احنا هنشرح البي سي ام وهنقفله دلوقتي، تمام. التقفيله بتاعت دلوقتي دي ده اللي هو عباره عن سلايد كام؟ ده عباره عن سلايد 7 زائد سلايد 8، تمام، الاثنين مع بعض، تمام. لو انت بتتفرج عليا النهارده يوم 25/4، فانت يعتبر او المفروض اللي اتشرح في الكليه لحد نص سلايد 8، يعني 8 دي احنا خدنا نصها لحد دلوقتي. ده كباور ككمبيوتر او كوميونيكيشن انت اصلا ما دخلتش في 8. طب انا هقفل معاك ايه ان شاء الله؟ باذن الله باذن الله باذن الله هقفل معاك 7 و8 الاثنين مع بعض عشان يبقى التوبكس ده كله خلاص انتهى، تمام. طيب ماشي، يبقى كده فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا توبكس وحيد بس اللي هو انهي واحد؟ اللي هو دوت. طيب دوت عباره عن ايه؟ ده عباره بصراحه عن حاجات نظري، ده اللي هو حاجات الواي فاي والكلام ده كله. بص هي مش نظري قوي، بس اللي هو يعني اصعب حاجه في كل دول، يعني بجد اصعب حاجه في كل دول هو اللي احنا هنقوله النهارده. ليه؟ لان اللي احنا هنقوله النهارده دوت هو مليان كونسبت كتيره قوي، فالموضوع محتاج تفتيح دماغ جامد قوي. لكن الاولاني ده كان حاجات كتير جدا في حفظ، التاني دوت بصراحه برضو يعني ممكن يكون كان صعب شويه، بس يعني شغال. يعني لو شفت البتاع الفيديو بتركيز او ذاكرت البتاع بتركيز هتلاقي الدنيا تمام، لكن دوت ده محتاج شغل، يعني اللي هو اللي احنا هنقوله النهارده، تمام. يبقى انت كده فهمت تقسيمه المنهج. طب انا فاضل لي كام فيديو؟ باذن الله باذن الله باذن الله عندي نيه ان انا فعلا اخلص ده كله النهارده في فيديو واحد، تمام. فان شاء الله ما اجيش في النص كده اغير رايي واقسمهم فيديوهين،
فده هيبقى ايه، ده هيخلص يعني. حتى لو قسمتهم فيديوين هيبقى بي سي ام بارت واحد وبي سي ام بارت اتنين، بس انا ان شاء الله هجيبها في فيديو واحد يعني، خلاص كله في فيديو واحد. دوت بقى ده لسه هنشوف هنعمل فيه ايه، بس دوت يعني برضو ممكن فيديوهين مثلا، ده فيديو وده فيديو، او ممكن هما الاربعه في فيديو واحد يعني، لسه هشوف يعني. بس الفكره ان خلاص المنهج فاهم بنشطب يعني، خلاص كده تمام. فخلينا نبدا بقى، اتاكد بس ان هو بيسجل. ماشي، بص بقى، احنا دلوقتي في البي سي ام اللي هو البلس كود ميديليشن. كنا بنقول ايه، كنا بنقول كده الاول ان احنا كان معانا اشاره او معانا سيجنال انالوج، تمام كده، معانا حاجه انالوج. الحاجه الانالوج دي انالوج، عاوزين ايه نحولها لايه، عاوزين نحولها لحاجه ديجيتال، تمام كده. طيب جميل قوي. قال لك انت عشان تحولها لحاجه ديجيتال، اول حاجه درسناها قال لك محتاج تعمل كام حاجه، محتاج تعمل 3 حاجات. اول حاجه اللي هي السامبلنج، تاني حاجة اللي هي كانت ايه، كانت الكوانتايزيشن، تالت حاجة اللي هي الايه، اللي هي الانكودينج. ان استنى انكودينج، تمام كده، ده اللي ايه، ده اللي احنا كنا متفقين عليه. حلو كده. طيب بعد كده شرحنا يعني ايه سامبلنج، قعدنا نشرح السامبلنج، وبعد ما شرحنا السامبلنج دوت احنا يعني شرحناه في الانترودكشن، وبعد كده رحنا ايه كملنا عليه واحنا بنشرح اللي هو الفيديو الاخير، اللي هو يعتبر ايه، اللي هي التوبكس ديت، اللي هو يعتبر ديجيتال كارير انالوج داتا. ومن ايه رجعنا برضو على السامبلنج معانا. طب انا ما قلتلكش يعني ايه كوانتايزيشن، او كروتنا معنى الكوانتايزيشن والانكودنج، كروتناه بسرعه قوي، وقلنا كده كده. فاكر انت الفيديو اللي هو كان 40 دقيقه اللي في الاول خالص دوت، اللي هو اول حاجه في الديجيتال، قلت لك الحاجات دي كده كده هتتقال قدام بتفاصيلها. احنا بقى دلوقتي علشان نخش في البي سي ام، فاحنا محتاجين نعرف يعني ايه سامبلنج، وخلاص عرفنا يعني ايه سامبلنج، محتاجين نعرف يعني ايه كوانتايزيشن، ومحتاجين نعرف يعني ايه انكودنج، عشان يبقى التلاتة دول مع بعضهم كده هم دول البي سي ام، تمام كده. ويبقى انت كده كل سنه طيب، اللي ايه الديجيتال خلص يعني. انا عاوز اقول لك ان انت علشان تاخد التوبكس رقم 3 دوت، التوبكس ديت، يبقى انت لازم تعرف ايه التوبكس دي اللي هي رقم 3 دي كده، محتاج تعرف ايه، محتاج تعرف السامبلنج، وده اللي احنا شرحناه فعلا الفيديو اللي هو كان 2:30 دوت. طب التوبكس دي هل السامبلنج لوحده كفايه ان انا اعرفها؟ لا، لازم تاخد معاها مين، لازم تقول سامبلنج زائد الكوانتايزيشن زائد الانكودنج، لازم تعرف الاثنين دول مع السامبلنج، تمام. احنا هنشرح الكوانتايزيشن، وبعد كده هنشرح الانكودنج، تمام. وبعد يعني بص، هنشرح الكوانتايزيشن والانكودنج، وبعد كده ايه هنبقى خلصنا البي سي ام، وبعد كده هيبقى بقى في شويه تشعيبات كده في الانكودنج، يعني طريقه برزنتيشن كده فيه، ده اللي احنا هنتكلم فيه في الاخر، والموضوع فيها هيبقى سهل. لكن المشكله كلها في الايه، في الحته بتاعه الكوانتايزيشن ديت، تمام كده. يبقى احنا ايه، يبقى احنا كده دلوقتي هنبدا نشرح في الكوانتايزيشن، تمام كده. طيب ماشي، بص بقى دلوقتي، انت عندك بص، قبل ما نبدا بس برضو عاوزين بس نتاكد، اتاكد بس ان انت عارف حاجه. انت دلوقتي عندك السيجنال الاصليه، اي سيجنال كده، ما بتكونش يعني، بتكون يعني ايه، مش بتكون باند ليميتد، مش بتكون باند ليميتد. يعني ايه مش بتكون باند ليميتد؟ من سلايد رقم 5 المفروض ان احنا اخدنا الكلام ده في الاول خالص، 5 اخر كلمه، اخر سطر في السلايد اللي هو نصه متاكل دوت. بص كده بيقول لك ان انت لازم تستخدم دايما اللو، يعني حاول تقراها كده، حاول تقراها. بص اللو باس مش عارف يعني، الفلتر ده اعتبره لو باس فلتر وخلاص. بيقول لك ده ايه، عشان البان، عشان تخلي تو باند ليميت ذا مسج، عشان اليميت المسج، عشان المسج يبقى ليها هاير فريكوانسي، فبتبقى ممتده من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. فانا علشان يعني اتجنب الموضوع ده، لازم استخدم لو باس فلتر في الاول. فعشان كده كل الدوائر بعد كده هتلاقيها بتبدا بلو باس فلتر، ليه؟ علشان بس اليميت الباند بتاع السيجنال، تمام. فدي حاجة كده لازم تبقى ايه، خلاص ما تستغربهاش بعد كده، تمام كده. طيب ممكن تقولي اصلا يعني ايه كلمة ديجيتال، او ايه الفرق ما بين كلمة ديجيتال وكلمة انالوج؟ قالك كلمة انالوج دي معناها حاجة كونتينوس في الامبليتيود وفي التايم، صح كده. طيب يعني ايه حاجة ديجيتال؟ حاجة ديجيتال يعني حاجة بتكون ديسكريت في الامبليتيود وديسكريت في التايم، كلام جميل قوي. احنا درسنا السامبلنج، السامبلنج ده كان بيعمل ايه، لو انت فرضت كده ان ده كده يعتبر التايم بتاعك وده الامبليتيود، فكنا بنلاقي ان السامبلنج هو بيعمل لك ايه، بياخد لك قيم معينه عند ايه، عند تايم معين، صح. حتى ما كناش بنقول تي، كنا بنقول ان تي اس، يعني دي كده تي اس، ده كده 2 تي اس، ده كده عند 3 تي اس، واخد ايه يعني، انت عملت ديسكريت ان تايم، عملت ديسكريت ان تايم يعني التايم بتاعك خلاص قسمته. طب هل الامبليتيود اتقسم؟ لا، الامبليتيود ممكن ده يبقى واخد الكومه دي، ده يبقى واخد الكومه الاكبر منها، ده مثلا هنا، ده فاهم كده. فانت الامبليتيود ما تقسمش، او ما يعني لسه الامبليتيود كونتينوس، فاهمني؟ يعني السامبلنج بيوقفك عند نقطه ان انت عملت ديسكريت في التايم، بس ما عملتش ديسكريت في الامبليتيود. الكوانتايزيشن بقى هو اللي بيعمل حته الايه، الديسكريت في الكوانتايزيشن، هو اللي بيعمل حته الديسكريت في الامبليتيود ديت، تمام كده.
تمام. طب ماشي، احنا محتاجين نشوف ايه دلوقتي؟ احنا محتاجين دلوقتي نخش بقى في البتاع دوت. كل ده هتلاقيه مكتوب عندك هنا لو انت عاوز الصورة ديت عشان نشرح عليها. استنى بص كده معايا، بص انت دلوقتي هيكون عندك سيجنال او حاجة بالمنظر دوت، تمام؟ يعني هي اللي هي مستخبية تحت دي، اللي هي مثلا ديت كده. طبعا الاسم مش هيبقى باين، خلينا نعملها بدوت مثلا، هي دي يعني، يا رب تكون باينة. دي كده اللي هي السيجنال الأصلية، تمام؟ دي بنسميها الام، اللي هي المسج، تمام كده، اللي هي الانبوت سيجنال، تمام. وده طبعا محور التايم، وده محور ايه، امبليتيود، تمام. احنا بنعمل ايه، احنا دلوقتي عملنا ديسكريت في التايم، تمام، بان احنا سامبلنا اللي هي كل الايه، كل الشروط اللي طالعه هنا دي، تمام. فطلع لك ايه، طلع لك بقى عندها قيمه السيجنال عند النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي وهكذا وهكذا. فانت زي ما انت ما شايف النقط دي تعتبر اي حاجه كونتينوس في الامبليتيود، تمام. الامبليتيود مش زعلان من حاجه، يعني اديله اي قيمه هياخدها عادي، مفيش اي مشكله، تمام. انا بقى مش عاوزه يبقى كونتينوس في الامبليتيود كده، انا عاوزه يكون ايه، عاوز برضه اخليه ديسكريت في الامبليتيود. طب ماشي، هعمل كده ازاي؟ لكن الموضوع سهل. كل اللي انت هتعمله ان انت بنفرض ليفلين. يعني ايه بنفرض ليفلين؟ يعني عندك تو ليفلز كده، في ليفلز بيبقى اسمه اللي هو ال، في ليفل بيبقى اسمه الديسيشن ليفل اللي هو الجي كي دوت، او الجي ده بيبقى اسمه الديسيشن ليفل. فده بنعمله ازاي؟ بتفرضه، ده اللي انت بتفرضه الاول. فرضنا مثلا ده كده الاولاني، ده كده التاني، ده كده التالت، او يعني لو احنا نبدأ من الصفر يبقى ده كده التالت، ده كده الرابع، ده كده الخامس والسادس والسابع. ده كده بيبقى اسمه ايه، الجي دوت بيبقى اسمه ايه، بيبقى اسمه decision level. decision، استنى بس مش عارف ليه كتب كده، decision level، تمام كده level، تمام. حلو قوي، ماشي. ده كده الديسيجن ليفل بتاعك، او بنسميه، ممكن نسميه الثريشولد اللي هو الفم العتبه يعني، تمام. خلاص بعد ما فرضته، انت دلوقتي بتبقى بتقول لنفسك ايه، بتقول لنفسك ان انا اي قيمه ما بين التو ليفلز دول، يعني ده ليفلز، ده ديسيجن ليفلز وده ديسيجن ليفلز تاني، اي قيمه ما بين الاثنين دول، اي يعني مثلا في امبلس جت هنا، او في امبلس جت هنا، او في امبلس جت هنا، في ثلاثه امبلس هنا، انا عاوز اثبتهم هم الثلاثه عند قيمه واحده بس. فبالمنطق كده القيمه الواحده دي هتبقى فين؟ اكيد هتبقى في النص. يعني انت اصلا انت مثلا ليه هتقول لي مثلا هاخد الثلاثه دول اقربهم هنا مثلا، اخليهم كلهم واقفين هنا كده، اشمعنى خليتهم فوق؟ ولو قلت لي اخليهم تحت، اشمعنى تخليهم تحت؟ يبقى يعني ايه، هتخليهم في النص بقى، فاهمني؟ فايه بقى، بنقربهم للقمه اللي في النص. فبنيجي بعد ما عملنا الديسيشن ليفلز، بنيجي بقى في النص بتاعه كده هنا كده، ونعمل ايه، ليفلز تاني، ليفلز تانيه. يبقى هنا كده واحد، وده كده التاني، وده كده التالت، وهكذا بقى، فاهمني؟ بنعمل ايه، ليفلز هنا كده كتيره. طيب يبقى انت عملت ايه، يبقى دول كده التو ليفلز بتوعك، اللي هو الاحمر والاخضر. الاخضر ده بنسميه ايه، الاخضر ده بنسميه الفي، والفي دوت بيبقى هو ده اللي ايه، ممكن تسميه الريبريزنتيشن، ممكن تسميه الريبريزنتيشن ليفل، وممكن تسميه الريكونستراكشن ليفل، تمام. يعني ده اسمه وده اسمه، او ممكن تسميه حتى الاوتبوت ليفل، تمام. طب ماشي، انا بقى السيجنال بتاعتي بتبقى فين من كل العك دوت؟ قال لك بص، انت دلوقتي عندك مثلا، عندك مثلا خلينا ناخدها هنا، انت شايف مثلا الاحمر دوت، الاحمر ده والاحمر ده، تمام. اي امبلس هتقابلك ما بينهم هتحطها فين؟ هتحطها على الاخضر ما بينهم، اللي هو الاخضر اللي ما بينهم، يبقى ده هيبقى هنا. في امبلس هنا هتحطها على الاخضر اللي ما بينهم، اللي هو اللي هنا ما بين ده وده. بعد كده الاحمر، يعني الاحمر اللي هو الاحمر دوت كده والاحمر دوت، اي امبلس تقابلك هتقربها لي الاخضر، فالامبلس دي هتطلع هنا كده، الامبلس دي هتنزل هنا كده، تمام. بعد كده هات لي الامبلس اللي بعده، او هات لي قصدي التو ليفل اللي بعده، اللي هو الليفل ده مع الليفل دوت، تمام. التو ليفلز دول اي امبلس تقابلك هتحطها على الاخضر اللي ما بينهم، فالامبلس دي هتقوم طالعه هنا كده اهي. ادي كده واحد اتنين تلاته اربعه، الاربعه دول هينزلوا على الاخضر، ما هو ما بين الاتنين الاحمر، صح كده؟ يبقى دي هنا، ودي تبقى هنا، ودي تبقى هنا، ودي تبقى هنا، ودي تبقى هنا، دي تقوم طالعه هنا كده، فدي تبقى هنا، تمام كده. خلاص انت قفلت. بعد كده تنزل الاحمر دوت ما بين الاحمر دوت والاحمر دوت، اي امبلس ما بينهم تروح تحطها على الاخضر اللي ما بينهم، يبقى دي كده هتقوم نازله هنا، دي كده تقوم طالعه هنا، تمام. وبعدين بعد كده تنزل على الاحمر اللي بينهم، عندك الاحمر دوت مع الاحمر ده، اي امبلس ما بينهم تروح تقربها ايه، للاخضر اللي ما بينهم، فالامبلس دي تقوم طالعه ايه، هنا كده، تمام. وهكذا بعد كده هتلاقي الاحمر دوت مع الاحمر دوت، اي امبلس ما بينهم تروح تقربها للاخضر، فهتلاقي دي هتقوم ايه، هتقوم نازله لك هنا كده، تمام. بعد كده دي مثلا هتقوم نازله هنا، فاهم؟ وهكذا. بعد كده هتلاقي ان دي هتقوم جايه هنا، ودي تطلع ودي تطلع ودي تطلع
فاهم، وهكذا فاهمني، انت بتقربها بتقربها كده يعني فاهم، بس هي اصلا مش مظبوطه، هي اصلا مش مظبوطه، ما علينا يعني. المهم ان انت ايه بتقربها كده، فالنتيجه النهائيه بتاعتك هتبقى ايه، هتبقى حاجه بيه المنظر ده، ده كده خلاص تقوم طالع. وبعد كده استنى بس كده، دي بس حته صغيره كده 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 تمام، بي دي تبقى كده. بعد كده كل ده كده تبدأ تنزل كده، تنزل كده فاهم، يعني هتكملها يعني كده، فهي في الاخر بتكمل، فبتبقى اي حاجة بيه المنظر اللي هو اللي هو معمول دوت، اللي هو اللي باللون الاحمر، شايف انت اللون الاحمر، بص كده اللي هو اللي هو ده كده دوت دوت كده، يعني حتة صغيرة كده كده كل دوت كده فاهمني. فده كده يعتبر كله ايه، يعتبر ده كده اللي احنا كنا اللي انت يعني ده ده كده خلاص، الاحمر ده في الاخر هو ده ايه، دي الليفلات اللي انت هتبعتها يعني، اللي هو اللي انا خلاص بعمله بالازرق ده كده دلوقتي فاهم، دوت كده خلاص. يبقى ده كده ده كده يعني انت كده خلاص كده انت عملت لي ايه، كانت عملت ديسكريت في الامبليتيود، يعني الامبليتيود بتاعك ما بقاش بياخد اي قيمه، القيم دي كلها انت قمت مقربها لي للفاليو ديت، اي قيم هنا القيمه دي انت قربتها لفي 5، القيمه دي انت قربتها لفي 5، القيمه دي قربتها لفي 4، القيمه دي نزلتها لفي 3، القيمه اللي هنا ديت انت نزلتها لي لفي 2، القيمه اللي هنا دي خليتها لي في 1، القيم دي كده كلها خليتها لي كام، خليتها لي هنا اللي هي تعتبر كام، اللي هي تعتبر في 0 فاهمني. فانت كده خلاص كده انت يعتبر عملت ايه، كده انت يعتبر عملت لي ديسكريت في الامبليتيود، وعملت لي ديسكريت في التايم، ديسكريت في التايم جه من السامبل، لكن ديسكريت في الامبليتيود جالك من الكوانتايزيشن تمام كده، تمام جدا. طب يعني الاسامي كلها هي موجوده، هتلاقي بيقول لك ان الام ده يعتبر الانبوت سامبلت مسج، او ممكن تقول الانبوت مسج على طول، والجي ديت اللي هي الجهات دي كده كلها دي تعتبر الديسيشن ليفلز، او ممكن تسميها الثريشولد، والفي ان تي اس اللي هو ده يعتبر الريبريزنتيشن ليفلز او الريكونستراكشن ليفل، اللي هو ده ده، او ممكن حتى تسميه ايه الاوتبوت بوت ليفل تمام. كل ده ايه، كل ده تمام مفيش اي مشكله. يعني انا عاوز اقول لك الكوانتايزر ده بياخد منك ايه، بياخد منك المسج وهي متسمبله، ويخرجها لك ايه، يخرجها لك اللي هي يعني يسمبلها لك بقى في ايه، او بياخد منك يعني المسج وهي ديسكريت في التايم بس، ويخرجها لك ديسكريت في التايم والامبليتيود تمام كده، او يعني وظيفته الاساسيه ايه، ان هو بيخليها ديسكريت في الامبليتيود تمام كده لحد هنا. طيب ماشي، طيب انت دلوقتي يعني بالمنطق كده فاكر، انت دلوقتي السامبلز كنا بنقول ايه، كنا بنقول عدد السامبلز ده لو كبرناه جدا جدا جدا، يعني لو باخد سامبلز كتير قوي، اخدت سامبل هنا وسامبل هنا تاني جنبها وسامبل تالتة جنبها وسامبل رابعة وهكذا، اخدت كده سامبلز كتير قوي كده جنب بعض قريبين من بعض، كانت النتيجة اللي هتطلع ايه، النتيجة اللي هتطلع ان انت هتاخد شكل السيجنال يعني تقريبا بالظبط. طب لو انت قللت عدد السامبلز، يعني ايه قللت عدد السامبلز، يعني تخيل كده معايا ان عدد السامبلز ده كده لو قليل، يعني ايه عدد السامبلز لو قليل، يعني مثلا حاجه حاجه مثلا بالمنظر دوت، يعني ما واخد سامبلز هنا وجيت اخدت سامبلز ثانيه، استنى، وجيت اخدت سامبلز ثانيه هنا كده، وجيت اخدت سامبلز بعدها هنا، وجيت اخدت سامبلز هنا، واخدت سامبلز هنا، فانت واخد عدد سامبلز قليل اوي، يعني اللي هو يعني اللي هو طب دي مثلا عامله كده مثلا، ولا هتبقى عامله مثلا كده، ولا يعني انت مش عارف شكل السيجنال فاهمني، مش عارف شكل السيجنال اصلا عامله ازاي انت، يعني عدد السامبلز لما بيكتر فده بيخليك في الاخر انت متوقع شكل السيجنال عامله ازاي فاهمني. هو بالظبط ده بيحصل برضو في الكوانتايزيشن، لو انت مزود عدد الليفل، يعني بص تخيل كده معايا، تخيل كده معايا ان انت دلوقتي، ان انت دلوقتي يعتبر ايه، بس يعني عشان تبقى صعبه شويه، بص تخيل كده معايا ان انت عندك في ليفل هنا كده تمام، ده ثريشولد ليفلز، وعندك ثريشولد ليفلز تاني مثلا فين، هنا كده مثلا تمام، بس تخيل هما اتنين ثريشولد ليفلز بس، فطبعا انت هتقرب فين، هتقرب في الحته اللي في النص ما بينهم، فهتقرب مثلا، هتقرب مثلا لهنا كده اللي هو دوت كده الاحمر ده، ده هو ده مثلا الاوتبوت ليفل بتاعك، فاي سامبلز ما بين الازرق ده والازرق ده هيروحوا فين، هيروحوا على الاحمر، فده هيترتب عليه ايه، ده هيترتب عليه ان ايه اللي هيحصل، ده هيترتب عليه ان انت هتلاقي السامبلز دي هتطلع هنا، السامبلز دي هتطلع هنا، السامبلز دي تنزل هنا، السامبلز دي تنزل هنا، ودي هتنزل هنا، والباقي ده كله، فده كل ده تبع اللي فوق فمالكش دعوه بيه، وبعد كده دي نزلت هنا، ودي نزلت هنا، ودي هتطلع هنا، ودي تقوم طالع ايه، تقوم طالع هنا. فانت بص بقت السيجنال بتاعتك عامله ازاي، بقت حاجه كده تمام كده مثلا، وبعد كده هتلاقي نفسك هتطلع فوق، هتلاقي بقت حاجه اللي هو دول بقى كلهم اللي هو شويه دول هيطلعوا على اللي فوق، بعد كده هتلاقي نفسك نزلت على ديت ومكمل هنا كده فاهمني، وبعد كده هتقوم نازل، فاللي هو الشكل بتاعها بقى عامل ازاي، انت واخد بالك الشكل بقى عامل ازاي، الشكل بقى كده بص، الشكل بقى كده كده
كده كده كده كده يعني. هل بذمتك يا راجل الشكل دوت ده شكل ساين الاخضر؟ يعني بص على الاخضر، هل ده شكل ساين؟ ده بعيد خالص عن الساين، فاهمني؟ ده لما كان عدد الليفلز قليل. طب لما عدد الليفلز كان كتير شويه، بص شكلها بقى عامل ازاي. يعني انت متخيل الاخضر اللي انا لسه ماسحه دوت؟ بص بقى دلوقتي اللون الاحمر، الاحمر اللي انا عامله بالجاف دوت، بص عامل ازاي. يعني هو مش ساين، بس يعني في شويه من الساين، يعني تقريبا، يعني لو انت بصيت له ممكن تخمن ان دي تقريبا ساين. طب لو انت زودت عدد الليفلات اكتر، الساين هتبدا تبان اكتر. يعني انا عاوز اخرج معاك بكونكلوجن في الاخر، عاوز اقول لك ايه. عاوز اقول لك ان عدد الليفلات بتاعت الكوانتايزيشن لما تكتر، اللي هي الفي، كل ما الفي ده يكتر كل ما انت بتقدر تديتكت السيجنال بتاعتك، فاهمني؟ طيب ماشي. فا يعني خلاصه الكلام ايه اللي احنا كنا بنقولها كده، زياده عدد الليفلز معناه معناه ان انت دلوقتي ان السبيسنج دي هتبقى صغيره ما بين كل ليفل واللي بعده. وبيقول لك ان انت لو زودت هنا عدد الليفلز قوي، ده هيترتب عليه ان دقه او الاكيوريسي يعني بتاعت ان انت ترجع السيجنال او تعمل ريستور للسيجنال كويسه. طب ايه موضوع السبيسنج ده؟ هو ده بالظبط نفس القصه. يعني ايه ازود عدد الليفلز؟ ما انت دلوقتي بص، دلوقتي في الرسمه اللي قدامك دي اللي احنا رسمنا عليها المسافه من هنا لهنا، دي بنسميها سبيسنج، تمام؟ اللي هي من هنا لهنا، اللي هي المسافه ما بين الثريشولد ليفلز يعني، تمام؟ او على فكره هي المسافات كلها واحده يعني متساويه. يعني انت حتى لو خدتها ما بين الاوتبوت ده والاوتبوت ده، هي نفس المسافه. يعني المسافه ديت هي المسافه دي، هي المسافه دي، كلهم مسافات واحده متساويه يعني. فانا بقول لك ان انت لو زودت عدد الليفلز قوي، ايه اللي بيحصل؟ السبيسنج دي ايه اللي بيحصل لها؟ السبيسنج دي بتقل، السبيسنج دي بتقل. او لو زودت لو قللت قصدي بقى عدد الليفلز، السبيسنج دي بتزيد، عماله بتزيد. زي من شويه لما كنا عاملينها، ما احنا من شويه قلنا مثلا هيبقى كده، تمام؟ مش فاكر عملناها ازاي، قلنا كده تقريبا كانت حاجه بالمنظر دوت، مش فاكر بالظبط كنا رسمناها ازاي اللي انا مسحتها لك. فانت كده شايف السبيسنج دي ايه، زادت السبيسنج دي كده، زادت قوي، فاهمني؟ فهي دي برضو عشان لو جات لك في الام سي كيو، ايه اللي بيحصل لما بزود عدد الليفلز؟ لما بزود عدد الليفلز السبيسنج بتقل، تمام؟ طيب ماشي. ايه كمان عاوزين نقوله؟ بص بقى كده معايا، تعالى بقى نرجع هنا. هو دوت برضو اللي هو موجود في السلايد، هتلاقيه موجود هنا. استنى فين البتاع ده، اللي هو هتلاقيه موجود هنا، هي الرسمة دي، تمام؟ هو الأزرق دي السيجنال الأساسية، واللي لونه برتقاني دوت، ده اللي هو ايه، ده اللي هو الكوانتايزيشن ليفل بتاعها، تمام؟ طيب ماشي، خلينا نكمل. انت دلوقتي بقى زي ما اتفقنا ان انت الكوانتايزر دوت بيقولك ان اي امبليتيود دلوقتي بين اي تو ليفلز، ايه اللي بيحصل له؟ بياخد قيمه محدده. يعني انت دلوقتي عندك تو ليفلز، زي مثلا اللي لونه اللي هو ايه، اقول لك ايه، ما بين مثلا الجي 6 ديت والجي 5، اي حاجه ما بينهم هتاخد قيمه ثابته اللي هي اسمها في 6، فاهمني؟ فانا بقول لك ايا كان، يعني اي امبليتيود بين اي تو ليفلز بياخد قيمه ثابته، القيمه الثابته دي هي اسمها ايه، هي اسمها الفي 6، تمام؟ او على حسب يعني هم فين، تمام كده. طيب ماشي. المهم يعني خلاصه الكلام زي ما بقول لك كده، ان انت اي امبليتيود ما بين اي تو ليفلز، او ما بين اي امبليتيود ما بين اي ثريش تو ثريش تو ثريش ليفلز بياخد قيمه ثابته، القيمه الثابته دي هي دي الايه، الريبريزنتيشن او الريكونستراكشن ليفل، تمام كده. طيب عدد الليفلات ده انا لو عاوز احسبه، طبعا انت شغال ديجيتال فعلى طول الكلام كله يعني بيروح دايما للصفر والواحد اللي هو بتاع الباينري. فهيبقى عندك عدد الليفلز اللي احنا بنرمز له بالرمز ال، بنقول كده ال ليفل، دايما بيبقى هي عباره عن ايه، عباره عن 2 باور ايه، باور ار. مين هي الار ده؟ الار دي هي عدد ايه، نمبر اوف بيتس اللي انت هتستخدمها في الريبريزنتيشن بتاعتك، يعني تمام كده، بتاعت الكوانتايزيشن ليفلز، تمام. طيب ماشي، فاكر السبيسنج؟ السبيسنج او المسافه ما بين اي تو ليفلز بنرمز لها دايما بالرمز دلتا، تمام كده. طيب ماشي. ايه كمان عاوزين نقوله؟ طيب احنا بقى دلوقتي لو اخدنا اي تو ليفلز، هناخد اي قمه ما بينهم ازاي؟ يعني اي قمه دي، هل يعني القمه بتاعت الفي 6 دي مثلا، او الفي 5، او القيم دي انا باخدها على انهي اساس؟ قال لك بص، في دلوقتي مدرستين في الموضوع دوت، او في طريقتين يعني، خلينا بس نعدي كل ده. في طريقتين، طريقه اسمها الميد رايز، وطريقه اسمها الميد ريت. طريقه اسمها الميد رايت، الميد رايز والميد ريت، خلينا كده نبص عليهم. بص كده معايا، بص كده، انت دلوقتي بيكون عندك في طريقتين في التعبير، قال لك او عشان يعني تختار اللي هو الكوانتايزيشن ليفلز بتاعتك، تمام؟ انت لو رحت رسمت الاوتبوت ليفل مع الانبوت ليفل في الحالتين، في سواء ميد رايز او ميد ريت، او ميد ريت، ايه اللي بيحصل؟ قال لك اللي بيحصل دلوقتي ان انت يعني الفرق ما بينهم يعني في
البدايه بتاعتك او الشيفت بتاعك، هو الفرق ما بينهم شيفت. ايه اللي حصل هنا؟ انا بخلي الصفر كده، هو واقفه كده يعني، ودي كده فيرتيكال، فالصفر بيخش فيها في النص، لكن دي بتبقى هوريزونتال. طب ده بيترتب عليه ايه؟ ده بيترتب عليه لو انا يعني في الميد رايز بيكون عدد الحاجات اللي هنا او عدد الليفلز الاوتبوت ليفلز، لو جيت كده تعدهم، ادي كده 1 2 3 4 تمام، ادي كده دول كده 4 فوق، ويعتبر عندك 1 2 3 4 4 تانيين تحت، فيعني الرسمه سيمتريك بالنسبه لك. طب انت لو جيت هنا تعد، هتلاقي ادي كده 1 2 3 تمام كده، وهنا عندك 1 2 3، هل هي سيمتريك؟ لا. ليه؟ لان انت عندك في بتاع في النص هنا، ده بيتاخد مع اللي فوق ولا مع اللي تحت؟ ده بناخده مع اللي فوق، فيعتبر كانك عندك 4 فوق وعندك كام؟ عندك 3 تحت، فاهمني؟ ادي كده 1 2 3 4، وده هيبقى كده 5 6 7، هو المفروض ده يكملها عشان يبقى زي ده، عشان يبقى 8. المهم يعني ان الليفل دوت ده دايما بيتقرب مع مين؟ مع اللي فوق يعني، فده الرسمه بتاعتك ما بتبقاش سيمتريك يعني، فاهمني؟ فعشان كده الدنيا مش يعني ما تبقاش يعني، هي عشان هي بس مش سيمتريك، فاحنا عشان نسهل على نفسنا فاحنا مش بنستخدم الميد ريت يعني. الميد ريت ده طريقه وهي موجوده عادي خالص، ما فيش اي مشكله، لكن احنا دايما بنحب نستخدم مين؟ نستخدم الميد رايز. فشغلنا كله ده بيكون على مين؟ على الميد رايز. طب انا لو عاوز احسب الحته اللي ما بينهم دي او الاوتبوت ليفل دوت، هجيبه منين؟ قال لك الموضوع سهل، كل اللي انت بتعمله ان انت بتجيب الافريج. يعني ايه اجيب الافريج؟ يعني انت مثلا والله دي مثلا عند ايه؟ الصفر، بدايه الليفل ده كده عند الصفر، هو هيمشي كده الليفلز ده هينتهي عند الكام؟ هينتهي عند الواحد تمام. يبقى انت بدات عند الصفر ونهيت عند الواحد، يبقى الليفلز ده هيبقى ايه؟ هو هيبقى الافريج ما بينهم، اللي هو صفر زائد واحد على الاثنين تمام كده. فده هيبقى فين؟ ده كده هيبقى عند النص، ده كده هيبقى موجود عند النص. طب اللي بعده ما بين الواحد وما بين الاثنين، يبقى واحد زائد 2 على 2 اللي هو الافريج، 2 3 على 2 اللي هو كام؟ اللي هو 1.5. فيبقى ده كده موجود فين؟ ده كده موجود هنا عند 1.5 تمام. اللي بعده ما بين الاثنين وكام والتلاتة؟ 2 زائد 3 5 على 2 اللي هي 2.5، يبقى دوت كده موجود عند كام؟ عند 2.5، فاهمني؟ وهكذا. فانت بتجيب الافريج. طب هنا اجيب الليفل ازاي؟ نفس القصه بالظبط، انت ده دلوقتي موجود عند كام؟ النقطه دي موجود عند السالب واحد، وامشي الليفل بتاعك اهو، الليفل ده موجود ده كده موجود عند الواحد، سالب واحد زائد واحد صفر، صفر على الاثنين يبقى صفر، فعشان كده الليفل ده موجود اهو عند الصفر. طب اللي بعده من الواحد ده لحد الكام؟ لحد هنا اللي هو 1.5 صح كده. من يعني هي ثانية بس، ثانية بس معلش انا اتلخبطت، بص كده معايا. هو انت دلوقتي هو العرض ده كله هو اللي بواحد، فلما يبقى العرض ده كله بواحد يبقى النقطة دي اسمها نص، والنقطة دي اسمها سالب نص، فهيبقى عندك نص زائد سالب نص يبقى صفر، صفر على الاتنين اللي هو الافريج بتاعها يعني هيبقى صفر، عشان كده يعتبر ايه؟ يعتبر الليفل ده موجود عند الصفر. فانت لما تيجي تكمل، ممكن تقول لي انت لما تلف ليفل كمان او لما تمشي ستيب كمان يعني، فالستيب الواحده عباره عن يعني 1 يونت، يعني يونت واحده يعني، فاهمني؟ طيب فانت لما تمشي هتبقى الحته دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1.5 اللي هي النقطه دي يعني. فقول بقى كده، هات الافريج اللي هو 1.5 زائد النص يبقى كام؟ 2، 2 على 2 عشان تجيب الافريج، 2 على 2 فيها الواحد، يبقى الليفل ده موجود فين؟ الليفل ده موجود عند الواحد هنا كده، النقطة دي اسمها واحد، فاهمني؟ طيب ماشي، وهكذا يعني، وهكذا بتكمل. ال1.5 دي لما تمشي ستيب كمان اللي هي الستيب دي، فانت بتزود يونت، فدي هتبقى كام؟ النقطة دي هتبقى 2.5 اللي هي النقطة دي. 2.5 زائد 1.5 كام؟ 2 1 3، ومعاك واحد كمان من النصين يبقى 4، 4 على 2 فيها الكام؟ فيها الاتنين. فعشان كده الليفل اللي هيبقى ما بين النقطتين دول هيبقى عند الاتنين اللي هو دوت، فاهمني؟ اللي هو عند الكام؟ عند الاتنين، فاهم الفكره؟ ان انت عشان تحسبه بتحسبه ازاي؟ بتحسبه الافريج برضو عادي، افريج ما فيش فيها اي مشكله. طب الفرق في ايه لما ده انا هحسب الليفل فيه بالافريج، وهنا برضو كنا بنحسب الليفل بالافريج، امال الفرق في ايه؟ زي ما قلت لك الفرق بس ان دي بتبقى سيمتريك، فعشان كده احنا دايما بنحب نستخدم ايه؟ نستخدم الطريقه اللي على اليمين اللي اسمها ايه؟ اسمها الميد رايز. هل في اي اختلاف تاني؟ لا مفيش اي اختلاف تاني ما بينهم، فاهمني؟ طيب ماشي، دي بس الطريقه اللي احنا بنحسب بيها. طب ماشي، عاوزين بقى نتكلم على ايه؟ عاوزين بقى نرجع بقى نتكلم في شغل كده جامد شويه. بص كده معايا هقول لك على حاجه، فاكر انت الرسمه دي احنا عاوزينها اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه؟ الرسمه دي بص كده معايا، انت دلوقتي بتعمل ايه؟ انت دلوقتي عمال استنى خليها هنا كده. انت دلوقتي لو جينا كده بصينا هتلاقي ان انت حضرتك عمال بتعمل ايه؟ انت عمال بتقرب. يعني ايه عمال بتقرب؟ يعني انا دلوقتي عندي كل اللصف كل الـ استنى، كل الازرق اللي هنا دوت، كل الازرق اللي هنا دوت، انت ايه كل دوت؟ انت بتقوم مقربه لهنا صح كده؟ كل الازرق اللي هنا كده انت بتقربه فين؟ بتقربه لهنا. كل الازرق اللي هنا دوت انت قربته على الحتة دي،
كل الازرق مثلا اللي هنا دوت انت قربته على البرتقاني دوت، فاهمني؟ فانت عمال بتقرب، يعني ايه بقرب؟ يعني بعمل ابروكسيميشن. يبقى في ايرور ولا مفيش ايرور؟ اكيد في ايرور، اكيد في ايرور. طب تعالى تعالى نبسط الدنيا. احنا قلنا الليفلات دي احنا شغالينها ميد ريز ولا ميد رايت ولا ميد ولا ميد رايت؟ قلنا شغالينها دايما ميد. احنا ثانيه بس معلش، احنا بنقول احنا قلنا الحاجات دي الليفلات دي مش هنشتغل ميد رايز ولا ميد ريد؟ قلنا دايما هنشتغلها ميد رايز، صح؟ فاكر قيم الميد رايز كانت بتبقى عامله ازاي؟ لو جيت كده بصيت، قيم الميد رايز كانت بتبقى دايما فيها كسر، نص، واحد ونص، اتنين ونص، تلاته ونص، اربعه ونص، وهكذا. المهم ان دايما بيبقى فيها حاجه ونص. لكن ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الميد رايز. استنى، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الميد رايز. طب الميد ريد، الميد ريد بقى كان دايما بيبقى قيم ثابته، يا واحد يا اتنين يا تلاته يا اربعه كده، فاهمني؟ فانت دايما، فانت متوقع القيم دي، دي هتبقى ايه؟ حاجات دايما متنصصه، يعني حاجه ونص، حاجه ونص، حاجه ونص، وهكذا. تمام. طيب تمام، خلينا ناخد مثال عشان تفهم اللي احنا هنقوله ده دلوقتي. انت دلوقتي لو انا فرضت معاك، او لو احنا فرضنا ان مثلا الانبوت سيجنال بتاعتي كانت 3.8 من 10، 3.8 من 10 فولت. تمام، ده اللي هو مين؟ ده اللي هو 3.8 من 10 دي مثلا، اعتبرها ايه؟ اعتبرها مثلا الحته الزرقاء اللي هنا مثلا، يعني النقطه دي، شايف انت النقطة دي؟ دي بعتبرها كده كام؟ 3.8 من 10 فولت. تمام، فانا لما اجي اقربها، دي اللي هي المسج او الانبوت مسج، دي كده اللي هي الام، دي كده اللي هي الام. تمام، انا لما اجي اقربها عشان هقربها للفي. تمام، اقربها للفي ازاي؟ فانت هتيجي تقول لي انت طالما هتقربها الفي ده اللي هو يعتبر الميد رايز اللي احنا قلنا عليه، فهتتقرب ايه؟ حاجة من اتنين، يا اما هتبقى 2.5، يا اما هتبقى 3.5، 3.5، يا اما هتبقى 4.5. انت متخيل 3.8 دي هتروح لفين؟ هتتقرب لأني من دول؟ اكيد هتقرب لل3.5 اكيد، يعني فاهمني؟ انت لو عندك شك في كده فانت كده في حاجه غلط عندك يعني. فاحنا هنقربها ليه؟ ال3.5. فيبقى ال3.8 دي هتقوم نازله فين؟ هتقوم نازله هنا كده، دي كده هتقوم نازله ليه؟ النقطه دي، فاهمني؟ اللي هو على الليفل ده بتاع الفي 6. حلو كده، تمام قوي، ماشي. طالما دي هتنزل ليه الليفل دوت، يبقى ايه؟ يبقى انت كده في ابروكسيميشن حصل، صح؟ في ابروكسيميشن حصل. ايه حصل؟ حصل اللي هو بمقدار النزوله دي، النزوله دي كده اتعمل، يعني ده كده يعتبر ابروكسيميشن. تعرف تحسب لي الايرور دوت عامل ازاي؟ قال لك الموضوع سهل قوي. الايرور ده قيمته كام؟ هتقول لي ببساطه، هتقول لي 0.3، صح كده؟ 0.3 جبتها منين؟ هتقول لي والله انا خدت القيمه الحقيقيه بتاعتي اللي هي 3.8، بلاش نكتبها كده، خدت القيمه الحقيقيه بتاعتي وطرحت منها القيمه اللي انا رحت حطيتها في الاخر اللي هي 3.5، فطلع لي 0.3، صح كده؟ ده اللي انت عملته، ده الايرور. الكلام بديهيات، مفيش حاجه احنا قلناها. طيب ماشي، تعال نترجم ده بقى الايكويشن. الايكويشن دي اللي احنا نخرج منها بحاجات جامده قوي بعد كده. ال 3.8 دي تعتبر ايه؟ القيمه الحقيقيه بتاعتك اللي هي المسج، صح كده؟ ناقص مين؟ ناقص 3.5، ده اللي هو ايه؟ ده يعتبر اللي هو الليفل بتاعك، صح كده؟ او اللي هو الكوانتايز ليفل اللي احنا بنرمزه بالرمز في، صح؟ اداك ال 0.3. مين هو ال 0.3 ده؟ اللي هو الايرور. الايرور ده ايرور في انهي توبكس بالظبط؟ في سامبل ولا كوانتايزيشن ولا انكودنج ولا ايه؟ في كوانتايزيشن، يعني ده يعتبر ايه؟ كوانتايزيشن ايرور، تمام كده؟ فالكوانتايزيشن ايرور ده بنرمزه بالرمز كيو، كيو كده. فالكيو سمول كده، ده الايكويشن دي معناها ايه؟ لما اقول لك الكيو بتساوي ام ناقص في، الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الكوانتايزيشن ايرور هو عباره عن المسج بتاعتي او الانبوت سيجنال بتاعتي، تمام، مطروح منها الايه؟ الكوانتايزيشن ليفل. يبقى الكوانتايزيشن ايرور هو عباره عن الانبوت مسج ناقص الايه؟ ناقص الكوانتايزيشن ليفل. حلو، جميل قوي. الايكويشن دي بروزها لي، لو معاك ورقه وقلم كده اكتبها بقى، عشان من اول هنا محتاجك تكتب معايا عشان الجاي كله ايه؟ يعني في شغل جامد يعني. تعالى الايكويشن دي، تعالى نروح نطبقها على الجدع دوت عشان نطلع برسمه لمين؟ عشان نطلع برسمه للايرور. يعني انا عاوز اعمل ايه؟ يعني انا عاوز يعني ارسم الايرور دلوقتي، انا عاوز ارسم الايرور. تمام، طيب خلينا بس ناخد الرسمه المرسوم منها. بص كده معايا، تلاقي الموضوع سهل ان شاء الله يعني. او خلينا ناخدها كلها. بص كده معايا، احنا كده بنقول ايه؟ بص كده، احنا كنا بنقول ان احنا دلوقتي عندنا، شايف انت الخط المنقط ده؟ الخط المنقط ده هو ده الايه؟ يعتبر الانبوت مسج بتاعك. لكن الخط السوليد دوت ده يعتبر هو ده الايه؟ اللي هو الكوانتايزيشن ليفل. حلو، جميل قوي. انا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ بنتكلم دلوقتي ان احنا عندنا ايكويشن. الايكويشن دي بتقول لك ان الايرور هو عباره عن المسج بتاعتك ناقص ايه؟ ناقص الليفل بتاعك، الكوانتايزيشن ليفل. حلو، جميل قوي. تعالى نبص، تعالى نطبق الايكويشن دي، ناخدها في اي حته كده صغيره ونروح نطبقها. تعالى هنا كده مثلا في اي حته، احنا بنقول ان الايكويشن اسمها الكيو بتساوي الام ناقص الفي، تمام؟ يعني تمام ماشي، هناخد بس بتاع صغير كده. فانا مثلا لو جيت طبقت هنا،
ممكن تقولي عند النقطة الحمراء دي اللي هي النقطة دي كده الام بكام؟ هتقولي الام واخدة القيمة يعني اللي هو الخط المنقط، هو فين؟ هو واقف هنا، فيديله اي قيمة، اي قيمة اهي الام. طب ماشي، ناقص الفي. مين هو الفي؟ الكوانتايزيشن ليفل. فين الليفل؟ اللي هو الخط السوليد. فايه الفرق ما بين الخط المنقط والخط السوليد؟ هتقولي هما الاتنين على بعض، هما الاتنين هم على بعض. ففي الحالة دي يعتبر الايه الكيو اللي هي بكام؟ تعتبر الكيو هنا بكام؟ تعتبر الكيو هنا بصفر. فيعني لو انا هرسم، لو انا هرسم كده الايرور، فهيبقى الايرور ده كده خط الايرور، فهيبقى الايرور في النقطة دي بكام؟ الايرور في النقطة دي بصفر، صح كده؟ عند النقطة دي كده بالظبط اهي، عند النقطة دي كده بالظبط الايرور بتاعك بصفر. طب ماشي، خلينا نبص، خلي الايكويشن اهي قدامنا، الايكويشن اهيت، خلينا نبص ايه اللي بيحصل بعد كده. هتلاقي المسج بتاعتك عماله بتزيد، اللي هو الام الخط المنقطع هو بيكبر، يعني الام بتاعتك عماله تكبر، ولكن الكوانتايزيشن ليفل ماله؟ الكوانتايزيشن ليفل ثابت، ثابت. فايه اللي بيحصل؟ ده عمال يكبر لكن ده ثابت، ده ثابت مكانه، ده اعتبره كونستنت دلوقتي. فايه اللي هيحصل للايرور؟ هتلاقي الايرور بتاعك عمال يكبر. فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان ده عمال يكبر كده لحد ما توصل، لحد ما توصل للنقطه دي. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتبدا تقف، لان انت كده هتلاقي نفسك دخلت ايه، دخلت في ليفل تاني. فهنا في مسج، يعني هنا بقى في بقى ايه، بقى في انبوت مسج اهي، دي المسج بتاعتك، وده كوانتايزيشن ليفل تاني. ايه اللي هيحصل في الحاله ديت؟ هتلاقي في الاول هنا، يعني في الاول اللي هي في الحته دي كده، يعني بص تخيلها كده، اقسمها كده بالنص يعني عشان تتخيلها، اقسمها كده بالنص عشان تتخيلها. ايه اخبار الحته اللي على الشمال اللي هي الحته دي؟ هتلاقي ان المسج اللي هو الخط النقط، المسج ده قليل بالنسبه لايه؟ بالنسبه يعني هو عمال يزيد، بس كان الفي اكبر. فكانك بتقول له قيمه صغيره ناقص قيمه كبيره، تمام؟ حتى لو القيمه الكبيره دي ثابته، بس قيمه صغيره ناقص قيمه كبيره. فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان النتيجه بتبقى ايه؟ هتلاقي النتيجه بتبقى بالنيجاتيف، رقم صغير ناقص رقم كبير، النتيجه بالنيجاتيف. فبننزل كده اهوت عشان تنزل ايه؟ تنزل لخط يعني لحاجه نيجاتيف اهو. احنا قلنا ده الليفل بتاعك من اول هنا لحد هنا، فده نيجاتيف. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي اللي بيحصل ان المسج بتاعتك دي عماله ايه؟ هنا كده المسج عماله تكبر، صح كده؟ فالمسج دي عماله تكبر تكبر تكبر. هيجي لحظه ايه اللي هيحصل؟ هتيجي لحظه اللي هي اللحظه دي هتبقى المسج بتاعتك اللي هو الخط المنقط هنا كده متساوي مع مين؟ مع الكوانتايزيشن ليفل. ففي الكيس دي ايه اللي هيحصل؟ عند النقطه دي كده بالظبط اللي هي هنا فين، اللي هي تعتبر هنا كده، يبقى ايه؟ يبقى هتلاقي عند النقطه دي لازم يبقى الايرور بصفر. فيبقى ايه اللي هيحصل؟ ده يبقى عامل كده، فاهمني؟ لحد فين؟ لحد هنا كده مثلا، تمام؟ بعد كده هتلاقي نفسك ايه؟ هتلاقي نفسك نازل تاني، فاهم؟ وهكذا وهكذا لحد، طب يعني انت هتفضل ماشي كده. طب الناحيه التانيه هتبقى ايه اخبارها؟ هتلاقي الموضوع يبقى معكوس، يعني انت هنا عمال ايه، عمال ماشيها ماشيها كده، فاهم؟ انت كده عمال تمشي كده، تمام؟ هتلاقي نفسك لحد ما توصل للحته الكبيره، الحته اللي هي اللي فوق خالص يعني دي كده، اللي هي الحته دي، لو جيت طبقت عليها الكلام دوت برضو هتلاقيها في الاخر هتقوم مرسومه، هتلاقيها اترسمت ازاي، هتلاقيها اترسمت حاجه بيه المنظر ده كده، تمام؟ بعد كده هتلاقي الموضوع كله ام ايه، هتلاقي الموضوع كله بقى معكوس، بقى حاجه ايه، بقى حاجه بيه المنظر ده، يعني واخد بالك؟ واخد بالك دي عامله ازاي ودي عامله ازاي؟ اقعد جربها انت مع نفسك، هتلاقيها في الاخر بتطلع كده. فالرسمه دي هي رسمه ايه؟ هي رسمه الايرور دوت بالظبط، هي رسمه الايرور، فاهمني؟ يعني اللي هي الرسمه اللي تحت ديت. فانت لو جيت طبقتها، هنطبقها في حته واحده بس يعني عشان يعني اطمنك، بص كده معايا، بص كده، احنا قلنا فين الايكويشن؟ قلنا الايكويشن اسمها الكيو بتساوي الام ناقص الفي، حلو كده، تمام. فانت لو جيت بصيت عند النقطه دي، لو جيت بصيت عند النقطة دي، احنا بنقول كده ان الكيو بتساوي الام ناقص الفي. فلو جيت بصيت عند النقطة دي، الام اللي هي الخط المنقط والفي اللي هو الخط السوليد دوت، فهما الاتنين هنا منطبقين على بعض، فالكيو دي تبقى بكام؟ تبقى بصفر. يبقى انزل كده، انزل هنا كده، تعال نبص على الخط دوت نشوف هو عامل ازاي، ايه عامل ازاي تحت، متوقعين اللي هو الخط ده كده كله، الخط ده متوقعين ايه؟ ان الكيو هتبقى بكام؟ بصفر. فلو جينا بصينا اهو الكيو هنا بكام؟ فعلا بصفر، عند النقطة دي هو بصفر، تمام. تعالى كده نبص بعديه ايه اللي حصل بعد ما عدينا النقطة دي. فبعد ما عدينا هتلاقي ان المسج بقت مالها في الحته دي كده، الحته دي المسج ديت اللي هي هنا، المسج مالها اكبر من الفي. فانت بتقول رقم كبير، المسج دي اللي هي رقم كبير ناقص الفي اللي هي قيمه ثابته اللي هو الخط السوليد ده اللي هو الفي ديت، صح كده؟ يبقى النتيجه ايه؟ النتيجه يعني الكيو دي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الكيو دي عماله تكبر مع مين؟ مع المسج. كل ما المسج لما تكبر كل ما الكيو تكبر، صح؟ فهيبقى الخط عامل ازاي؟ يبقى الخط بيكبر كده اهو، الايرور كبر، ده الخط ده اللي هو الايرور كبر، فاهمني؟ بعد كده هتخش في ليفل جديد، فتبقى حاجه بالمنظر ده وهكذا لحد ما تطلع للحته اللي فوق خالص، بعد كده الموضوع هيبدا يتعكس، فاهمني؟ بس فهو ده مفهوم الايرور. طب هو الليفل بتاع الايرور محصور من فين لفين؟ هتقول لي والله الليفل بتاع الايرور عندك محصور من النقطه ايه لحد النقطه، يعني من اي نقطه لحد اي نقطه؟ محصور من النقطه دي كده لحد النقطه دي، ما هو دي الحته اللي انت بتلعب فيها اللي هو يعني كده، فاهمني؟ انت عمال بتلعب في المنطقه دي، بص اللي هي المنطقه يعني من هنا، يعني من هنا لهنا كده، تمام؟ فاللي هو الليفل ده اللي هو يعتبر ايه؟ ما هو ده يعتبر الدلتا،
ما هو ده يعتبر الدلتا اللي هي السبيس بتاعتك، فاهمني؟ فالسبيس دي انت واخد لي حاجه كده في النص ما بينها، صح؟ فكأنك بتقول يعني انها مقسومه من ايه، من دلتا على الاثنين لحد سالب دلتا على الاثنين، فاهمني؟ يعني على اساس يعني ان الصفر هو اللي في النص. الفكره كلها يعني ان الموضوع ده كله يعتبر ايه، او الحته دي كلها تعتبر دلتا، اللي هي من اول هنا لحد هنا دي كلها على بعضها دلتا، فاهمني؟ اللي هو السبيس اللي انت بتتحرك فيه. ليه؟ لان انت المسج بتاعتك انت بترسمها ايه، في فتره، الفتره دي اللي هي ايه، اللي هي من يعني بص عشان انت لازم تبقى فاهم الحته دي. المسج بتاعتك يعني ده كده الثريشولد ليفلز، ودوت كده الثريشولد ليفلز، صح كده؟ اي حاجه ما بينهم، اي مسج، المسج اللي ما بينهم هنا دي اتقربت لده، المسج دي اتقربت لده، المسج دي اتقربت لده، المسج اللي هنا على نفس الخط فمفيش مشكله، المسج دي اتقربت لده، المسج دي اتقربت لده، المسج دي اتقربت لده، المسج دي اتقربت لده. بعد كده هتنزل هنا، المسج دي لا هتتقرب لده، دي كده هتقوم متقربه لده. فانت بتتكلم في الفتره، اي الفتره دي، الفتره دي اللي هي دي تعتبر ايه، ده اللي هو السبيسنج اللي هو كان دلتا. فانت الايرور بتاعك بيلعب في ايه، بيلعب في الحته دي بس، في الدلتا دي بس. يبقى هو واخد رينج من فين لفين، واخد رينج من دلتا على الاثنين لحد كام، لحد سالب، او من سالب دلتا على الاثنين لحد ايه، دلتا على الاثنين، ده الرينج اللي الايرور بيلعب فيه، فاهم؟ فانت لما تيجي تبص بعد كده ليه الرسمه دي، هل هي مظبوطه؟ دي مظبوطه ومنطقيه 100%. دي الرسمه دي عباره عن بالظبط الايكويشن اللي اسمها الكيو بتساوي ام ناقص في، هي دي يعني الرسمه دي جايه من العلاقه ديت، تمام؟ وجربها انت مع نفسك، جربها حتى في الحتت ديت هتلاقيها مظبوطه. وعلى فكره هل هي منطقيه انها تعكس نفسها، ان دي تبقى ماشيه كده واللي بعدها تبقى ماشيه كده؟ هل ده منطقي؟ منطقي 1000000%. ليه؟ لان انت عندك هتلاقي ايه اللي بيحصل، هتلاقي بص هو انت يعني انا عاوزك والله انت اللي تجيبها لوحدك، بس انت هتلاقي مثلا، خد اي حته، خد اي فتره، خد لي مثلا كده الفتره دي، تعالى نبص للفتره دي وهات لي فتره تانية قصادها، مثلا الفتره دي، تمام؟ الفتره دي، تمام كده؟ ايه الفرق ما بين الفترتين دول؟ هنا هتلاقي ان المسج هي اللي بتيجي، يعني المسج بتيجي فبتقوم طالعه لمين؟ طالعه للايرور. يعني المسج بتيجي يعني العلاقه بتقول لك الكيو بتساوي الام ناقص الفي. فمين اللي بيحصل؟ الام دلوقتي هي اللي بتبقى كبيره، الام بتبقى كبيره يعني هنا كده في الاول خالص، طبعا انت ماشي كده، صح كده؟ انت بتبقى طالع كده ونازل كده، تمام؟ فانت الام بتبقى كبيره في الاول عن عن الكوانتايزيشن ليفل. فايه اللي هيحصل؟ الكيو دي هتبدا من فين؟ هتبدا يعني اقولها لك ازاي، انا مش عارف. بص تاني واحده واحده عشان ما تتلخبطش، انسى اللي انا قلته لك ده دلوقتي وتعالى معايا واحده واحده. انت دلوقتي لما تيجي تطلع، تمام؟ انت دلوقتي انت ماشي كده، تمام؟ مين اكبر؟ يعني انسى اللي انا لسه قايله دلوقتي، مين اكبر، الليفل دوت ولا المسج دي؟ انت مين اكبر من التاني؟ هتقول لي ببساطه كده اللي فوق هو الكبير، مفيش ابسط من كده اهوت. يبقى اللي فوق دوت هو اللي فوق دوت اللي هو الفي، يعني هو الايه، الفي دوت كده هو اللي اكبر من المسج اللي تحت دي، اهي الفي هي اللي فوق فهي الاكبر من المسج، حلو كده؟ فلما الفي تبقى هي دي كده هي الكبيره، فكانك بتقول رقم صغير ناقص رقم كبير، يبقى ايه، النتيجه تبقى بالنيجاتيف. فعشان كده لما هنا بنيجي بنقول هتبدا الفتره بتاعتك، الفتره بتاعتك بتبدا من فين؟ بتبدا من هنا كده، من عند النقطه دي، دي بدايه الفتره، صح كده؟ يبقى الفتره دي، النقطه دي لازم تبقى بادئه عند فين؟ بادئه عند حته نيجاتيف. ما انت لسه بتقول اهو رقم صغير ناقص رقم كبير، فالنتيجة هتبقى ايه، النتيجة هتبقى بالنيجاتيف. فعشان كده النقطة دي اللي هي بداية الفترة لازم تبقى حتة نيجاتيف. فلو جينا كده نزلنا اهي بداية الفترة اهي، ما هي دي كانت النقطة اللي جنبه من اللي هي هنا كده اهي، عشان كده بدايتها عند حتة نيجاتيف. طب نهايتها هتبقى فين، عند حتة بوزيتيف ولا لا؟ بدايتها نهايتها في نهايتها هنا اهو، ده نهاية الفترة عند النقطة دي كده، النقطة دي، دي المسج. فالمسج هنا والفي هنا اهو عند نهاية الفترة، دي الفي واللي فوق دي اللي هي المسج. مين اكبر، مين اللي فوق، المسج ولا الفي؟ هتقول لي ان الام هي الكبيره، يبقى الام دي هي الام هي اللي فوق فهي الكبيره. يعني انت في الاخر هتنهي والام هي الكبيره والفي هي الصغيره، الفي هي الصغيره، فخلاص بتقول رقم كبير ناقص رقم صغير، فالنتيجه هتبقى ايه، النتيجه هتبقى بوزيتيف. فيبقى في الاخر، في اخر الفتره اللي هي هنا كده، الخط المنقط اللي هو عامله لك دوت، الخط المنقط على اليمين دوت، ده هيبقى ايه، هيبقى قيمه بوزيتيف اهو، وده قيمه بوزيتيف اهوت ما بينهم هنا. وفعلا النقطة اللي هما منطبقين فيها يبقى الايرور بصفر. تعالى بقى بص للموضوع في الناحية التانية، والساين بتقلب نفسها كده، هتلاقي اللي هيحصل، هتلاقي هنا كده أول الفترة فين، أول الفترة ده يعني أنت بتتكلم في الفترة دي فين، أول الفترة هتلاقي أول الفترة هنا، ده يعتبر أول الفترة، المسج هنا والفي هنا أهي، دي كده تعتبر المسج ودي كده تعتبر الفي. مين أكبر، مين اللي فوق، الإم ولا الفي؟ الإم هي اللي فوق، الإم هي اللي فوق، يعني في أول الفترة كانت الإم هي اللي اكبر من الفي، الفي ده كان صغير، الام اكبر منه، فالنتيجه هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ النتيجه هتبقى بوزيتيف. فلازم اول الفتره اللي هو هنا دوت، اللي هو الخط ده كده اللي احنا هننزل بيه دلوقتي، ده يبقى ايه، لازم ده لازم يبقى رقم بوزيتيف. فانت لو جيت نزلت اهوت، انزل كده اهو، يعني الخط الاصفر اهو،
اهوت هو دوت. لو جيت كده كملت اهو، يبقى اول الفتره كان ايه، كان رقم بوزيتيف، مع ان من شويه كنا بنقول اول الفتره رقم ايه، رقم نيجاتيف. تمام. طب انت لما تيجي تخلص هات كده اخر الفتره، اخر الفتره هيبقى فين؟ هيبقى هنا النقطه دي. فالنقطه عند النقطه دي فين المسج؟ المسج اهي اللي هي الحته الصفراء دي، اهي دي المسج. فين الفي؟ الفي هنا اهي، دي تعتبر الفي. في اخر الفتره مين اكبر، مين اللي فوق، الفي ولا الام؟ الفي اكبر، يعني الفي هي اللي اكبر من الام. تمام. فكانك بتقول الكيو بتساوي الام ناقص الفي، والفي ده رقم كبير وده رقم صغير، فالنتيجه هتبقى بالنيجاتيف. يبقى في اخر الفتره اللي هو هنا كده ده هيبقى ايه، هيبقى رقم بالنيجاتيف. تعال نبص عليه اهوت دوت كده اهو، ده كده اخر الفتره، اخر الفتره اللي هو هنا بقى ايه، بقى رقم بالنيجاتيف. تمام. اللي هو هيبقى بدايه فتره جديده تبقى بالبوزيتيف، فاهمني؟ يعني بدايه، يعني فاهم، وهي بتعكس نفسها، بتبقى البدايه بالبوزيتيف والنهايه بالنيجاتيف، لكن في الاول بتبقى البدايه بالنيجاتيف والنهايه بالبوزيتيف، فاهم؟ فعشان كده هي منطقيه، هي يعني الايرور ده منطقي مليون، يعني بجد انت والله انت لو فهمت الرسمه دي والايرور ده وازاي ترسمه، الموضوع على فكره يعني جامد جدا يعني، فاهمني؟ فده موضوع الايرور. طب ماشي، مش ده كده ابروكسيميشن؟ قال لك اه ماشي، الكلام ده حلو قوي. تعالى بقى نتكلم شويه ايكويشن بقى كده. تعالى ايه، تعالى نقول شويه ايكويشن كده في الموضوع. انت دلوقتي بتقول لي ايه، بتقول لي ان الكيو هي عباره عن الام ناقص الفي، صح كده؟ ناقص الفي. تمام تمام جدا. ممكن نتكلم بقى، تعالى نتكلم عنهم شويه. مين هي الفي؟ قلنا ان الفي ديت هيعتبر رقم ثابت، يعني تعتبر فاليو كده، حاجه ثابته يعني مش هتتغير في الفتره، في الانترفال بتاعتها. تمام. مين هي الام؟ الام دي اللي هي المسج. المسج دي مش هي تعتبر حاجه راندوم؟ يعني ايه حاجه راندوم؟ هتقولي ما مسج انا عارفها. لا، هي مسج تعتبر راندوم. امسك اي فتره كده، اي يعني انت دلوقتي دي مثلا فتره مثلا زي دي اللي هي الكبيره ديت، من اول هنا لحد هنا، دي كده فتره او انترفال. انت دلوقتي المسج دي عماله تاخد قيم راندوم. بص هي واخده قيم عامله ازاي، واخده القيم دي كده كلها، دي المسج، فتعتبر حاجه واخده قيم هنا وهنا وهنا، يعني حاجه راندوم، فاهم؟ حتى لو انت بعتها بس هي ستيل انها راندوم، هي بتاخد قيم كتيره، فاهمني؟ فاحنا بنعتبرها راندوم. تمام. فطالما هي راندوم وممكن تتحط في اي حاجه، فبنسميها راندوم فاريبل سيجنال. يبقى دي اسمها ايه، راندوم فاريبل سيجنال، دي اللي هي ايه، دي اللي هي الام. طب ماشي، حرامي حرامي، ما علينا. لما نقول بقى ان الام ناقص الفي، تمام، يعني انت عندك راندوم فاريبل سيجنال ناقص فاليو، ناقص رقم، كاني بقول لك حاجه راندوم ناقص خمسة مثلا، ناقص خمسة، الناتج هيبقى ايه؟ ما هيبقى راندوم برضو، ما انت ده راندوم، فخلاص يعني حاجة راندوم إيه؟ فرقت ايه ان انت زودت او طرحت عليها رقم؟ ما هتبقى برضو راندوم. فيبقى الكيو دي تعتبر ايه، او الايرور ده يعتبر بالنسبة لنا ايه، يعتبر برضو بالنسبة لنا راندوم فاريبل سيجنال. تمام. طيب ماشي، احنا بقى ده يعني احنا دلوقتي اللي هيتبعت او اللي هيخرج مننا من دايرة الترانسميتر هيكون عبارة عن ايه؟ هيكون عبارة عن الخط السوليد دوت، هيكون عبارة عن الخط السوليد دوت. حلو. ده اللي احنا هنبعته ايه في الاخر، ده اللي هيمشي في الجو كده لحد ما يوصل بالسهم دايرة الريسيفر. دايرة الريسيفر هتستلم ايه بقى؟ دايرة الريسيفر هتستلم الخط اللي هو برضو السوليد دوت، صح؟ المفروض يعني دايرة الريسيفر المفروض في الاخر تسلم لنا السيجنال المنقطة. طب دلوقتي دايرة الريسيفر هتيجي مثلا في نقطة، او هتيجي يعني في البتاع دوت، وهي شغالة، هتقول لك ايه، هتقول لك طب استنى، انا دلوقتي انا هركز في انترفال معينة، والكلام ده طبعا بينطبق على الدايرة كلها، بس انا هنشرح على واحده بس عشان الكلام يبقى واضح. يعني انت دلوقتي الدايره الريسيفر لقيت في الانترفال دي عامله كده، هتقولي طب استنى، هو مش ده يعتبر ثريشولد ليفلز؟ استنى من اقولهم تاني، هنشيل ده، هتقولي ايه، هتقولي مثلا ده يعتبر ثريشولد ليفلز، صح؟ وده يعتبر ثريشولد ليفلز، صح كده؟ واي نقطه ما بينهم انا قربتها لك ليه الايه، ليه الاوتبوت ليفلز دوت، صح كده؟ اللي هو الاحمر. استنى كده. فمثلا انت دلوقتي بقى عندك ايه، عندك نقطه هنا ونقطه هنا، يعني فاهم، بقى عندك خط هنا كده، صح؟ ده اللي هو ايه، اللي انا مستقبله. تمام. طب انا دلوقتي اعرف منين؟ ما انا دلوقتي لو انت كان عندك نقطه موجوده هنا كنت هتقربها لي لهنا، صح؟ يعني انت يا رب يا رب تتخيلها، يا رب بجد تتخيلها. انت لو انت كان عندك نقطه هنا، لو المسج كانت عامله حاجه كده، تمام، اللي هو البنفسجي، شوف المسج الاصليه هي المنقطه، لو المسج كانت حاجه هي البنفسجيه ديت، كان ايه اللي كان هتتقرف لفين؟ ما برضو كنت هبعتها بعد ما اعمل لها كوانتايزيشن، كانت كل البنفسجي ده هينزل على الاخضر، صح؟ طب هي بقى لو كانت مثلا حاجه مثلا كده اهو، حاجه مثلا كده، طب بص عماله تعمل كده اهو، مش نويز ولا حاجه، لا هي كانت حاجه بالمنظر ده، حاجه فعلا سيجنال، يا عم سيجنال بمنظرها كده، دي في الكوانتايزيشن كانت هتقرب ايه، هتتقرب برضو للخط الاخضر دوت. طب استنى بقى، استنى، الريسيفر بيسألك دلوقتي، الريسيفر بيسألك، أنا دلوقتي
وده على فكره ده معنى كلمه انها راندوم فاريبل سيجنال. انا دلوقتي يعني انا دلوقتي كريسيفر اعرف منين او ازاي اخرج لك الخط الاخضر دوت كده اللي هو بقى دلوقتي لبني، اخرجه لك ازاي السيجنال الاصليه اللي هي ايه اللي هي دلوقتي كده اللي هي السيجنال الاصليه اللي هي كانت اللي هي المنقطه الاساسيه، هل هي شكلها المنقط دوت ولا هي كانت البنفسجي دي ولا الحمراء ديت، انا اعرف منين شكلها. ما كل دول في الاخر انت هتقربهم لي لايه، كل دول انت بعتهم لي على انهم خط واحد لونه اخضر كده اللي هو، او خط واحد لونه لبني او دلوقتي بقى بنفسجي. طب كل ده بعته لي على ان هم الخط البنفسجي ده اهو، كل ده انت بعته لي على ان هو الخط دوت، انا اعرف منين بقى هم كانوا انهي واحده فيهم، فاهمني؟ فمن هنا ظهرت المشكله. يبقى احنا دلوقتي عندك ايه، عندك دلوقتي في احتماليه وجود مين، او يعني دلوقتي انت بتتكلم في نقطه ايه، ان انت دلوقتي مشكلتك كلها يعني لو فهمنا المشكله هنعرف نفهم الحل. مشكلتك كلها فين؟ ان انت دلوقتي عاوز تعرف فين مكان الانبوت فولتج او الانبوت سيجنال بالظبط، انت عاوز تعرف مكانها بالظبط. يعني ما انا لسه قايل لك انت عاوز تعرف هي موجوده كده ولا موجوده كده مثلا، ولا موجوده كده، انت عاوز تعرف هي فين بالظبط عشان ايه، عشان تعرف ترجعها، تمام؟ فالمشكله ان انت عاوز تعرف فين بالظبط الانبوت فولتج اللي هتحوله التي اكس، يعني حوله لك لخط كده ثابت اللي هو يعتبر خط الفي دوت، عشان تقدر ايه، عشان تقدر ترجعه. فهمت القصه؟ يعني فهمت الموضوع عامل ازاي؟ فتعالى نرسمه هنا بقى ايه بطريقه تانية خالص. بص كده، احنا هفترض معاك ان انت عندك تو ليفلز كده، تمام؟ الليفلز ده خلينا هنسميه الجي ماكس، ودوت هنسميه الجي نيجاتيف ماكس او النيجاتيف جي ماكس ايا كان يعني، تمام كده؟ تمام. وعندك في النص كده ده اللي هو الثريشولد بتاعك، تمام. وعندك في النص هنا ده اللي هو ايه الخط اللي هو اللي يعتبر الفي اللي هو يعتبر ايه اللي هو يعتبر الكوانتايزيشن ليفلز، تمام. وخلينا ناخد اي نقطه، نفترض ان المسج بتاعتك كانت موجوده هنا، انت شايف انت الخط النقطه الاكس دي اللي هي الام بتاعتك، استنى بس، دي تعتبر ايه، دي تعتبر الاميه الام، حلو كده، اللي هي هتتقرب لهنا اللي هي هتتقرب للنقطه دي، تمام. بس احنا ايه، احنا عاوزين نعرف مكانها، ما هي لو كانت موجوده هنا او 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 اي حاجه، كل ده في الاخر هيتقرب ليه، كل ده في الاخر هيتقرب للنقطه دي، فاهمني؟ انا عاوز اعرف هي اي نقطه فيهم، تمام. حلو قوي، حلو قوي الكلام ده، خلينا نسيب كل ده، جميل قوي. يبقى انت دلوقتي فرضت انها موجوده هنا، طب ماشي. بص بقى، انا بقول لك لو المسافه ما بين التو ليفلز دي كبيره جدا جدا، لو الليفلز دي كده، بص حاجه كده عملاقه كده، تمام، والفي هنا كده في النص، ودي اللي هي الجي ماكس، ودي نيجاتيف ايه، نيجاتيف جي ماكس، تمام. فاحتماليه وجود مثلا، احتماليه وجود المسج هنا او في اي حته هتبقى صعبه وكبيره، يعني قصدي ان الاحتمالات تبقى صغيره، يعني ما هي موجوده هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، شايف عدد اكسات كتير قوي. لكن انا لو خليت المسافه ما بينهم صغيره قوي، يعني ده كده الثريشولد بتاعك، وهنا مثلا اللي هو الفي، فاهمني؟ فيعني تقريبا هي يا اما هتبقى موجوده هنا تقريبا، يعني فاهم عدد الاحتمالات بيقل، يعني فاهم القصه متخيلها. فعلشان كده بنقول ان ايه، ان دلوقتي لو المسافه بقت كبيره قوي، لو السبيسنج يعني بقى كبير جدا، فكده احتماليه وجود الانبوت فولتج بقت ايه، بقت يعني بص، لو المسافه بقت كبيره فاحتماليه وجود الانبوت فولتج صعب ان انت تتوقعها، تمام، وفي نفس الوقت بقى صعب ان انت تحسبها، يعني صعب تعرفها وصعب تحسبها، فاهمني؟ هما الاثنين يعتبروا حاجه، يعني هي صعبه، يعني هتبقى صعبه. فعلشان كده ده هيسمع لك في حته ان انت ايه، ان انت دلوقتي لازم تقلل مين، تقلل الليفلز، تمام. وده اللي احنا كنا لسه بنقوله برده من شويه، ان عدد الليفلات لما بيقل ده بيبقى حاجه كويسه، بيزود لك الدقه بتاعتك، تمام. طيب ماشي، طب ماشي. يبقى ده، طب يعني بعيدا عن النقطه اللي احنا لسه قايلينها، ان انت لازم توصل ليه، او وصلنا في الاخر ان عدد الليفلات لما يقل، ده كده ثبتناها دلوقتي ان دي حاجه كويسه جدا. طب ماشي، ممكن نقول كده حاجة تانية من الكونكلوجن دوت، ان ايه، ان عدد، او مش عدد، ان هو الاحتمالية وجود المسج دوت بيبقى اكوردنج لايه، او ليه علاقة بمين، يعني انت من اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، ان المسج دي تبقى موجودة هنا او هنا او هنا او هنا او في اي حتة من دول، احتمالية وجودها ليها علاقة بمين، ليها علاقة بالسبيسنج، صح؟ يعني كل لما السبيسنج زاد ده بيروح او زاد او قل، يعني سيبك هو زاد ولا قل دلوقتي، كل لما السبيسنج او الدلتا دي لما بتتغير بيروح يسمع في مين، بيروح يسمع في هي المسج احتماليه وجودها قد ايه او فين، صح كده؟ ففي علاقه ما بين الدلتا واحتماليه الوجود، متفق معايا في الموضوع دوت؟ حتى احنا لسه قايلين اهو، السبيسنج لما زاد بقى صعب ان انا احسبه، بقى في احتمالات كتير قوي. طب السبيسنج لما قل، يعني الاحتمالات قلت، فاهمني؟ طب السبيسنج كده مثلا متوسط، يعني برضو الاحتمالات ايه، مش كتيره، فاهمني؟ فكل ما السبيسنج بتتغير ده بيروح يسمع في مين، في حته اللي هو احتماليه الوجود، تمام. طيب ماشي، يعني ايه بقى بيسمع في احتماليه الوجود، او حته يعني ايه ان السبيسنج ليه علاقه، او في علاقه ما بين التوزيع،
تمام، او ما بين احتماليه الوجود والمسافه. ده معنى ايه الكلام دوت؟ قال لك الكلام دوت او يعني العلاقه اللي هي ما بين توزيع الانبوت فولتج على طول المسافه اللي هي السبيسنج بتاعتك، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه البروبابيلتي دينسيتي فانكشن. يبقى هو ده كده معناه، ده معنى يعني. بص انا والله كنت بحاول اثبتها لك على قد ما اقدر، اوصلها لك بالراحه يعني، ويا رب يعني يا رب تكون فهمتها يعني. دي كده اللي هي البروبابيلتي دينسيتي فانكشن. اصل انا لو رميت لك كلمه probability density function كده وسبتك يعني اللي هو ايه ده طيب ده، فانا بحاول والله اجيب لك الموضوع بالراحه، ان انت دلوقتي بقى في علاقه ما بين التوزيع على طول المسافه يعني، او ده بيسمع في ده، في علاقه ما بينهم هما الاثنين، فخلاص يبقى دي probability density function. تمام كده؟ طيب ماشي. طيب ممكن تقول لي اصغر دلتا ممكنه؟ اصغر دلتا ممكنه يعني دي اصغر حاجه، اصغر حاجه ليها علاقه بايه؟ بلاش على الرسمه دي، خلينا على الرسمه دي. مش هي دي كده تعتبر الدلتا؟ دي اصغر دلتا يعني، يعني بقول لك دي عشان توصل لاصغر حاجه هتبقى عباره عن ايه؟ هتقول لي والله الدلتا دي اصغر حاجه فيها تبقى 2 جي ماكس على كام؟ على ال ال. ايه بقى الكلام دوت؟ انت دلوقتي البدايه ناقص النهايه يبقى الجي ناقص ناقص جي يبقى 2 جي على عدد المستويات، لان انت خد بالك ان انت مش انا واخد يعني، شايف انت الرسمه دي اللي هو ليفل، الليفل ادي كده ليفل 1 ليفل 2 اللي هو الثريشولد، وما بينهم اللي هو ايه الكوانتايزيشن ليفل. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الانترفال ديت اللي هي مثلا الحته دي، فاهم يعني؟ انا عملت يعني خدت يعني اه خدت يعني انا خدت بالظبط كده اللي هو ايه الحتتين دول كده، الحته دي كده وقاعد بشرح لك عليها. طب انت عندك ليفلات كتيره بقى صح كده؟ عندك ليفل ادي كده ليفل، ليفل تاني، ليفل تالت، ليفل رابع، ليفل خامس، وهكذا. عندك ليفلات كتير، عددهم قد ايه؟ عددهم ال ال ليفل صح كده. فيبقى اصغر دلتا، اصغر دلتا هي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 في الجي ماكس على كام؟ على ال ال عدد الليفلات صح كده. ممكن تشيل الجي دي وتخليها ام يعني، مش مشكله. الام دي اللي هي اللي هو بدايه السيجنال واخرها، اللي هو اخر السيجنال مثلا هنا كده كان فوق، واخر الناحيه التانيه بقت تحت، مش مشكله. فالفكره يعني ان انت ايه بتاخدها وتقسمها على عدد الليفلات، فانت بتطلع لي اقل دلتا او اقل سبيسنج. تمام. طيب يبقى ده كده ايه، نبقى عارفين ان الدلتا هي عباره عن 2 ام او جي ماكس على كام؟ على ال ال. تمام تمام حلو قوي، ده كده قانون برضو كويس قوي لازم نبقى عارفينه. تعالى بقى نابلاي الايكويشن بتاعتنا يعني كده، يعني كده خلاص كده انت كفهم المفروض ان انت ان احنا خلاص خلصنا. تعالى بقى ايه نشتغل يعني نترجم كل الكلام ده لايكويشنز وبروبابيلتي يعني. دلوقتي بص دلوقتي انت لو انت اخدت ماشين ليرنينج قبل كده، فهتحس ان انا قاعد بشرح لك ماشين ليرنينج دلوقتي، بس هو الموضوع هو يعني هو على فكره هو بيسمع شويه في الماشين ليرنينج، بس مشي الدنيا معايا يعني، فاهم اللي هو ايه يعني؟ ان شاء الله الموضوع هيبقى سهل يعني. بص انت دلوقتي احنا قلنا الايكويشن بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها ان الكيو، قلنا ان الايكويشن بتاعتنا هي عباره عن ان الكيو بتساوي الام ناقص الفي صح كده. اعمل ابلاي للايكويشن دي بحيث ان انت تحولها لي لبروبابيلتي دينستي فانكشن. فهتقول لي والله الكيو دي لما تتحول لبروبابيلتي دينستي فانكشن او اللي هو دينستي فانكشن يعني، هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الكيو. تمام يعني هنفرضها يعني هي كده كده كانت راندوم فاهمني، فانت عاوز تحولها بس لدينستي فانكشن. طب الام برضه هي نفس القصه، كانت راندوم فاريبل سيجنال، فدي لما تتحول هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى ام كابيتال. تمام. الفي ده كان فاليو، فانت هتسيبها فاليو زي ما هي، او ممكن نكتبها بطريقه تانية اللي هي تبقى كده. تمام مش مشكله. تمام يبقى انت كده ايه، يبقى الايكويشن دي اللي هي الايكويشن بعد ما حولتها لدينستي فانكشن. تمام. طيب خلينا نفرض او مش نفرض، انت دلوقتي عارف ان انت عندك ايه، ان انت عندك تو ليفلز كده، ده اللي هما الثريشولد بتاعتك اللي هي الجي والنيجاتيف جي صح كده، وبنفرض ان الكوانتايزيشن ليفل في النص. فاي حاجه يعني انت دلوقتي يعني قول لي كده المين بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ المين هتبقى ايه؟ هتبقى بصفر. ليه؟ لان الحته دي قد الحته دي، الافريج بكام؟ الافريج بصفر، فعشان كده يبقى المين دايما عندك بكام؟ المين عندك بصفر. تمام. طيب ماشي. ايه كمان عاوزين نعرفه؟ عاوزين دلوقتي نبص ليه الايكويشن دي هي مش الكيو ديت، الكيو دي احنا لسه قايلين انها تعتبر ايه؟ الكيو دي لسه قايلين انها تعتبر دينستي فانكشن صح كده، او بروبابيلتي دينستي فانكشن صح كده. طيب ماشي، يعني ايه بروبابيلتي دينستي فانكشن؟ تعالى نحلها بروبابيلتي، تعالى نحلها بروبابيلتي. ليه نحلها بروبابيلتي؟ لان الكيو دي هي اللي بتعبر لك عن الايرور. تمام. يعني ايه بتعبر لي عن الايرور؟ يعني بتعبر لي عن مدى ارتفاعي او انخفاضي عن ايه؟ عن يعني عن الليفل الاساسي بتاعي اللي هو ده الفي اهوت، ودي مثلا يعني المسج مثلا في اي حته هنا كده مثلا المسج، الارتفاع دوت هو ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر الايرور بتاعك صح كده. فانا بقول لك الايرور دوت اللي هي الحته الصغيره ديت كده، دي تعتبر ايه؟ probability density function. فهنروح نحلها بالبروبابيلتي. تمام. ليه؟ لان انت اصلا كنت عاوز تعرف المسافه دي قد ايه. ما انت لو عرفت المسافه دي قد ايه،
هتدي المسافة دي للريسيفر، فالريسيفر لما يجيله السيجنال هيجي عند النقطة دي يروح يرفعها لك بمقدار المسافة، فتاخد الام بتاعتك هنا. فانت كده حليت له المشكلة. يبقى حل المشكلة في ايه؟ في ان انا اعرف المسافة دي قد ايه. حل المشكلة في ان انا اعرف المسافة دي قد ايه. طب انا عشان اعرف المسافة دي قد ايه هعمل ايه؟ قال لك الايكويشن دي مش هتساعدك. ما المسافة دي اللي هي كانت الكيو او الكيو، تمام، سواء كانت كده او كانت كده، هما الاثنين بيعبروا عن نفس الحاجه، بس دي probability density function ودي تعتبر function اللي هي الايرور كوانتايزيشن. فانا دلوقتي الايكويشن دي مش هتساعدني، الاثنين ايكويشن دول مش هيساعدوني في ان انا احل. فهاخد الكيو دي وهسال نفسي سؤال، هي الكيو دي مش انت اللي سائلني انها تعتبر probability density function؟ بصيها اللي بتوع البروبابيلتي يحلوها لك. فاحنا تعالى نحلها دلوقتي بقى ايه بالبروبابيلتي عشان نوصل لحل ليها. فقال لك خلاص اي بروبابيلتي density function هنروح نطبق عليها اللي هي القوانين بتاعت البروبابيلتي، هتعمل لي انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي في الكيو دي كيو، تمام كده، وهتقول لي ان الكلام ده لازم يبقى واحد. هي دي البروبابيلتي دينسي فانكشن. يعني انت لو عندك اف اوف اكس يعني، فبتقول لي ان انت عندك نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي اف اوف اكس دي اكس، الكلام ده بيساوي واحد. ده معنى كلمه بروبابيلتي دينسي فانكشن اللي انا بتحقق لك الانتجريشن دوت. تعال نحل الانتجريشن. عشان احل الانتجريشن ما فيش حاجه اسمها ان انا بعوض من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. ما تقول لي كده الكيو ديت مش انت بتكامل على الكيو، الكيو دي فين الرينج بتاعها؟ ما احنا لسه قايلين الرينج بتاعها من دلتا على الاثنين لحد نيجاتيف دلتا على الاثنين. يبقى شيل لي الحدود دي كده وروح اعوض بالايه؟ بالحدود الثانيه، تمام كده؟ خلاص كده كويس جدا. تعال نكمل حل. انت دلوقتي هل الكيو دي فانكشن في الكيو؟ هل الكيو كابيتال فانكشن في الكيو سمول؟ بص هي هنعتبرها مش فانكشن فيها. مش فانكشن فيها، ليه مش فانكشن فيها؟ لان انت لسه قايل، استنى، لان احنا لسه قايلين اهو الكيو كابيتال بتساوي الراجل ده الام اللي هي المسج ناقص الفي، صح كده؟ فهي مش فانكشن في الايرور. انا عارف انها هي تعتبر هي الايرور، بس هي يعني بص عشان انا عارف ان هيحصل لبس، هتقول لي طب ما الكيو دي هي اصلا الكيو دي، فانت بتكامل، المفروض دي اصلا تبقى كده كيو كابيتال. فلا لا ما دخلهاش في الناحيه دي، فاهم؟ مشيها كده دلوقتي، تمام، عشان هي بجد يعني فيها يعني كده بجد هنقلب ماشين دلوقتي كده، مش كوميونيكيشن خالص. فخلاص سيبك يعني، مشيها كده معايا بس دلوقتي، تمام. فهنحل الانتجريشن دي، والكيو دي ملهاش دعوه بالكيو دي. انا عارف والله ان انا من شويه لسه بقول لك ان الكيو دي حولناها من كيو سمول لكيو كابيتال، فانا عارف والله اللي انت هتقوله لي، بس انا بقول لك اعتبرهم مالهمش دعوه ببعض، تمام. فلما تعتبرهم مالهمش دعوه ببعض ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندك كده كيو كابيتال، تمام كده، وهيبقى عندك ايه؟ وهيبقى عندك الكيو دي كيو دي الانتجريشن بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى كيو بس، صح كده؟ والحدود بتاعتك من نيجاتيف دلتا على الاثنين لحد دلتا على الاثنين، الكلام ده ايكوال كام؟ ايكوال 1. لما تروح تحل الانتجريشن ده هيبقى عندك الكيو، الكيو دي هتقلب لك ايه؟ مثلث على الاثنين ناقص زائد او ناقص ناقص مثلث على الاثنين اللي هي مثلث يعني واحد، الكلام ده بيساوي واحد. تبقى الكيو دي بكام؟ واحد على المثلث او واحد على الدلتا يعني، تمام، انا بقول عليه مثلث. يبقى انت عرفت دلوقتي تحدد لي ان دايما المسافه دي اسمها ايه؟ اسمها واحد على الدلتا، تمام. يبقى المسافه اسمها واحد على الدلتا. طب مين هي الدلتا؟ الدلتا لسه قايلينها ان انت هتحقق لي ان شاء الله باذن الله، يعني تحقق لي ان انت بتجيب لي اقل دلتا، فدي هتبقى عباره عن 2 ام ماكس. ام ماكس على كام؟ على ال والال ده اللي هو مين؟ عدد الليفلز اللي هو عباره عن 2 باور ار، صح كده؟ طيب ماشي خلصنا. لا احنا لسه ما بدأناش، او احنا لسه اهو ماشيين اهو، فلسه لا يعني لسه شويه. تعالى دلوقتي بعد ما وصلت دلوقتي ليه ان الكيو عباره عن واحد على الدلتا، تمام، روح ارسمها لي. طب ارسمها ازاي؟ تقول لي دلوقتي انت بترسم probability density function هي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكيو. حتى انت كنت عامل integration على الكيو، انت كنت بتقول لي كده من negative infinity لحد الانفينيتي اللي هي دلتا على الاثنين وسالب دلتا على الاثنين، كيو دي كيو، الكلام ده equal 1. دي كيو دي انت بترسم عليها، تمام، بترسم ايه؟ بترسم ايه عليها؟ برسم عليها الفانكشن اللي اسمها اف اوف كيو، صح كده؟ او ممكن تكتبها اف اوف كيو كده، او ممكن تكتبها كيو كده. فانا عارف ان هو طب ما هي فانكشن فيها. بص يعني هو بص هي اتقالت كده، فاهم؟ انا بصراحه مش عاوز اخش في تفاصيل فيها خالص بصراحه، لان ده مش علينا، فاهم؟ هو اصلا الموضوع او ده يعتبر تقريبا ده اتقل فيديو يعني، هو تقريبا وقته مش هيبقى كبير، بس ده يعتبر اتقل فيديو كشرح، لان بجد الحاجات فيه تقيله، فاهم؟ فانا مش عاوز اخش في تفاصيل بقى يعني، انا يعني بالعافيه هديك هحاول افهمك اللي عليك، فاهمني؟ فمش هنخش في تفاصيل مش علينا. فاحنا بنرسم الكيوب يعني بالنسبه للفانكشن اللي هي اوف كيو يعني اف اوف كيو، تمام كده. طيب احنا قلنا انها هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره الكيو دي طلعت معانا، او بص مزعلك اهي يا عم، سيب دي كده خالص اهي كيو كابيتال، تمام. فلما اجي ارسمهم هما الاثنين بالنسبه لبعض هيبقى عندك ايه؟ هتلاقي ان الكيو كابيتال دي بتطلع مقدارها كام؟ واحد على الدلتا. واحد على الدلتا في انهي انترفال او في انهي فتره؟ في الفتره اللي هي من سالب دلتا على الاثنين لحد كام؟ لحد الدلتا على الاثنين. يبقى انت مثلا لو فرضت ان دي كده هي دي سالب دي كده اللي هي دلتا على الاثنين، ودي كده اللي هي سالب دلتا على الاثنين، يبقى انا في الفتره دي قيمه السيجنال بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ او قيمه الكيو بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن واحد على الدلتا،
واحد على الدلتا اللي هي النقطة ديت، تمام. يبقى انت في الاخر خرجت الايه، خرجت بيه الريكتانجل الجميل قوي دوت، تمام. لو عاوزين نكتبها في هيئة فانكشن فبنكتب ايه، بنكتب ان الكيو كده هي عبارة اللي هي اف اوف كيو، تمام. هي عبارة عن ايه، هي عبارة عن اللهم صل على سيدنا محمد، عبارة عن واحد على الدلتا في الفترة من سالب دلتا على الاتنين كيو لحد كام، لحد دلتا على الاتنين وصفر اذروايز، تمام. جميل، حلو قوي، يعني يا رب يكون حلو لحد دلوقتي. طب ماشي، انت دلوقتي بتقول لي ان كل ده اصلا عباره عن ايه، عباره عن ايرور، صح كده؟ مش ده ايرور اللي هو فين، اللي هو المسافه دي تعتبر ابروكسيميشن او ايرور، اللي هي المسافه اللي هنا كده ما بين النقطه وما بين الكوانتايزيشن ليفل تعتبر ايرور، صح كده؟ طيب مش اللي يهمك في السيجنال ايه في الاخر، الباور بتاعتها. فانا عاوز اعرف دلوقتي، عاوز احسب باور الايرور علشان اشوف هل هو هيأثر في السيجنال ولا مش هيأثر فيها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، يعني وقف كده دلوقتي كده، خد نفسك وبالراحه كده دلوقتي. احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا دلوقتي عرفنا ان احنا بنعمل ابروكسيميشن، ماشي، بنعمل ابروكسيميشن دلوقتي. الابروكسيميشن ده يعتبر ايرور، ماشي، يعتبر ايرور. انت دلوقتي الايرور دوت عاوز تشوف الباور بتاعته، وتشوف الباور بتاعت السيجنال الاصليه وتقارنهم ببعض علشان تعرف هل الباور بتاعت النويز ديت او الباور بتاعت الايرور ديت، انسى كلمه نويز، الباور بتاعت الايرور ديت هل هي هتاثر في السيجنال ولا مش هتاثر. فيعني فهمت احنا بنجري ورا ايه دلوقتي، ده اللي احنا عاوزين نعمله. طب ماشي، هنعمل الكلام ده ازاي بقى؟ قال لك بص بالراحه كده، واحده واحده. انت كنت لسه بتقول لي دلوقتي ان الايرور بتاعتك اللي هي الكيو ديت او الكيو دي تعتبر ايه، الكيو دي انسى دي، الكيو دي تعتبر ايه، باور إيه؟ تعتبر probability density function، صح، اللي احنا حولناها لايه، حولناها لكيو كابيتال. انت دلوقتي علشان تعرف، علشان تعرف النويز بتاعه الايرور دوت، ده هيترجم لايه، ان انت عاوز تعرف باور النويز، باور النويز اللي هي البي ان، بنكتبها كده بي ان، ده كده باور النويز، تمام، او النويز اللي هو كانها ايرور، تمام. فانت دلوقتي عاوز تعرف باور النويز، وده يعني انت بص واحدة 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 واحدة، انت دلوقتي عاوز ايه، دلوقتي عندك الكيو ده اللي هو الايرور، صح كده، عاوز تعرف الباور بتاعته، صح كده، تمام. ده وهو ده كده بالشكل الطبيعي، الشكل دوت احنا تقريبا مش هنعرف نحسبه، فهنلجأ لمين، هنلجأ للبروبابيليتي. ليه هنلجأ للبروبابيليتي؟ لان احنا متفقين ان ده ممكن نوصلها من ايه، من الناحية دي، تمام. حلو، انت عارف بص هقول لك حاجه كده بسرعه قبل ما نكمل، ممكن تبص للموضوع على انه مثلا ايه، يعني حاجة زي كده مثلا، بص ده كده وده كده وده كده، بص هنا على ان هنا الكيو، وبص هنا على ان هنا الكيو، تمام. وسيبك يعني ده كده كان يعني ده كده اعتبره امبليتيود او اي حاجة، مش مشكلة، هايت كده اي حاجة. انا الكلام اللي بقولك ده مش كلام حقيقي، انا بس بقولك عشان احاول ابسط لك الدنيا. انت هنا دلوقتي البلين دوت كده، ده يعتبر ايه، ده يعتبر ده يعني ده كده يعتبر اللي هو بيسمع في الكيو كده والكيو كده، اللي هي سواء كانت ايه كوانتايزيشن ايرور او probability density function بتاعت ايه، بتاعت الكوانتايزيشن ايرور، تمام. فانا لو هبص له من هنا، من الناحيه دي، من الناحيه هنا كده، تمام، انت بتبص هنا، فانت بتبص له من ناحيه probability، هتبص له من الناحيه دي، يبقى انت بتبص له من ناحيه ايه، من ناحيه اللي هو ايرور وخلاص، فاهم؟ فهو الموضوع واقف في حته انت بتبص له من انهي ناحيه. فانت لو انت اتزنقت من الناحيه دي خلاص ما نبصش هنا، روح بص في الناحيه التانيه، زي فكره الفورير ترانسفورم، زي فكره اللي اسمه ايه ده، التايم دومين والفريكوانسي دومين، ما هما الاثنين حاجه واحده، كنا بنقول هنا كده التايم وهنا كده الفريكوانسي، لو اتزنقت في حته في التايم خلاص ما تبصش من هنا، روح بص من الناحيه التانيه، هي نفس الفكره بالظبط، هي حرفيا نفس الفكره، تمام. فاحنا دلوقتي علشان ايه، علشان نحسب اسمه ايه ده، نحسب الباور نويز ديت، لقينا ان الايكويشن دي مش هتساعدنا في حاجه، مش هتساعدنا في اي حاجه، فروحنا بصينا لها من ناحيه البروبابيليتي، تمام. فالكيو سمول اتقلبت كيو كابيتال، الباور بتاعت النويز بقى تتقلب ايه بقى في البروبابيليتي، تعتبر الفاريانس، يعني يا رب تبقى فاكره، تمام. فالفاريانس دوت كنا بنحسبه ازاي بقى، يعني فاكر، هو فاريانس اللي هي كانت الميو سكوير، يعني تمام، اللي هي كانت اصلا اللي عكسها اللي هو الستاندرد، مش فاكر اسمها الستاندرد فاليو تقريبا حاجه كده، مش فاكر، كان واحده فيهم هي السيجما والتانيه سيجما سكوير، فالسيجما سكوير هي الفارينس دي اللي هي بتعبر لنا عن الباور بتاعت النويز، تمام. طب انا ازاي هحسب، برضو ازاي احسب الفارينس، البروبابيلتي عاديه، الفارينس ده كان بيساوي ايه، كان بيساوي الاكسبكتيشن فاليو، تمام، الاكسبكتيشن فاليو، بس خد بالك انها بتبقى مكتوبه كده، يعني الاكسبكتيشن فاليو بس، يعني خد الفانكشن ربحها وبعد كده هات الاكسبكتيشن فاليو بتاعتها، وبعد كده قول لي ناقص الاكسبكتيشن فاليو بس الكل سكوير، تمام. ده اللي هو الفارينس، كنا بنحسبه ازاي من ايام البروبابيلتي، كنا بنحسب بالطريقه ديت. طب ماشي، مين هو بقى الاكسبكتيشن فاليو، قال لك الاكسبكتيشن فاليو دوت هو ده يعتبر ايه، هنعتبره المين، هو مش المين بس احنا هنعتبره المين،
او مشي المين، هو المين تمام. فدلوقتي لما يبقى الاي اكس ده الاي اكس بصفر، اللي هو المين اللي هو كان بصفر تمام، فيبقى الترم ده بكام؟ الترم ده كده يعتبر صفر سكويرد، صح كده؟ صفر سكويرد، فالترم ده ما بقاش موجود. فيبقى الفارينس بتاعتك هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الباور نويز اللي هي بكام؟ عبارة عن الاكسبكتيشن فاليو بس ايه، وهي متربعة تمام كده. طب ماشي كده، برضو احنا وقفنا عند حتة الاكسبكتيشن فاليو. انت خد بالك ان الاكسبكتيشن فاليو دوت انت لسه بتقولي ان هو المين. طب ده انا اصلا لما اجي احسبه هحسبه ازاي؟ انت بتيجي بتحسبه ان هو من نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي تمام، بتقول لي اكس اف اوف اكس دي اكس، واحدة واحدة. هو دي ده رول في البروبابيلتي، يعني حاجة اصلا احنا واخدينها، يعني كنا خدناها قبل كده تمام. ده كده الاكسبكتيشن فاليو. طب انت عاوز تعمل، انت مش عاوز كده، انت عاوز ده يبقى سكويرد كده، فهتعمل ايه؟ هتحط سكويرد هنا، دي برضو حاجة كنا واخدينها قبل كده تمام. يبقى ده كده اللي انت هتروح تعوض بيه هنا عشان تجيب ايه، تجيب لي الباور نويز. يبقى ده كده اللي هو البي ان، اللي هو يعتبر ايه، يعتبر انتجريشن واحدة واحدة بقى معايا من نيجاتيف دلتا على الاتنين لحد دلتا على الاتنين في الاكس، لا مش اكس بقى، امال ايه، اللي هي الكيو سكويرد الاف اوف اكس اللي هي تعتبر الكيو تمام، اللي هي بعد كده ايه، دي كيو. يبقى انا الصيغه دي لو عاوز اكتبها هكتبها ازاي؟ هكتب كده انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي الاكس دي اللي هي الكيو، ما هي اللي انا كتبها تحت اللي انا بعمله دوت. خلينا بس نكمل، اف اوف كيو اللي هي تعتبر الكيو كابيتال يعني، بعد كده دي كيو تمام. اطلع بس فوق، يبقى الصيغه دي تتكتب ازاي؟ مش هتبقى اي اوف اكس بقى، لا امال هتبقى ايه، هتبقى اي اوف كيو سكويرد كده. دي اللي هي الاكسبكتيشن فاليو، دي اللي هي ايه، الباور نويز. يبقى لما اسالك مين هي الباور نويز هتقول لي على طول الباور نويز هي عباره عن الاكسبكتيشن بتاعه الكيو سكويرد كده بالمنظر ده تمام. طب لو ليها مين هتروح تقول لي ناقص الاي كيو الكل سكويرد تمام. تمام كده، يعني يا رب تبقى مجمع معايا تمام. خد لي الانتجريشن ده روح حله، الانتجريشن اللي هو دوت، ما انت اصلا كل ده عشان تجري ورا الباور صح. انت بتكمل على الكيو صح؟ طيب ماشي. يا رب بص، انت دلوقتي عندك الكيو سكوير دي لما تيجي تعمل لها انتجريشن هيبقى عبارة عن تلت، ودي دي هتبقى كيو كيوبت صح كده، وهتعوض عن الانتجريشن بتاعها اللي هو من نيجاتيف دلتا على الاثنين لحد دلتا على الاثنين. طب هو الكلام ده بيحصل عند اني فانكشن؟ عند الكيو صح. مين هي الكيو دلوقتي؟ هنعملها بلون تاني. الكيو دلوقتي تعتبر بكام؟ لسه جايبينها من شويه، اللي هي تعتبر واحد على الدلتا. ليه واحد على الدلتا؟ لان انت خد بالك ان انا قايل لك دلوقتي انت فرض الفرض بتاعك ده كله، الشغل بتاعك كله قايم على الفانكشن اللي انت لسه جايبها ديت، اللي هي دي اللي احنا كتبناها بالصيغه ديت، متخيل او مجمع معايا؟ فانت اصلا انت شغلك كله على دي، فيعني اعتبرها، اعتبرها بص هو اللي هقوله ده مش صح، بس اعتبرها كانها انستنتينيوس فاليو، يعني يعني حاجه لحظيه يعني، بس هي مش لحظيه ولا حاجه، بس انا بقولك اعتبرها كده. يعني انت شغال كل ده عند انهي حته؟ عند الحته دي اللي هي واحد على كيو، واحد على دلتا قصدي تمام. روح حل كده الكلام دوت، فالكلام ده لما يتحل هيطلع ايه؟ هيطلع واحد على التلاتة كيو باور تلاتة، دي اللي هي تعتبر ايه، تعتبر دلتا اس تلاتة طبعا على التمانية ناقص هتتقلب زائد دلتا على التلاتة او دلتا باور تلاتة قصدي على التمانية، والكلام ده كده كله مضروب فيه واحد على الدلتا تمام. ده طبعا تمن زائد تمن دي كام، اتنين على التمانية اللي هي الربع، فده يعتبر دلتا على التلاتة هنا كده كام، اربعة، واحد على التلاتة، وهنا ايه، واحد على الدلتا. الدلتا دي هتمشي مع التلاتة خليها اتنين. يبقى انت توصل ليه ان الباور بتاعتك او الفارينس، وخد بالك عشان ممكن يقولك كلمة فارينس ديت، يعني ما تقولش ان انا بتفضل، لا الكلام ده موجود في الستايل على فكرة عادي، وموجود بطريقة مش واضحة كمان، فاهم؟ فالموضوع مش سهل يعني. واحد على الاتناشر دلتا، ودي نتيجة تتبروز، ده اللي هو ايه، الباور بتاعت النويز. يبقى الباور بتاعت النويز عبارة عن ايه، عبارة عن واحد على الاتناشر دلتا. حلو. لا هي دي سكوير، بس انا اسف دلتا سكوير، يعني عشان احنا قلنا دي هيمشي مع التلاتة، فالتلاتة تقلب اتنين تمام. يبقى دلتا سكوير على كام، على الاتناشر اهو. يبقى ده كده ايه، دي كده نتيجة مهمة جدا. طب ماشي تعالى نربط الكلام، مش عارف هنربط ايه اكتر من كده، بس تعالى كده واحدة واحدة معايا. احنا دلوقتي كنا عمالين نقول ايه، ان احنا عاوزين عدد المستويات يقل، عدد المستويات قصدي، كنا نقول قصدي ان عاوزين السبيسنج تبقى ايه، عدد السبيسنج تبقى قليلة، فعدد المستويات او عدد الليفلز يعني يبقى كتير قوي صح كده. طب ده بيترجم لايه، او مين هي السبيسنج؟ السبيسنج اللي هي الدلتا. فلما الدلتا دي هتقل ايه اللي هيحصل للباور ديت؟ انت دي ده باور سكوير، فانا بقول لك الدلتا قلت، فيبقى الدلتا سكوير ايه اللي هيحصل لها؟ يبقى الدلتا سكوير
هتقل هي كمان، صح كده؟ فلما الدلتا سكوير هتقل، ايه اللي هيحصل؟ لما الدلتا سكوير هتقل هتلاقي ان الباور بتاعتك هتقل، صح كده؟ الباور بتاعت النويز هي اللي هتقل، تمام؟ فلما الباور بتاعت النويز هتقل، ده بقول لك حتى الباور بتاعت النويز الباور الوحشه هتقل منك، يبقى انت كده ايه اللي هيحصل للاكيورسي بتاعتك؟ هتلاقي ان الاكيورسي بتاعتك بتزيد، فانت كده فعلا حققت. يبقى انت كده بتلف حوالين نفسك ليه؟ عشان اقنعك، مع ان عارف ان انت من اول الفيديو مقتنع من غير ما من غير ما نعمل كل دوت، ان انت والله لو قللنا والله يا شباب لو قللنا الدلتا اللي هو السبيسنج الدنيا هتبقى كويسه، مش شرط نعمل كل ده، احنا مصدقينكم، بس يعني هم عاوزين كده بقى. فانت خلاص انت دلوقتي وصلت خلاص لكونكلوجن، ثبت الثلاث مرات دلوقتي كده ان انت ايه، لو الدلتا قلت او السبيسنج قل فالاكيورسي بتاعتك هتزيد، الاكيورسي بتاعتك هتبقى حلوه قوي، تمام؟ طيب ماشي، تعالى بقى كده. انت ايه فاكر من شويه كنت بقول لك ايه؟ احنا عاوزين نجيب الايرور بتاعت او الباور بتاعت النويز، ونجيب الباور بتاعت السيجنال، ونجيب ريشيو ما بينهم عشان نعرف يعني نعرف الدنيا عامله ازاي. احنا دلوقتي كده خلاص الحمد لله على السلامه، جبنا الباور بتاعت النويز، تمام؟ تعالى بقى نجيب الدنيا الريشيو ما بينهم. قالك في ترم هيكمل معاك يعني حبه حلوين في حياتك اسمه ايه؟ اسمه الان اس الاس ان ار اسمه الاس ان ار اللي هو سيجنال تو نويز ريشيو، تمام؟ اللي هو العلاقه ما بين الباور بتاعت السيجنال والباور بتاعت النويز، الريشيو ما بينهم، الريشيو ما بين الباور بتاعت السيجنال والباور بتاعت النويز. الكلام ده يبقى بنسميه دايما البي على البي ان، تمام؟ البي على البي ان، باور السيجنال على باور النويز. حلو، جميل قوي. بس قبل بقى ما نخش في الكلام ده، تعالى كده ايه، واحده واحده نلم الدنيا، عشان دي انا لو شرحتها لك لوحدها كده يعني الدنيا هتتعك جامد يعني، فاهم؟ فخلينا ايه واحده واحده كده نعمل ريكول لكل اللي احنا قلناه، وان شاء الله نلم الدنيا يعني. يعني بص يعني هلم لك كل حاجه دلوقتي باذن الله، فركز بقى كده معايا. انت دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول دلوقتي ان انت عندك حاجه اسمها الكوانتايزيشن رينج، الكوانتايزيشن رينج. مين هو الكوانتايزيشن رينج دوت؟ فكر فيه كده ويقول لي مين هي الدلتا، الدلتا هي تعتبر ايه، ويقول لي كده مين هو الماكسيموم امبليتيود، تمام؟ وعاوزك كمان تقول لي مين هو النويز فاريانس، استنى كتبت غلط، فاريانس. وعاوزك تقول لي كمان، انا عارف ان دي جديدة، مين هو البوسيبل وورد. وعاوزك كمان تقول لي، او ممكن دي خلاص نسيبها، تمام؟ وقول لي مين هي الاس ان ار. واحدة واحدة بقى كده معايا، تعالى ناخدهم واحدة واحدة. مين هو الكوانتايزيشن رينج؟ الكوانتايزيشن رينج بتاعك بيبدأ من نيجاتيف دلتا على الاتنين لحد كام؟ لحد دلتا على الاتنين. جاوب معايا يعني، المفروض ان انت تبقى فهمت فبتعرف تجاوب. مين هي الدلتا؟ الدلتا دي تعتبر السبيسنج، او بنسميها بنسميها ايه؟ بنسميها كده كوانتايزيشن ستيب، تمام كده؟ مين هو الماكسيمم امبليتيود؟ اكبر امبليتيود ممكن توصل له هو ايه؟ هو الدلتا على الاتنين، صح كده؟ مش هتقدر تعديه، تمام؟ ليه؟ لان احنا كنا فرضين ده كده وده كده وده في النص، فقلنا ده دلتا على الاتنين وده سالب دلتا على الاتنين، صح كده؟ فده اكبر امبليتيود ممكن توصل له اللي هو ايه؟ اللي هو الدلتا على الاتنين. طب ماشي، مين هو النويز فاريانس؟ ده اللي احنا لسه واصلين له من شويه، اللي احنا قلنا يعتبر ايه؟ يعتبر اللي هو السيجما سكويرد، او ممكن نكتبها في ان، او اللي هي كام؟ اللي هي الدلتا سكوير على ال 12، تمام كده؟ اللي هي العلاقه اللي فوق ديت، دي دلتا سكوير على ال 12، تمام. مين هو البوسيبل وورد؟ اللي هو القيمه اللي انت ممكن توصل لها، يقصد بيها يعني بيقول لك الكلمه دي يقصد بيها عدد الليفلات. فال ال دايما كانت بتساوي كام؟ ال ال كانت بتساوي 2 باور ار. مين هي الار؟ اللي هو ايه؟ نمبر اوف بت، تمام. ماشي، مين هو الاس ان ار؟ قال لك الاس ان ار اللي هي سيجنال تو نويز ريشيو، قال لك هي عباره عن الباور بالنسبه لمين؟ النويز بتاعت الباور، تمام. ممكن نعوض، تعالى كده نعوض واحده واحده ونشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي. قال لك الباور دي بنكتبها دايما اس نود، حلو ماشي. مين هي الباور نويز؟ الباور نويز احنا لسه جايبينها، لسه كاتبينها من شويه، دلتا ايه؟ دلتا سكوير على 12، يبقى دلتا سكوير على ال 12، صح كده؟ طيب ماشي، معلش قول لي كده مين هي الدلتا؟ هنا 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 برضو يعني، قول لي كده الدلتا بتساوي مين هي الدلتا؟ او الدلتا القانون بتاعها كنا لسه بنقول ايه؟ كنا بنقول ان القانون بتاعها عباره عن 2 ام ماكس سكوير، لا مش سكوير، 2 ام ماكس على الايه؟ على ال ال، صح كده؟ ده القانون بتاع بتاع الدلتا، مظبوط؟ ده قانون الدلتا، تمام؟ روح عوض هنا، يعني انت خلاص يبقى الاس ان ار هي عباره عن الايه؟ الباور بتاعتك على الباور بتاعت النويز اللي هي دلتا سكوير على 12. واحده واحده، ال 12 دي هتطلع فوق، صح؟ يبقى عندك هنا كده 12، والاس نود هتنزل زي ما هي،
الكلام ده مقسوم على الدلتا سكوير، الدلتا سكوير عوض بيه القانون دوت، فده لما تعوض بيه او اعمله سكوير يعني هيبقى 4 ام سكوير ماكس، تمام كده. الكلام ده كله مقسوم على كام؟ مقسوم على ال ال سكوير، تمام. ده كل ده كده موجود في المقام، تمام. ال ال سكوير موجودة تحت دي، طلعها لي فوق، فدي هتطلع فوق هتبقى هنا ال سكوير، صح. طيب ماشي، خد لي الكلام ده، تعالى نبسطه على قد ما نقدر. على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها التلاتة، حلو. يبقى أنت كده وصلت لإيه؟ وصلت لي تلاتة السنوت، تمام كده. ال ال سكوير دي فاكر مين هو قانون ال ال؟ كنا بنقول كده إن ال ال بتاعتك أهو لسه كاتبينه 2 باور ار، فدي ممكن تتكتب 2 باور 2 ار، صح كده. كل ده مقسوم على كام؟ مقسوم على ال ام سكوير ماكس، حلو. طيب جميل قوي. القانون الاخير دوت، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الاس ان ار. ده يعني بص، ده اهم قانون في المنهج، يعني بدون مبالغه ده اهم قانون في المنهج، تمام. لان اصلا الترم دوت، الترم اللي اسمه اس ان ار ده عند بتاع كوميونيكيشن، يعني اهم من اسمهم، ده بجد حاجه مهمه جدا يعني، تمام. طيب ماشي، لان طبعا هم شغلهم كلهم ايه؟ ان هم عاملين يبعتوا في سيجنال ويستقبلوا في سيجنال، ففي نويز، فانا عاوز اعرف نسبه النويز بالنسبه لنسبه السيجنال، فاللي هو سيجنال تو نويز ريشيو، فعشان كده بقول الترم ده مهم قوي قوي قوي. طب ماشي، خلينا نحل ابسط حاجه في الموضوع دوت. لو انت عندك سينوسويدال ويف، فحاجه مثلا كده الايه نود، او خلينا نسميها ام عادي، الام مثلا، وبنقول مثلا ايه كوزاين مثلا او ساين 2 باي اف تي مثلا، ابسط حاجه يعني، ابسط سيجنال عندك حاجه سينوسويدال، كوزاين او ساين، تمام. بقول لك هات لي كده الباور بتاعت السيجنال ديت، الباور بتاعتها هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى بتاخد الامبليتيود بتربعه، صح كده، وبتقسمه على الاثنين، صح كده. فبس ده اللي هو ايه، ده كده باور السيجنال دي اللي احنا هنسميه اس نود. فخد دوت الاس نود دي، اطلع عوض دي بيها فوق، هتبقى ايه؟ عباره عن 3 مضروبه في اللي هو نص ام ماكس سكويرد في 2 باور 2 ار، كل ده على ام سكوير ماكس. اللي هيحصل هتلاقي ان دوت هيطير مع دوت، وتحول في اخر 3 على الاثنين 2 باور 2 ار. مين هي الار؟ الار دي عدد البتات بتاعتك، عدد البتات بتاعتك، حلو كده. طيب ماشي، قبل ما نخلص او قبل ما نقفل الحته دي، انت دلوقتي لسه ان ار دي اسمها ايه؟ ده الناتج اللي هيطلع لك ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر ريشيو، صح. طيب هتهالي على السكيل بتاع اللوغاريتمك دوت اللي اسمه مش فاكر كان اسمه ايه، كانوا مش فاكر والله كان اسمه ديسيبل تقريبا، حاجه كده مش فاكر. السكيل بتاعتها، السكيل بتاعه كنا بنقول ايه عشان نعمل كونفرت، نكونفرت تو، كان اسمه ديسيبل سكيل، اللي هو بتاع اللوغاريتم دوت، كنا بنقول ايه؟ كنا او كنا كانت التحويله بتاعتها هتقول لي، هتقول لي 10 لوج الاس ان ار وهي ريشيو. فالناتج بتاع دوت هيديك ايه؟ هيديك الاس ان ار بس، وهي ايه؟ وهي دي بي، فاهم يعني؟ يا رب تبقى فاهم، تمام. طيب دوت لما تبسطه هنبسطه بطريقه يعني، سيبك بجد اتبسطت ازاي، ما يعني فاهم، لو فهمت كل اللي فوق كويس جدا الحمد لله، تعالى اسالني انت ازاي القانون ده هيتبسط، تمام. وهو بس هو مش علينا يعني، هو مش علينا، انا ما بحسش فيه بصراحه، بس هو فعلا لو الدنيا، لو انت يعني خلاص الحمد لله خلصت الماده كويس جدا ووافق معاك القانون ده، عاوز تعرف اثباته، تعالى نفكر فيه مع بعض، فاهمني. لكن انا مش هفكر فيه بصراحه، انا ما عنديش نيه افكر فيه. الكلام ده لما يتبسط هيوصل ليه في الاخر؟ هيوصل لواحد وثمانية من عشرة زائد 6 ار. مين هي الار؟ اللي هو النمبر اوف بيتس، تمام. يبقى انا لو بقول لك هات لي الاس ان ار على مقياس على السكيل بتاع اللوجاريتم، تروح تعوض في القانون ده 1.8 زائد 6 ار، تمام. طب هاتها لي كريشيو، يبقى تستخدم انهي قانون؟ تستخدم القانون دوت، فاهم. طب ممكن اقول لك اديك جيفن يخليك تستخدم القانون ده، واقول لك حولها لي بعد كده، او هاتها لي في الاخر دي بي، هتستخدم عادي، اعوض بالقانون ده هيطلع لك في الاخر وهي ريشيو، خدها وهي ريشيو، او لا عمري ما هعمل كده، صعب قوي بصراحه. اصلا طالما اديتك جيفن، طالما اديتك جيفن لدوت، فايه بقى؟ فخلاص انت معاك الار، صح كده. فروح اعوض بالقانون دوت كده على طول، حط الار هنا، فلما تحط الار هنا جبتها لي ايه؟ جبتها لي وهي دي بي، فاهمني. فاعتقد يعني الموضوع ايه، اعتقد يعني الا لو اديتك ال سكوير، لو اديتك ال سكوير لوحدها وقلت لك مثلا ال سكوير بتساوي كذا، تمام. ففي الحاله دي انت لازم تروح تحسب الريشيو دي كده الاول، وبعد ما تحسبها كريشيو تروح تحولها. هتحولها ازاي بقى؟ تحولها لي بالقانون دوت،
فاهمني؟ فانت يعني الخلاصه ايه؟ ان انت ما تحفظش ده وشكرا، لا انت احفظ ده واحفظ ده، تمام؟ عشان انا مش عارف هيبقوا موجودين فيه. انا عارف ان في فورمولا شيت بس مش عارف هيبقوا موجودين فيها ولا لا. تمام. ده كده بالنسبه لي يعني. انت كده يعني كده احنا الحمد لله عندنا الجزء التقيل يعني، فاهمني؟ يعني يا رب. انا بس عايز اعرف احنا كده بقالنا قد ايه؟ ساعه ونص. فيعني يا رب تكون كده الدنيا تمام معاك يعني، باذن الله ان شاء الله يعني. تعالى بقى اخر حاجه خالص بجد يعني، في اسمه ايه ده. او بس خلينا نبص هنا في السلايد بقى شويه. بص ده كده كان اول حاجه بيفكرك ايه، ان انت دلوقتي السامبلنج كنا خلصناه، احنا بقى عاوزين نتكلم على الكوانتايزيشن، تمام؟ فبيقول لك دلوقتي الكوانتايزيشن دي بنعملها ازاي، اللي هو الكلام النظري اللي احنا كنا قعدنا بنقوله في الاول دوت. وبعد كده هنا بيقول لك التقسيمه بتاعتها، الاسامي اهيت الديسيشن ليفلز او الثريشولد، والفي اللي هي تعتبر ريبريزنتيشن او الريكونستراكشن، تمام؟ والكوانتايزر ده بياخد المسج وهي متسمبله او وهي ديسكريت في التايم، يحولها حاجه ديسكريت في الامبليتيود او ديسكريت في التايم والامبليتيود، تمام؟ هي كده كده معموله ديسكريت في التايم من السامبلنج، هو بقى بيخليها ديسكريت في الامبليتيود. وبعد كده بيخش معاك في النويز، دخل في الايكويشن ديت جت منين. انا حاولت اجيبها لك بمثال بسيط قوي، تمام؟ وقال لك ان النويز الرينج بتاعها من سالب دلتا على الاثنين لحد الدلتا على الاثنين، وده كان منطقي جدا جدا، تمام؟ بعد كده بدأ معاك قال لك بص الكوانتايزر ال اف اوف كيو دي تعتبر ايه؟ تعتبر واحد على الدلتا في الفتره دي، وصفر في اي حته تانيه، ورسمتها كده، تمام؟ وقال لك ان البروبابيلتي دينسيتي فانكشن طبعا لازم زي ما احنا عارفين لازم بتساوي واحد، تمام؟ فقال لك ده دلوقتي يعتبر ديستريبيوشن، صح كده؟ فالديستريبيوشن دوت احنا دلوقتي عاوزين نحله، تمام؟ فاحنا لما حليناه اللي هو الايكويشن دي، اللي هو بص هو هرب من حته ان هو يكتب كيو كابيتال، بس هي بتبقى مكتوبه كده اف اوف كيو يعني، او يعني تكتبها بالمنظر ده تكتبها زي. طب ال واحد على الدلتا دي جت فين؟ اللي احنا قعدنا اللي انا ثبتها لك، اللي انا جبتها لك من اللي هو بص الكلام دوت. فين الواحد على الدلتا؟ فين هي؟ اللي هي دي، شايف انت؟ من اول البروبابيلتي دينستي فانكشن، وبعد كده رحت عوضت لك في القانون دوت بتاع الانتجريشن دوت، فحليت لك الانتجريشن وطلعت في الاخر بالكلام دوت دوت. ده مش موجود في السلايد بس هو اتكتب على السبوره، يعني انا بحضر المحاضره يعني في الكليه، ودي كتبت على السبوره يعني الانتجريشن ده اتحل على السبوره، ان هو يوصل في الاخر بالنتيجه دي. فانا صدقني انا مش قايل حاجه زياده، انا حاجات الزياده حرفيا بحاول اهرب منها. فانا اللي قايله هو اتقال بالظبط، اللي اتقال بالظبط في المحاضره، تمام؟ وصل ان دي واحد على الدلتا، راح فك الانتجريشن دوت، تمام؟ فلما الانتجريشن ده اتفك وصل في الاخر للايكويشن دي او العلاقه دي اللي هي الفاريانس يعني، تمام؟ تمام. ممكن برضو نسمي البتاع ده، كان بيسميه الروت مين سكوير، هو كانه الفاريانس، هو كانه النويز بتاعت الايه، النويز بتاعت البتاع ديت بتاعت الباور بتاعت النويز، تمام؟ بعد كده قال لك هعمل لك ريكول بقى لكل حاجه، قال لك بقى الكوانتايزيشن نويز رينج ديت تعتبر من سالب دلتا على الاثنين لحد دلتا على الاثنين. هو انا قصدي هنا فين راحت فين؟ انا قصدي هنا الكوانتايزيشن رينج دي، قصدي اللي هو الايرور بتاعها يعني، الايرور كوانتايزيشن رينج، تمام؟ فده يعتبر ايه؟ او الكوانتايزيشن نويز يعني الرينج بتاعه من سالب دلتا على الاثنين لحد دلتا على الاثنين. وقال لك ان الدلتا دي هي دي تعتبر الكوانتايزيشن ستيب، وقال لك كمان ان الماكسيمم نويز بتاعتك يعتبر عند الدلتا على الاثنين، تمام؟ وقال لك ان الفارينس بتاعتك يعتبر ايه؟ دلتا سكوير على 12. وقال لك البوسيبل وورد بتاعتك هي تعتبر 2 باور ار، حيث ان الار دي هي تعتبر ايه؟ البت اللي انت هتستخدمها عشان تبريزنت الكوانتايزيشن ليفلز، تمام؟ قال لك المسج بتاعتك الامبليتيود بتاعها من سالب ده اللي هو المسج كلها على بعضها من سالب ام ماكس، اللي انا كنت بسميها ماكس يعني، اللي هي سالب ام ماكس لحد ام ماكس. فيبقى الدلتا عباره عن ايه؟ عباره عن 2 ام ماكس على 2 باور ار، اللي انا يعني انا كنت بسمي كنت بحط البي دي ماكس يعني، هو انت عارف البي دي اختصار كلمه بيك، اللي هو الام بيك اللي هو البيك بتاعت السيجنال، انا كنت بكتبها ماكس، فبيك من ماكس مش تفرق، تمام؟ فيبقى انت عندك الاس ان ار، القانون بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى 3 مضروبه في الاس نوت مضروبه في 2 باور 2 ار مقسومة على الام ماكس، الام ماكس سكوير، اللي هو انهي قانون؟ اللي هو القانون دوت، اللي هو القانون ده، هو دوت، تمام؟ هو ده بالظبط اللي هو ايه؟ اللي هو ده، تمام. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك زيادة عدد، احنا ازاي نسينا الموضوع ده؟ انا من مصلحتي، انا فكر فيها كده معايا والله يعني، فكر فيها واحدة واحدة. انا من مصلحتي ال اس ان ار، استنى، انا من مصلحتي ال اس ان ار تبقى رقم كبير ولا تبقى رقم صغير؟ فكر فيها، فكر فيها والله يعني، وقف كده الفيديو وفكر فيها، الاس ان ار تبقى كبيره ولا صغيره؟ احنا بنقول ان ان هي عباره عن الباور بتاعت السيجنال على الباور بتاعت النويز، يبقى الاس ان ار تبقى كبيره ولا صغيره؟ اكيد تبقى كبيره، ما هو معنى ان الرقم ده كبير
معنى ان الاس ان ار دي كبيره، معنى كده ان ده ان البوست ده اكبر، فمعنى ان البي اكبر، يبقى كده باور النويز اكبر من باور السيجنال، من باور السيجنال اكبر من باور من الباور بتاعت النويز. فدي كده حاجه كويسه جدا، يبقى انا دايما عاوز ان الاس ان ار تكبر. طب ازاي اكبر الاس ان ار؟ فلو جينا بصينا هاتها من اي ايكويشن، يا اما تجيبها من الايكويشن البسيطه قوي دي الاس، ما هو برضو ما تقوليش ده رينج تاني، ما هو هي نفس الاس ان ار، انت بس بتبص لها من حته تانيه. فالاس ان ار بتديبند على مين؟ رقم زائد رقم مضروب في الار، فهي بتديبند على مين؟ على الار، اللي هي مين؟ اللي هو عدد البتات. فلما عدد البتات ده يكبر الاس ان ار تكبر، فالاكيورسي او النويز او يعني الافشنسي بتاعت السيجنال هتبقى جامده جدا. فانت دايما بتسعى ان انت تكبر عدد ايه؟ عدد البت، عدد البتات اللي هتستخدمها، فاهمني؟ او عدد ال مش عدد البتات عدد ال او عدد البتات اللي هو الار، يعني الار تكبر يعني، فاهمني؟ اللي هو الكوانتايزيشن ليفلز بتاعتك. وده برضو يرجعك لنفس النتيجة اللي احنا كنا بنحاول نثبتها من بدري قوي، ان لما الليفلات يكتروا دي هتبقى حاجة كويسة جدا، عشان هتعرف ان انت تاخد السيجنال كويسة قوي يعني. تمام. بعد كده انا هفرض لك حاجة بسيطة قوي، بيقول لك لو انت معاك سينوسويدال فالاس بتاعتها هتبقى ايه؟ نص في البيك سكوير. بعد كده روح عوض لي بقى، خد لي الاس نود دي روح حطها هنا، هتلاقي نفسك وصلت ليه؟ هتلاقي نفسك وصلت ليه 3 على 2 2 باور 2 ار. طيب لو انت عاوز تجيبها في السكيل التاني، القانون بتاعها اهوت موجود في السلايد. تمام. واللي انت ممكن تبسطه ليه 1.8 زائد 6 ار. حلو جميل قوي ماشي. وبعد كده الميد رايز والميد ريد ده احنا كنا قلناه خلاص ما فيش فيه مشكله. طيب فاضل لنا بقى موضوع النون يونيفورم. النون يونيفورم انت زي ما انت ما يعني دي يمكن حته انا برضو يعني شلتها لوقتها. فين هي؟ انت شايف كده معانا فين البتاع راحت فين؟ شايف دوت هنا كده؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا دلوقتي ان انت التوزيع ده انواع، انت دلوقتي في يعني ايه العلاقه ما بين المسج، او قلنا في علاقه ما بين المسج والسبيسنج ديت، صح كده؟ فالعلاقه اللي ما بينهم دي قلنا هي علاقه توزيع، او علاقه احتماليه وجود على مسافه، او على مسافه، احتماليه وجود على مسافه او على سبيسنج يعني، او علاقه يعني، ركز كده في الكلمه بالراحه، علاقه احتماليه وجود سيجنال على مسافه. تمام. فدي علاقه ايه؟ علاقه توزيع. علاقه التوزيع دي علاقه ديستريبيوشن. فالديستريبيوشن ده عندك منه انواع كتير قوي، ممكن يبقى عندك نورمال ديستريبيوشن، الاكسبوننشال ديستريبيوشن، اللوغاريتميك ديستريبيوشن، اليونيفورم ديستريبيوشن، النون يونيفورم ديستريبيوشن، عندك الديستريبيوشن ده انواع كتير جدا جدا. تمام. احنا في حلنا ده كله كنا بنفرض ان هو يونيفورم، هو التوزيع منتظم، احتماليه وجود السيجنال هنا هي احتماليتها وجودها هنا، هي احتماليه وجودها هنا، هي احتماليه وجودها هنا، وهكذا. الاحتمالات دي كلها البروبابيليتي دي كلها حاجه واحده، مش يعني التوزيع، او عندي يعني يونيفورم ديستريبيوشن. تمام. قال لك تمام، وفرضنا عليه الحل ده كله. قال لك طب لو التوزيع ده بقى ما كانش يونيفورم، يعني كان ايه؟ يعني كان نون يونيفورم، كان ايه اللي هيحصل؟ علامة استفهام كده، وعلامة تعجب، وعلامة تعجب، وعلامة تعجب، وعلامة استفهام تاني، وعلامة استفهام تاني. ايه اللي هيحصل لو كان التوزيع ده كان نون يونيفورم؟ قال لك بص، قال لك ان احنا دلوقتي عشان نحل الموضوع دوت، او احنا الاول اصلا انت ليه عاوز التوزيع يكون نون يونيفورم؟ وليه اني احسن يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ قال لك بص، الموضوع ماشي بيولوجيك، بيولوجيك جدا والله، بس الفكره بس ان انت محتاج حد يقول الموضوع قدامك الاول، عشان ايه؟ عشان دماغك توصل له بعد كده. فانت دلوقتي لو فكرت في الموضوع واحده واحده، هو اصلا الام بي دي، هات لي مثال عليها، المسج دي ابسط مثال صوتي انا يعني، صوتي انا مثلا. فالصوت دوت انا بتكلم، انا صوتي هادي جدا يعني، اصلا غالبا انت بتسمعني وانت الصوت واطي اصلا، فبس انا بجد انا كده عاوز اقول لك انا كده بتكلم وانا بزعق. فالصوت بطبيعته بيكون ايه؟ بيكون احنا بنتكلم باصوات واطيه يعني، اصواتنا مش قاعدين بنزعق واحنا بنتكلم. فالفريكوانسي مش الفريكوانسي، فاحنا دايما بنتكلم في رينجات واطيه يعني. انت لو جيت كده ترسم مثلا الصوت ده عباره عن في الاول في الاخر شويه صينات وكوزينات متركبه على بعضها، فايه؟ فهنعتبره مثلا حاجه كده. تمام. فا او ايه ماشي، اعتبره مثلا حاجه كده. تمام. فانت دلوقتي انت محتاج عدد ليفلات ايه؟ قليل قوي، او عدد ليفلات قصدي كبير قوي، بحيث ان السبيسنج تبقى قليله، بس فين؟ في الحته دي، صح كده؟ طب الحته اللي بعد كده، هل انت فوق ده كده مثلا محتاج ان انا ليفلات كتيره؟ لا، انت مش هتفرق معاك في حاجه، انت كده مش هتوصل لهنا، فمش هتفرق معاك ايه لو قليت الليفلات اللي بعد كده ايه كبيره قوي، فاهم الفكره؟ طيب فاسمه ايه ده؟ فهنعمل حاجه زي كده ازاي؟ معنى او ايه معنى الكلام ده؟ معنى كده ان انا عاوز عند الحتت الصغيره، عاوز فريك، عاوز ليفلات كتيره، عاوز ليفلات كتيره قوي. ليه؟ علشان اقدر اديتكت السيجنال ونخرج بكل الفوائد اللي قلناها دي. تمام. طب عاوز بقى في الحتت البعيده اعمل ايه؟ عاوز، مش هتفرق معايا، خلي بص، خلي المسافات كبيره قوي كده، حتى لو مش يونيفورم مش هتفرق، كده كده انا مش هوصل لهناك اصلا، فاهم الفكره؟ طيب فعشان كده الاحسن دايما ان احنا نستخدم النون يونيفورم فورم.
طب ماشي، هنستخدمه ازاي بقى؟ هقول لك هنستخدمه ازاي. قال لك النون يونيفورم كوانتايزيشن ده يعتبر عندنا، يعتبر عندنا نون يونيفورم كوانتايزيشن. ده يعتبر عندك مقسوم لحاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ الحاجة الأولانية، أو بنحسبه بطريقتين، نظام أوروبي ونظام أمريكي. النظام الأمريكي بيمشي طبعا حاجة اسمها الميو ولو. هو أكيد مش هيسألك هو أوروبي ولا أمريكي، بس أنا بقولك يعني ده الأوروبي وده الأمريكي، اللي هو حتى اسمه إيه جاي مسلم. ده هبدأ مني دي، الإيه جاي من أمريكا يعني، ما علينا. اللي هو الإيه اسمه الإيه لو، تمام كده. ده اسمه إيه ده؟ ده بتاعه وده بتاعه. استنى بس كده، أتأكد بس من حاجة. فين هي بتتكتب بالإيه؟ الميولو ده اللي هو الأوروبي. دي ايه مش هو، ما علينا. تمام طيب، بص مش عليك تفاصيلها هي بجد، عشان هي بقى هنخش في حتت كتير قوي، بس هو انت عندك ليها قانون يعني، بنحفظ القانون ده وخلاص. لوك 1 زائد الميو مضروبة في المسج، ابسوليوت المسج، على ايه؟ على لوك 1 زائد الميو، تمام كده. تمام، وهنا بنقول ان هنا برضو ال V هو عبارة عن ان انت كل ده انت بتحسب كوانتايزيشن، كوانتايزيشن ليفل، تمام. فكل اللي فات ده كنت بقولك في الميد رايز والكلام ده بنحسب افريج، لكن لا هنا مش افريج، هنا بنحسبه ايه؟ بنحسبه العلاقة اللي قدامك ديت. في الاي لو بنحسبه ان هو ايه؟ هو عبارة عن الايه؟ في، بص هي مش ابسوليوت المسج، هي حاجة اسمها نورمالايز المسج، تمام. هقولك يعني ايه دلوقتي، اديني بس ثانية. 1 زائد لوك الاي، تمام، او ان ال V بتساوي 1 زائد لوك الايه في نورمالايز المسج مقسوم على 1 زائد لوج الايه، لوج الايه، تمام. الاولاني دوت بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه في الفترة لو نورمالايز المسج، كان كده 1 على الايه. والتاني دوت بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه لو عكس بقى الكونديشن، 1 على الايه كان ماله اصغر من نورمالايز المسج بالنسبه للواحد، تمام. يبقى في الكيس دي بنستخدم القانون اللي تحت ده، في الكيس دي بنستخدم القانون اللي تحت ده لو هنشتغل على الايلو. طب لو هنشتغل على الميو لو بنشتغل على طول بالقانون ده. طب ماشي، انا بس عاوز اتكلم معاك في القانون ده شويه بتاع الميو. القانون دوت اللي هو النظام الامريكي، اول حاجه بس القيم بتاعت الميو. القيم هو طبعا هيديك، هيديك قيم للايه او الميو، لو هيقول لك حل بيهم. الميو غالبا لو ما ادالكش قيم بنستخدم 255، الايه بنستخدم 6 7 8، وهنا في نقطه 87 و6 من 10، تمام. يبقى الايه بنستخدم يعني الايه ليها قانون، او مش ليه يعني، دي القوانين بتاعتها. طب الايه ده رقم ثابت، ده كونستانت على فكره. لو هو ما ادالكش قيمه ليه، فانت بتفرض الرقم دوت ده للايه، والميو بتفرض 255، تمام. هو ال 255 دي مكتوبه في السلايد اهي، تمام. دي اللي هي القيمه اللي كلنا متفقين عليها، لكن الايه هي مش مكتوبه في السلايد، بس هي يعني لو سرشت عليها هتلاقي الموضوع دوت يعني، تمام. هي على فكره كانت تقريبا مفتوحه. اه لا ده كونفيجريشن، ماشي سيبك سيبك. المهم يعني ان ايه، ان اسمه ايه ده، ان انا بقول لك ان الميو 255، والايه بتبقى كام؟ بتبقى اللي هي كام؟ اللي هي 87 و6 من 10، تمام. دي اللي هي الايه، لو ادلك اي قيمه تانية فانت بتستخدمها. طيب كل ما القيم بتزيد، الميو والايه كل ما بيزيدوا، ده بيترتب عليه ايه؟ بيترتب ان انا بيبقى عندي نون، او يعني النون يونيفورم، في اللعبه بتاعتي يعني بيزيد، تمام. طيب ايه كمان عاوزك تبقى عارفه؟ هو يعني انا شايف كده كفايه يعني، هو كده 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 انت مش محتاج حاجه تانية. النون يونيفورم بتاعتك بتزيد، فلما النون يونيفورم بتاعتك بتزيد ايه اللي بيحصل؟ فانت بتبقى واخد عدد ليفيلات اكتر عند الفريكوانسيز القليله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الميو بتاعتك لما بتزيد، عدد الليفيلات اللي هتجيلك في الفريكوانسي القليله هنا بيبقى كتير قوي، بعد كده ايه هتلاقي عدد الليفيلات عمال يكبر عمال يكبر عمال يكبر. ده كل ما الميو عماله بتزيد. طب لو الميو دي وصلت للصفر، الميو دي ونفس القصه على الايه برضو، يعني الكلام ده ميو او ايه. طب لو الميو دي بقت بصفر ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي العلاقه بتاعتك بقت ايه؟ بقت علاقه لينير ما بين مين ومين؟ ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت. الانبوت اللي هي المسج بتاعتك، والاوتبوت اللي هو الايه الفي. فلو هما الاثنين وصلوا لصفر تبقى العلاقه لينير. حتى لو حطيتها لك هنا، بص يعني هنا بيقول لك يعني لما كانت الميو بصفر تقريبا العلاقه بقت ايه؟ العلاقه بقت اسمه ايه ده، لما الميو كانت بصفر العلاقه بقت لينير. كل ما الميو بتزيد ايه اللي بيحصل؟ العلاقه تبقى نون لينير. النون لينياراليتي بتاعتها بتزيد، فاهمني؟ ودي تبقى حاجه كويسه ليه؟ لان انت عند الحتت الصغيره الفريكوانسي القليله، تمام، بتقدر ان انت تجيب لي كل الليفلات بتاعتي، فاهمني؟ لكن عند الحتت الكبيره مش هتفرق،
فاهم؟ طيب دي تبقى حاجه كويسه، وهنا نفس القصه برضه، بس هي زي ما بقول لك، هو اللي احنا بنقول على الميو هو هو اللي بيتقال على الايه، بس ده اوروبي وده امريكي، فاهم؟ طيب فهو بيقول لك هنا ال لارجر، هنا بيقول لك عند الايه، عند الكوانتايز هاير فويسز، عند الاصوات العاليه يعني، بيكون عندك الايه، بيكون عندك لارجر كوانتايزيشن ليفلز، عندك ليفلات كتيره، تمام؟ لكن في عندك في الكوانتايز لور فويسز بيكون عندك ايه، سمولر كوانتايزيشن ليفلز، عندك ده اللي احنا كنا بنقوله يعني، تمام؟ بس يعني بيقول لك هنا ان النون يونيفورم دوت ده يعتبر افيشنت اكتر، ليه؟ علشان زي ما بقول لك كده ان ايه، الاصوات بتاعتك تبقى اقل بكتير جدا من الاصوات العاليه، يعني الاصوات الكبيره تبقى اقل بكتير جدا من الاصوات الصغيره، فانت عاوز تجيب ليفلات كتير قوي في الحتت الصغيره، والحتت الكبيره مش فارقه معاك، فاهمني؟ فعشان كده بقول لك ان الموضوع ده بيبقى efficient يعني، فعشان كده دايما شغلنا كله اصلا بيكون على النون يونيفورم، تمام؟ طيب ايه كمان عاوز اقوله لك، بس هنا بيقول لك يعني، خلينا ممكن نجمعها لك تاني كده بسرعه، بيقول لك هنا كده ان لما الميو دي بتكبر، خلينا نكتبها كده من الشمال، لما الميو هتكبر، ونفس الكلام على الايه، لما الايه دي هتكبر ايه اللي هيحصل، بنقول حاجه اسمها الكومبريشن هيزيد، يطلع ايه الكومبريشن ده اللي هو النون يونيفورم، يعني هو دي الكلمه دي هي زي كلمه يونيفورم، فاهمني؟ هو ممكن يقول كده او يقول كده، هما الاثنين حاجه واحده، فبنقول ان ده هيزيد، معنى ان ده هيزيد معنى كده ان ايه، الايرور فور لور فاليو ايه اللي هيحصل له، هيقل ولا هيزيد؟ قول انت، انا مستنيك تقول. المفروض ان هو هيقل، ليه؟ لان خلاص انت دلوقتي كبرت لي الميو، فعند اللور فاليو، عند القيم الصغيره جدا، جبت لي ليفلات كتير قوي، الليفلات الكتير جدا دي خلاص انت تقريبا ما فيش ايرور، فاهم؟ او الايرور بقى صغير قوي، لكن الايرور يعني تخيل كده ان في سهم هنا، بنقول لك كده ان هنا ايرور فور الهاير بقى، او الهاي فاليو ايه اللي هيحصل له، الهاي فاليو، الايرور عند الهاي فاليو، احنا قلنا هي هتبقى مسافات كده كبيره جدا ومش يونيفورم كمان، فايه اللي هيحصل؟ الايرور بتاعها هيبقى كبير، صح؟ ما مسافات كبيره، فالمسافه دي كبرت قوي، فالايرور هيبقى فيه ايرور، انت مش يعني انت بتاخد قيمه كده في النص، بتقرب كل حاجه ليها، تمام؟ بتقرب، عمال تقرب كده كل حاجه ليها، فانت مش يعني فين بقى هي اصلا، طب اصلها كان فين بقى، فاهمني؟ فبس انا اصلا مش هوصل لهنا، فمش هتفرق معايا، فاهمني؟ فالفكره كلها لما الميو هتزيد، الايرور عند الهاي فاليو هيبقى كتير، لكن لما الميو زادت الايرور عند اللور فاليو هيبقى ايه، الايرور ده بيبقى قليل يكاد ينعدم، فاهمني؟ طبعا ايه، لما الميو بتزيد بيحصل كومبريشن عندك للسيجنال، ليه بيحصل كومبريشن؟ لان انت عمال تضغطها، انت عمال تضغط في السيجنال بتاعتك، بتضغطها في الكوانتايزيشن ليفل بتاعتك، تمام؟ تمام، بس هو ده اللي انا كنت عاوزك تبقى عارفه في موضوع الكوانتايزيشن وموضوع البي سي ام وموضوع البي سي ام. بص هو كده البي سي ام ما خلصش، فاكر انا قلت لك انا هحاول اجيبها لك، اجيب البتاع كله في فيديو واحد، احنا كده بقالنا ايه، بقالنا ساعه و40 دقيقه، تمام؟ لو عاوزنا نكمل الانكودينج، هو احنا كده انا خلصت معاك سلايد 7 يعني، كده سلايد 7 كده خلاص، الحمد لله على السلامه، تمام؟ ده كل ده كان في الريسيفر، كل ده قصدي في الترانسميتر، الريسيفر ايه اخباره؟ بص انت احمد ربنا وبوس ايدك وش وضهر ان انت معاكش تفاصيله بجد، لان ده تفاصيله مقرفه بجد بقى، بس كل اللي انا عاوزك تبقى عارفه ان اسمه ايه، اسمه اكسباندر، تمام؟ طب بنعمل ايه فيه؟ بنعمل بقى ايه اللي هو كومبريشن عكس اللي هو اكسبانشن، يعني احنا في الترانسميتر بنعمل اكسبانشن، بنعمل في الترانسميتر عمالين بنضغط في السيجنال، ففي الريسيفر هنقعد بقى ايه، هنقعد اللي هو عكس نضغطها، يعني اللي هو اكسبانشن تقريبا، مش فاكر كان اسمها ايه، تمام؟ فهو جمع الكلمتين مع بعض اسمه اكسباندر، فعشان كده الريسيفر بيبقى اسمه اكسباندر، تمام؟ فاحنا بتعمل بقى عكس ايه، عكس كل العك اللي احنا قلناه ده، اعمل عكسه بقى، فاهمني؟ بس عكسه ازاي بقى، واخرج بقى بالسجن والكلام ده، انت بجد احمد ربنا كده وبص ايدك وش وضهر ان هو مش عليك، تمام؟ ده كده سلايد 7. سلايد 8 بيكمل لك الموضوع دوت عشان نقفل البي سي ام بالظبط 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 لحد السلايد ديت هنا دول، تمام؟ بعد كده اللاين كودينج ده توبكس اصلا ملوش دعوه بكل حاجه، فاهمني؟ يعني فاكر انت الاربعه دول، في بقى يعني ممكن ندخل كده في النص حاجه اسمها اللاين كودينج، فده حاجه عبيطه كده في النص. فالبي سي ام دلوقتي كده فاضل له ايه، فاضل له حته كده ايه، بس حته برضو مش سهله قوي يعني، حته برضو تقيله فيها شغل، فبصراحه يعني بصراحه عشان نبقى قفلنا، انا هاخد نفسي بس وصلت الظهر وهاجي اقوله لك، هقف معاك يعني عند السلايد دي يعني. بص هو دي تقيلة قوي بصراحة، فأنا ممكن أقف معاك هنا، تمام؟ ويبقى احنا كده ايه، ويبقى احنا كده يعني شبه خلصنا يعني،
تمام. واللاين كودينج ده ممكن ابقى اقوله لك يعني، ده بقى في فيديو لوحده، عشان ده اصلا يعني فاهم حاجه بقى اللي هو ازاي بنكتب الاصفار الواحد بنكتبها على انهي اساس، يعني ايه يعني ايه بنكتبها على انهي اساس. يعني مثلا بص كده معايا دوت مثلا، ما كده خلاص كده انت فاكر ان احنا 3 خطوات، السامبلنج بعد كده الكوانتايزيشن بعد كده الانكودينج. اكتب ده بقى في انا هو خلاص عملنا يا جماعه اهو، اسامبلنا وعملنا كوانتايزيشن، نعمل بقى انكودينج ازاي؟ اكتب ده صفر وده هيبقى واحد، طب ده هيبقى واحد زيه، طب ده واحد زيهم، طب ده واحد كمان، طب ده واحد، طب ده واحد، ده صفر. طب هل هتتكتب بالطريقه دي؟ لا لا اكيد لا. ففي طريقه للكتابه، طريقه الكتابه دي بقى هي دي اللاين كودينج، اسمها لاين كودينج، اللي هو هتكتب الاصفار والوحيد دي ازاي. فدي حاجه ملهاش ده يعني فاهم، دي حاجه في الديجيتال عموما يعني، فعشان كده بقول لك ده توبكس لوحده. فزي ما بقول لك كده خد نفس، انا بقى وصلني وكده، وهاجي ايه هاجي اقول لك سلايد 8 ديت. والله انا ممكن اقول لك اللاين كودينج اصلا يعني، ماشي هشوف انا فايه، فشوف انت ايه، شوف يعني هصلي وكده واجي اكمل لك ايه لحد البي سي ام، عشان يبقى كده البي سي ام ده خلص، يبقى البي سي ام ده كده خلاص خلصناه، يبقى احنا خلصنا دوت وخلصنا دوت وخلصنا دوت، يبقى فاضل لنا اللاين كودينج وده سهل، والشويه الحلوين دول. طيب خلينا نكمل. بص بقى بسم الله الرحمن الرحيم، كده احنا ايه هنشرح ايه النهارده، او النهارده ايه بس هنكمل، قصدي هنكمل شرح ايه، هنكمل شرح البي سي ام، هو يعني خلاص احنا هو بنفنشه اهوت، هنكمل شرح فيه البي سي ام دوت، فاضل لنا فيه حته صغيره كده. هي يعني بص هي حاجه سريعه يعني تمام، وتعتبر برضو يعني بص يعني اعتبر اللي احنا هنقوله دلوقتي ده يعتبر نهاية البي سي ام، وفي نفس الوقت هو انترودكشن لللاين كودينج فاهم، يعني بخلص ده وبديك انترودكشن في اللاين تمام. اللاين ده حاجة بسيطة قوي وبجد هي سهلة بس بتلخبط يعني، بس يعني انا مش هقولها في الفيديو ده عشان ما يكبرش قوي وكده بصراحة، يعني كم معلومات دسم قوي فكده كفاية يعني. فهنكمل ايه يعني، هنكمل السلايد 8 ديت لحد فين بالظبط، لحد يا اما هقول السلايد دي يا اما مش هقولها، عشان بجد دي تقيله برضو قوي، فيا اما هنقف هنا، او ممكن اقول لك دي عاوزه منك ايه، السلايد دي عاوزين منها ايه، واسمه ايه ده، ومش هشرحها بتفاصيلها يعني، نخليها دي اللي هنبدا بيها المره الجايه. لكن اللاين كودينج ده بقى خلاص ده هنخليه المره الجايه، عشان ايه يعني يبقى فيديو كده ايه حاجه برضو بسيطه، لان برضو كده يعني ايه كده هيبقى 2:30، الناس اللي بتراكم كده هيبقى عندك 2:30 دوت، وعندك الفيديو ده قول هيخش له في 2 وشويه، فكده وده برضو ما كانش سهل قوي، فكده فيديوهين تقال ورا بعض، فكده كده انا يعني كده انا بضرك يعني. ما علينا، بص بقى خلينا كده ايه نشتغل فيه، سيبك بس من دي كده دلوقتي خليه هنا. بص بقى كده معانا، بص انت دلوقتي عاوزين نعرف حاجة، عاوزين نعرف اصلا يعني ايه كلمة كود. كلمة كود ديت يعني ايه؟ انت كده عارف يعني ايه كلمة كود. كلمة كود دي بعبر بيها عن اي باترن كده قدامي يعني، انا يعني لما اقول كده كلمه كود واديك مثلا اقول لك 1 0 0 1 1 0 1 0 0 كده مثلا، ده بنسميه كود تمام كده. الكود دوت انا عاوز اعرف له حاجه اسمها السيمبل. مين هو السيمبل؟ السيمبل دوت هو يعتبر ايه، يعتبر الحاجه اللي انت بتريبريزنت بيها يعني ايه، يعني مثلا هنا يعتبر الواحد والصفر تمام. طيب ده دلوقتي يعتبر ايه، يعتبر تو ليفلز صح، فالتو ليفلز دي بنسميها بام 2. يعني ايه بام 2؟ كلمه بام يعني ايه، ما تجيبهاش ان هي البلس امبليتيود ميديوليشن، لا مش كده خالص. هي البام دي كلمه بام حاجه من اتنين، يا اما بلس امبليتيود ميديوليشن، وده مش الشائع يعني، يعني كلمه بلس امبليتيود ميديوليشن دي يعني لما نقول كلمه بام مش بنقصد بيها بلس امبليتيود ميديوليشن، لما نقول كلمه بام بنقصد بيها طريقه الكتابه بتاعت الحاجات الديجيتال اللي هي الاكواد، اللي هو الواحد الوحيد والاصفار والكلام دوت. فانا لما اقول بام 2 ده معناه ان انا عندي 2 ليفلز، اللي هو ليفلز في ليفل فيهم اسمه واحد، وليفلز تاني اسمه صفر تمام، اللي هو دوت واحد فيهم اسمه واحد والتاني اسمه صفر. يبقى ده معنى كلمه بام 2 ان انا عندي 2 ليفلز تمام. السيمبل اللي هو انت الليفل يعني السيمبل اللي هو الحاجه الواحده فيهم عامله ايه يعني تمام. طب مثلا بام 4 مثلا نكتبها فين، مثلا كلمه بام 4 يعني ايه كلمه بام 4؟ بام 4 كلمة بام 4 يعني انت عندك 4 ليفلز تمام كده. الاربع ليفلز دول هبريزنتهم ازاي بقى، بقول هنا 2 باور ار، او خلينا بلاش ار خليها ان، 2 باور ان، ان دي انت عندك عاوزها تساوي 4، يبقى ان دي لازم تبقى كام؟ لازم تبقى 2. يعني انت عندك يا اما 0 0 يا اما يا اما 0 1 يا اما 1 0 يا اما 1 0 كده يا اما 1 1 تمام. ده كده اللي هو بيعبر لك عن الصفر، ده بيعبر لك عن الواحد، ده بيعبر لك عن الاثنين، ده بيعبر لك عن الثلاثه، يبقى توتال 4 كام؟ 4 ليفلز تمام كده. فدي كده اسمها ايه؟ اسمها بام 4. بام 4 تمام.
قول لي كده مين هو السيمبل. دول كده ادي كده دوت مع دوت مع دوت مع دوت، الاربعه دول، الاربعه دول اسمهم ايه؟ الاربعه دول هم دول السيمبل، السيمبل بتاع ايه؟ بتاع بام 4. فهمت القصه ماشيه ازاي؟ طب لو انا قلت لك مثلا بقى بام 6 يبقى ده عباره عن ايه؟ هتقول لي بام 6 يبقى كام ان؟ هتقول لي كده ان الان بتاعته بتساوي كام؟ بتساوي 3، اللي هي 2 باور 3 ايكوال 8. وال 8 دي انت في 2 ليفلز انت مش هتاخدهم فيها، فهتبقى 6 يعني في الاخر، فهي دي بام 6. طب لو انا قلت لك بام 8، بام 8 يبقى كام؟ يبقى برضو الانيه بتاعتك ب 3. فاهمني؟ طيب احنا اكبر حاجه طبعا انت عندك الكلام ده كله اصلا بنستخدمه في النتورك. فالنتورك عندك بتقسم حاجتين، اللي هو النتورك اللي هو يا اما مثلا اللي هي بتاعت الايثرنت وكده، الحاجات يعني اللي هو ايه، بص عموما يعني بنستخدم في النت وخلاص. فالنت دوت يوم ما بنبقى محتاجين بقى، عارف انت، حاجات اللي هي الواير اللي هي عابره للقارات، الاوبتيكال، الحاجات دي يعني عارفها، يعني الحاجات دي بتبقى طبعا محتاجه، ما ينفعش يبقى فيها غلطات والكلام دوت. دي يعني يوم ما بنبقى جامدين جدا بنستخدم البام 4. تمام. طب هو اصلا ايه فرق ايه يعني البام دوت بيساعدني في ايه او بيفيدني في ايه؟ بيفيدك والله ان انت مثلا لو انت عندك باتن او عندك كود اسمه 1 1 0 0 1 0 0 1، عندك كود زي ده لو انت عاوز تعمله ببام 2، لو انت عاوز تعمله ببام 2 هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره مثلا لو قلنا ايه مثلا ده كده الصفر وهنا كده الواحد. تمام. ده هيبقى عباره عن 1 1، بعد كده هينزل ايه؟ هينزل للصفر للصفر، بعد كده يقوم طالع للواحد، بعد كده ينزل للصفر، بعد كده عندك صفر تاني، بعد كده واحد. تمام. ده كده الباترن على انه بام 2. طب لو انت عاوز تعمله على انه بام 4، لو انت عاوز تعمله على انه بام 4 هتعمله ازاي؟ هتاخد الاثنين دول مع بعض، والاثنين دول مع بعض، والاثنين دول مع بعض، والاثنين دول مع بعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت محتاج كده اللي هما الليفلات كلها. ادي كده مثلا هيبقى ده كده ليفل 3، ليفل 2، ليفل 1، وليفل 0. تمام. فانت كده لما تيجي تعمل 1 1 ده اللي هو يعتبر 3، ده يعتبر 0، ده يعتبر كام؟ ده يعتبر الاثنين، ده يعتبر الواحد، صح كده؟ فانت لما تيجي تشتغل ده 3 يبقى ده هنا كده. تمام اهو. بعد كده 0 يبقى تنزل قوي كده، بعد كده هتفضل ماشي لحاجه كل ده كده لحد كام؟ لحد الاثنين. الاثنين يبقى تطلع كده ايه؟ لحد الاثنين. تمام. طلعت اثنين، تنزل واحد، يبقى اهو ده كده نزلت واحد. تمام اهو. يبقى انت كده عبرت، يبقى كده 3 0 2 1. تمام. يبقى هو ده دي قصه البام يعني. طيب انا من مصلحتي، بص بقى هي اللخبطه كلها هتبقى هنا، انا من مصلحتي ان انا استخدم بام كبير ولا بام صغير؟ بص من مصلحتك ان انت، هو كده كده مفيش حاجه اكتر من 4 يعني، هو طبعا ثيوريتيكال او على الورق ممكن نوصل لبام 6 وبام 8 والكلام ده كله. تمام قشطه عادي مفيش مشكله، لكن فعليا احنا يوم ما بنقول هنستخدم يا جماعه بام 4 ده احنا كده ايه اللي هو، لا ده كده الموضوع خطير يعني، فاهمني؟ فهو ده الحقيقه يعني، او في الناحيه البراكتيكال يعني. طيب من مصلحتي اصلا ازود عدد البتات، مع لما البتات هتزيد اسمه ايه ده البام هيزيد، فانا كده بستخدم ليفلات اكتر. هي الميزه في ايه؟ الميزه والله في حته ان انت بتبعت عدد كبير من الداتا في نفس الوقت. يعني انا في بام 2 دوت هنا كنت ببعت يعني بص في البلطايه دي لو هنسمي ده كده مثلا، او الديوريشن دي، بعت لي ايه؟ بعت لي داتا واحده بس اللي هي اللي هو القيمه دي او الفاليو ديت، صح؟ لكن انا في نفس الديوريشن اللي هي مثلا من هنا لهنا، تمام، انت بعت لي ايه؟ بعت لي فاهم داتا واحده بس. يعني انا مش عارف اقول لك ازاي يعني، اقصد انت ممكن تاخدها ايه يعني عشان نثبت الديوريشن، خلي الديوريشن هنا برضو. تمام. ده الديوريشن، قول الديوريشن ده مثلا بيساوي 1 سكند. تمام. وهنا برضو ده 1 سكند. تمام كده. انت في ال 1 سكند دي بعت لي 2 داتا، فاهم؟ لكن في 1 سكند هنا انت بعت لي داتا واحده بس. الداتا الواحده اللي انت بعتها لي دي جواها مين؟ جواها الاثنين داتا دول، فاهم؟ انت كده كده في الاخر هتبعت الاثنين دول، انت عاوز تبعت الداتا كلها، فانت كده كده في الاخر هتبعت الداتا كلها، بس الفكره ان انت بتبعتهم في وقت قد ايه، فاهم؟ فاهم القصه؟ فهنا انا بعتهم في حته في نفس اللحظه، لكن ده انا عارف انك كاتبها 1 سكند، بس اقصد يعني ان دي هتتبعت وبعدها دي هتتبعت، فاهم؟ او مثلا تخيلها، مش عارف اقول لك تتخيلها ازاي، تخيل ان دي هي دي مثلا 1 سكند، كل بتايه هتتبعت في 1 سكند، ودي 1 سكند، هنا ده يعتبر او كل سيمبل هيتبعت في 1 سكند. تمام. فده بالنسبه لك، بالنسبه لبام 2 ده يعتبر سيمبل وده يعتبر سيمبل تاني. تمام. لكن في البام 4 ده يعتبر كله على بعضه اللي هو واحد واحد، ده يعتبر سيمبل واحد بس. فتخيلها كده ان انت يعني فاهم، يعني الفكره ان انت لما تزود عدد البام، لما تستخدم البام ده وتستخدم مثلا 4 او 5 او 6 او ايا كان، يعني ده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب ان انت بتبعت داتا كبيره في نفس الوقت. دي الفكره. طب دي حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه؟ دي حاجه مش كويسه.
دي حاجة مش كويسة يعني. بص ركز بس معايا عشان لما دماغك توصل للموضوع دوت يعني ايه، يبقى الموضوع واضح. انت دلوقتي البام ده بيزود لك عدد الليفلات صح كده؟ طب ما عدد الليفلات ده لما يزيد ده معناه ايه؟ ده اللي احنا كنا عمالين بنقوله من شوية، ان انت تقريبا قدرت تاخد. فاكر انت من شوية كنا عمالين نقول ايه؟ ان انت قعدنا نشتغل اثبات كده كبير ان احنا محتاجين الدلتا دي تبقى قليلة. يعني ايه الدلتا قليلة؟ السبيسنج تبقى قليل، والسبيسنج هيبقى قليل لما احنا ايه نزود عدد الليفلات. طب احنا دلوقتي بنقول اهو ان انا لما ازود عدد الليفلات دي حاجة مش كويسة. طب ليه حاجة مش كويسة؟ لان انت مثلا تخيل هنا كده ايه، انت هنا مثلا عند الواحد والصفر، انت لو جات لك نويز، النويز دي هتعرف تطلعها ازاي؟ قول لي كده هتطلعها ازاي؟ بمنتهى البساطه هتفرض ايه، خط هنا كده في النص، ده كده يعتبر كانه افريج ليك يعني او ريفرنس ليك. وفي نويز ريجبت هنا كده، اهي نويز، اهيت اهيت نويز 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 نويز، كل دي نويز مفيش اي مشكله، كل دي نويز نويز نويز، كل دي عادي خالص مفيش اي مشكله تمام. هتعرف تديتكت السيجنال، هتقول لي اه ببساطه اي حاجه فوق الخط الريفرنس ده فهي تعتبر ايه، اي حاجه فوق الخط الريفرنس ده فهي تعتبر هاي. اهي واحد هنا او كل ده نويز اهي، بس سهل قوي ان انا اعرف ان كل ده بصفر، فبقت سهله قوي. طب هنا بقى انت اصلا انت عارف انت محتاج تعمل ايه، انت هنا محتاج تحط لي ريفرنس هنا وتحط لي ريفرنس هنا وتحط لي ريفرنس هنا. فانت اي نويز انت فاهم انت كده بقى اي نويز، اذا بص النويز نزلت هنا كده بقى صعب قوي ان انت تعرف تتخرجها يعني تشيل النويز، فاهم المشكله فين؟ فدلوقتي بقى زياده عدد الليفلات دي مش حاجه كويسه. طب هل يعني ازاي؟ طيب ما احنا لسه من شويه كنا بنقول حاجه كويسه وثبتناها قد كده، كنا قاعدين قد كده بنثبت فيها ورحنا للبروبابيليتي وبتاع عشان نثبت فيها. فبص عشان ما يحصلش لخبطه عندك في الموضوع دوت، بص لديت على انها ليفلات كوانتايزيشن، كوانتايزيشن ليفل، وبص ده على انه لوجيك ليفلز، عارف انت اللي هو ايه، الليفلز بتاعت لوجيك عادي يعني اللي هو واحد وصفر بتاعت لوجيك تمام، لكن دي ليفلات بتاعت كوانتايزيشن. فانت من مصلحتك تخلي ليفلات الكوانتايزيشن عاليه لكن تخلي ليفلات اللوجيك واطيه، فاهم؟ حاول ان بص دي بجد يعني ده اجتهاد شخصي في النقطه دي بصراحه يعني، دي ما اتقالتش بالطريقه دي لا في محاضره ولا في سيكشن ولا في غيره، بس يعني دي فعلا طريقه عشان ايه، عشان دماغك فعلا هتروح للموضوع. بص موضوع النويز ده اتقال فعلا وقال لك ان انت من مصلحتك ان الباب دي ما تزيدش، لانها لو زادت ايه اللي هيحصل في كده، نسبه النويز هتبقى ايه، هتبقى كومبارابل مع الايه، مع الـ مع مع اسمه ايه ده، الباور بتاعت النويز هتبقى كومبارابل مع الباور بتاعت السيجنال. فكده الاس ان ار ايه اللي هيحصل لها، الاس ان ار هتقل، فلما الاس ان ار هتقل ده معناه ان الباور بتاعت النويز كبيره. فده معنى كده ان انا ايه، كل ما بزود البام كل ما الباور نويز بتزيد كل ما الاس ان ار بتقل. طب ما دي حاجه مش كويسه. ومن شويه كنا بنقول ان انا لما ازود الان او ازود الار بقى، عشان كده حتى من فوق هنا كنت بقول لك ايه، سميتها لك ان، ما رضيتش اسميها لك ار، دي سميتها لك ان، ما انا كان ممكن اسميها لك ار، ما على اساس من شويه كنا بنسميها ار، بس عشان احاول افرق لك ما بينهم على اساس ان دي بتاعت كوانتايزيشن ليفل دي بتاعت لوجيك ليفل، فاهم؟ فاسمه ايه ده، فدلوقتي بنقول بقى ان انت لما تزود لي عدد الان دوت ايه اللي هيحصل، هيترتب عليه ان انت دلوقتي عشان تقدر تحدد لي نويز ولا لا، فانت محتاج ما بين كل ليفل وليفل تفرض لي حاجه زي ريفرنس كده تمام. بس لو جت اي نويز، الحاجات قريبه جدا من بعضها، فاهمني، الحاجات قريبه جدا من بعضها، فاي نويز هتزيد بس خلاص انت كده عديت الريفرنس بتاعك، وهي المفروض تبقى فوق كده، الريفرنس هيقول لها تنزل تحت، الدنيا باظت، الدنيا خربت، فاهم؟ فمش من مصلحتك ان انت تزود عدد البام او عدد الليفلات ما تزيدش منك كلوجيك او كطريقه برزنتيشن، فاهمني؟ دي حاجه من مصلحتك انت. وعموما يعني عشان تبقى عارف، احنا شغلنا كله هو الكلام ده كله تفاتيح كلام، يعني الكلام ده كله تفاتيح كلام مش هيترتب عليه حاجات قدام خالص، يعني البام دي مش هنشوفها تاني، مش هتشوفها تاني دلوقتي خالص في الماده دي على الاقل. لكن اللي هيقابلك جامد قوي بعد كده او شغلنا كله عليه على بام 2. مين هو بام 2؟ اللي هي طريقه البرزنتيشن العاديه اللي هي 1 1 0 0 1 0 0 1، دي هنعملها زي ادي كده 1 ادي كده 1، بعد كده عندك صفرين ادي كده صفر ادي كده صفر كمان، اطلع لي 1 انزل لي صفر انزل لي صفر كمان اطلع لي 1 تمام. دي طريقه البرزنتيشن اللي احنا هنشتغل عليها بعد كده. بس احنا بس بنعرفك بنقول لك ان في حاجه اسمها البام، البام دي تخلي بالك منها، ان انت ايه بدل ما هتبعت مثلا، بدل ما هتبعت دول على انهم هنا واحد وهنا واحد، لا انا هبعتهم على انهم ايه، على ان هم بلصايه واحده بس. بس البلصايه الواحده دي طالما هضمهم على بعض او هدمجهم مع بعض، يبقى انا ايه، هعلي الليفل بتاعها، هعلي الليفل بتاعها، والكلام ده اسمه بام. انت عاوز على كام ليفل؟ على 4 ليفل، يبقى اسمه بام 4، فاهمني؟ وعموما الكلام ده فيه كلام واسع جدا جدا جدا، فيه ده كونفيجريشن كامله اصلا انت ممكن توصل لها. دي بام 6 مثلا، البي دي اف ده لو عاوز ممكن ابصمه لك يعني، ده بام 4 يعني، ده كونفيجريشن كامل بجد، ده عاوز اقول لك ده علم لوحده اصلا، فاهم؟ مش حاجه تتاخد على الماشي كده، ما علينا يعني. فموضوع البام ده تبقى واخد بالك منه يعني، واخد بالك انت انهي ليفل اللي انت عاوزه يزيد وانهي ليفل اللي انت عاوزه ايه ما يزيدش منك يعني، تمام كده؟ طيب ماشي، ده كده اول موضوع. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه كودينج. طيب
طيب تعالى بعد كده نتكلم على ايه، قلنا موضوع اللي تعالى نتكلم على الدايره بقى بتاعت البي سي ام. الدايره يعني تعالى نلم البي سي ام ده كده كله كده على بعضه. هي الدايره كلها فين؟ الدايره كلها اهيت، بص كده معايا، هي دي الدايره. احنا كل ده اللي احنا كنا بنقوله هنا ده بام 4 اهوت، وبيقول لك بقى ان ايه، ان الباينري انكودنج دوت اميون تو نويز. تمام، اف وي هاف ا باينري كود ار، ده معناه بيقول لك ان انت لو معاك يعني عدد من البتات اسمه ار يعني، تمام، فده انت بتريبريزنت الكلام دوت يعني على انه 2 باور ار كود يعني. تمام، بيقول لك ان انت عندك حاجه اسمها البام 4 الباينري، بيقول لك ان انت بتبعت سيجنال، السيجنال دي السيكونس بتاعها 1 و0 ودوت كده على بعضه اسمه كود، وايل بقى ان الايه، ان الواحد دوت او الصفر ده، ده اللي احنا بنسميه سيمبل. ده الكلام ده فين؟ في بام 2 اللي هو الباينري كودنج، تمام كده، او الباينري انكودنج. لكن بام 4 بيبقى زي ما انا قلت لك، ويعني فاهم ده بيقول لك اذر يعني، فاهم، في بام 4 وبام 6 يعني اللي هو ايه، عارف إيه اللي هو يعني من باب العلم بالشيء يعني. السيمبل دوت ده الحاجه اللي انت بت يعني اللي هو السيمبل اللي احنا قلناه يعني، والكود اللي هو بيبقى كله على بعضه، والكودنج اللي هو عمليه التحويل بقى. يعني ايه يعني اصلا كلمه كودنج؟ ان انت بتحول الحاجه، بص ابسط تعريف لكلمه انكودنج دي، ان انا عندي حاجه يعني عاوز احولها بس من لوجيك لالكتريكال، فاهمني، او عاوز اربطهم هما الاثنين ببعض، مش كده لا، بص يعني بص هو التعريف اللي قدامك ده، حاول تعرفه زي ما تعرفه بقى عشان ما اربطهمش. تمام، اللي هو بتعرف الموضوع في صورة تانية يعني، ماشي، ما علينا. خلينا ناخد السيركت دي، عشان بص موضوع التعريفات ده بصراحة من أكتر الحاجات اللي بخاف منها، إن أنا أقول لك تعريف تفهمه حاجة تانية، فبعد الشر يعني تغلط بسبب يعني اللي أنا قلته. فعشان كده التعريف اعرفه زي ما هو مكتوب يعني، أنا مش هشرحه لك أو حاجة. بص كده، دي الدايرة بتاعتنا. اللي بيحصل إيه؟ إن أنت بيبقى عندك سيجنال، خد بالك ان احنا شغالين ديجيتال، ما تنساش بس ديت اللي هي دي، يعني شغالين ايه، ديجيتال كارير، ديجيتال داتا، ده اللي احنا شغالينه. تمام، فانت شغال ديجيتال كارير، ديجيتال داتا دلوقتي. فبيقول لك الايه، في كونتينوس سيجنال جايه لك، يعني حاجه انالوج. هتقول لي ايه بقى، ايه الكلام ده، مش احنا لسه بنقول داتا الانالوج، الداتا هتبقى انالوج. هنقول لك بص دوت طريقه البرزنتيشن ديت، ان انا ابرزنت الكوميونيكيشن سيستم بالشكل دوت، دوت مش مظبوط قوي. بسبب ايه؟ بسبب فعلا البي سي ام، يعني البي سي ام فعلا هي مش مظبوطه في الايه، في التقسيمه اللي قدامك دي، ولكن احنا حاولنا نقسمها، فدي كانت احسن تقسيمه ايه وصلنا لها. مش ايه، مش احنا، انا ماليش دعوه بيهم يعني، قصدي يعني الدكتور يعني او ايا كان هو جاب البتاع دي منين، فاهمني، بس انا بقولك يعني ده اللي اتقال لنا يعني، فاهمني، او ده اللي الدكتور قاله، ان ديت هي مكتوبه ديجيتال داتا ديجيتال كارير، هي هنمشيها ديجيتال داتا، هنمشيها قصدي ديجيتال داتا لكن طبعا انت لو فكرت في الحقيقه مفيش حاجه اسمها ديجيتال داتا اصلا، انت عندك كل حاجه، ربنا خلق كل حاجه انالوج، فاهمني، فكده خلاص كنسل ده وكنسل ده، فاهمني، لكن احنا بنمشيها كده، فاهمني، عشان يعني ما تستغربش ان احنا بنقول ديجيتال كارير ديجيتال داتا وهنا مكتوب انالوج، لا احنا عارفين واخدين بالنا والله. تمام، اول حاجه بنعديها على لو باس فلتر عشان الانتي اليزنج. ليه؟ عشان زي ما قلت لك انت السيجنال مثلا هتبقى كده، بيبقى عندك هنا هاير فريكوانسي، فبتبقى ايه اللي هي الباند بتاعتها بتبقى انليميتد، مش ملهاش نهايه، فانت لازم تحط لو باس فلتر عشان ايه، عشان تخلي الباند، عشان تليميتد او عشان تليميت الايه، تليميت الباند. ادي كده دي اول حاجه. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3، الثلاثه دول على بعضهم اسمهم اي دي سي اللي هو انالوج تو ديجيتال كونفرتر، دول على بعضهم بيعملوا لك ايه، بيعملوا لك اللي انت عاوزه. بص يا معلم، السامبلر دوت بيخلي بيعمل لك ديسكريت ان تايم، الكوانتايزيشن بيعمل لك ديسكريت ان امبليتيود، الانكود دوت او الانكودر ده اللي هو هيبدا يحولها لك بقى لايه، او يعني مشيها ان هو بص مشيها، هي مش هي بالظبط بس بالك مشيها ان هو بيبرزنتها على انها صفر وواحد، تمام كده. طيب بعد كده هيخرج لك بي سي ام، هي اللي هتبدا تمشي لك في الجو، هيركب عليها نويز، هيركب عليها نويز من التشانل. دايما بنبص للتشانل دي على انها شريره، تمام، دايما بنبص على انها كده، ان التشانل دي حاجه مش كويسه، فالسيجنال بتاعتك هتبدا تموت، فانت بتبقى محتاج حاجه اسمها محتاج حاجه اسمها ريجنريتيف ريبيتر، ده انت بتبقى محتاجه، تمام، بتبقى محتاجه في التشانل بتاعتك عشان يعني اعتبره تقويه، فاهم، زي الاكسس بوينت بوينتر اللي او الاكسس بوينت اللي موجود عندنا في البيوت، تمام، لو زي يعني عندك راوتر اساسي ومثلا لو الشقه كبيره او حاجه، بيبقى محتاج زي ريبيتر كده او اكسس بوينت موجود في حته تانية، بحيث ان هو بيقوي بيقوي الشبكه يعني بتاعت الريبيتر بتاعت الراوتر، ما علينا. تمام، فبنبقى محتاج دوت نحطه في التشانل. في الار اكس بنبداه بحاجه اسمها ريجنريتيف سيركت، هل دوت زي ده؟ بص مشيها ان هو زيه، والله الدكتور قال كده بالظبط، مشيها انها زيه، هو مش زيه بس مش هنعتبرها زيه، بنعمل نفس الوظيفه، الوظيفه هقولها لك. تمام، بعد كده بتبدا دايره الار اكس بقى ان انت تعكس كل الكلام دوت، التلات دول على بعضهم اللي هو الاي دي سي محتاج ان انت تعكسهم، هتعكسهم ازاي؟ هتقول لي الانكودر ده بنعمل عكسه اللي هو الديكودر، عندك السامبلر مع الكوانتايزيشن، بنشيلهم في حاجه اسمها ريكونستراكشن فلتر، بعد كده بتبدا ايه تاخد الرساله بتاعتك.
تمام. دي رحله السيجنال. طب مش تعالى ناخدها واحده واحده بقى. السامبلر احنا عرفناه، والكوانتايزيشن عرفناه، الانكودر ده يعني، ده يعني احنا خلاص يعني همشي معاك ان احنا خلصناه، فاضل لك بس اللي هو ازاي ببريزنت الحاجه دي اللي هي اللاين كودنج. ده اللي انا قلت لك ايه هقول لك في فيديو لوحده، هو سهل بس هقول لك في فيديو لوحده عشان ايه يعني كده كم معلومات كتير قوي. تمام. طيب تعالى بقى نتكلم شويه عن ايه، عن الريبيتر دوت. الريبيتر ده او الريجنريتيف، قال لك الريجنريتيف دي عباره عن ايه. هقول لك دي عباره عن ايه. بص انت دلوقتي عندك في سيجنال ماشيه، في سيجنال هنا كده خرجت، تمام. يعني خد لي كده سيجنال كونتينوس كده، تمام. اهي هتمشي، هتخش على لو باس فلتر هيليمت الباند بتاعتها، هيخش على سامبل هتتسامبل، بعد كده كوانتايزيشن هيقربها، بعد كده انكودر، انكودر خلاص بقت معايا دلوقتي وهي خارجه بي سي ام. البي سي ام ده هتموت، يعني البي سي ام دي اعتبرها مثلا حاجه كده، تمام، حاجه بالمنظر دوت، تمام. صفر مثلا، تاني واحد 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 صفر، اعتبرها حاجه بالمنظر ده، تمام. طيب دلوقتي هي هتخش هيركب عليها نويز، فالنويز اللي هتركب عليه عارف هيخلي شكلها عامل ازاي؟ النويز يعني ترجم كلمة نويز دي شكلها بالظبط، بالظبط هيبقى عامل حاجة زي حاجة زي كده، بالظبط هيبقى حاجة شبه يعني فاهم اللي هو حاجة مش عارفها. الدكتور رسمها بالظبط، بالظبط زي ايه؟ هي دي الرسمة اللي انا كنت هاخدها، شايف اللون الاسود دوت؟ يعني هو طبعا احمر واسود، بص على الاسود دوت، تمام. السيجنال الاصلية هي دي كده، دي السيجنال الاصلية اهيت، ده من محاضرة الاسبوع اللي فات، دي كده السيجنال الاصليه، حلو كده. بعد ما ركب عليها نويز من التشانل بقت حاجه بيه المنظر ده، بقت حاجه بيه المنظر ده، بقت حاجه كده، تمام. هي فعلا بتبقى حاجه كده فعلا. طب هل انا اقدر احدد فين الصفر من الواحد؟ لا ما اقدرش، لان انت بص انت عندك في هنا طالعه او المفروض تبقى صفر، فانت مش هتقدر. فانت محتاج اول حاجه تعملها، ده بقى دلوقتي احنا بنشرح ايه، بنشرح دلوقتي موضوع الريبيتر، تمام. فالريبيتر دوت بيقول لك اول حاجه فيه او شكل السيركت بتاعته عامله ازاي، هي دي شكل السيركت بتاعته. تعالى نمسكها واحده واحده عشان نفهمها. بص بقى كده معايا، دي شكل السيركت، عاوزينها ايه هنا كده بقى في الجنب. بص كده اول حاجه هيخش عليها دي كده الايه، السيجنال البي سي ام اللي ماتت، تمام. هيخش على اول حاجه اسمها امبليفاير ايكوالايزر، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ايكوالايزر؟ هتقول لي واحد على سينك، الكلام ده مش صح. ليه الكلام ده مش صح؟ الايكوالايزر ده برضو ده علم، ده باب كبير جدا، تمام. يعني احنا بس خدنا حاجه فيه، بنقول ان من ضمن انواع الايكوالايزر حاجه اسمها واحد على السينك، تمام. ده بنسميه ايكوالايزر. هل ده الايكوالايزر الوحيد في دي؟ لا، في حاجات في ايكوالايزر ده حاجات كتير جدا، تمام. دي ديجيتال سيركت بنسميها امبليفاير ايكوالايزر، بيعمل لنا ايه بقى وظيفتها ايه الامبليفاير ايكوالايزر دي؟ هتمد لك الاسود، يعني الاسود دوت شفت انت الاسود ده هتكبره لك. يعني ايه هتكبره لك؟ يعني ده يعني دي كده المفروض تبقى طالعه، لا هي هتطلعها لك اكتر، تمام. طب دي المفروض تنزل، لا هي هتنزلها لك اكتر، او فاهم هتخليها لك واضحه، يعني دي تطلع هتطلعها لك كده شويه كمان. فاهي بص يعني انت اكيد واخد بالك، بص كده معايا، استنى بص كده معايا على ايه، على اللي تحتها دي، بص كده واخد بالك من ايه، من الفرق ما بين دي ودي اهي، واخد بالك ما بين الفرق ما بين الخضراء والسوداء. هي الامبليفاير ايكوالايزر كل اللي عمله بيمطها اكتر، يعني بص كأن هنا تخيل كده ان هو ده كده الريفرنس البنفسجي، ده هو ده كده الريفرنس بتاعك، تمام. وهنا برضو نفس القصه اهو، ده اللي هو كأنه الاكسس يعني، تمام. الايكوالايزر عمل ايه؟ كل اللي هو عمله ان هو مطها لك. يعني ايه مطها لك؟ يعني دي بص هنا المسافه هنا كانت قد ايه، بص هنا كبرها ازاي فبقيت ملحوظه، هنا دي كده مثلا سواها، هنا اتساوت اهي، دي بص هنا المسافه صغيره ازاي، هو بس مطها او كبرها يعني، فاهمني؟ بس ان انت تقدر تلمحها. دي كانت طالعه هنا المفروض تبقى صفر، لا الايكوالايزر قال لها لا انزلي، حاول يخليها كلها في سوا واحد، اهي بقت كلها في سوا واحد تقريبا. دي بص هنا المسافه قد ايه، هنا الايكوالايزر بيقوم مكبرها اكتر، فاهم؟ دي وظيفه الايكوالايزر، دي وظيفته، تمام. ده كده الايكوالايزر. بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده بندخلها على حاجه اسمها ايه، خلاص انت إيه؟ انا دلوقتي عرفت، انا دلوقتي كده عرفت ايه يعني، خلاص انا عرفت دلوقتي ان دي كده بقت هي اللي فوق ودي هي اللي تحت. انا محتاج دلوقتي يعني خد بالك ان دي سيركت، هي مش فاهمه حاجه، انت لازم انت بتبرمجها عشان هي تفهم. فانت دلوقتي محتاج تقول له بقى انا عاوزك تترجم لي دي، الحته دي على انها واحد، والحته دي على انها صفر، ودي على انها واحد، ودي مثلا كلها على انها صفرين، ودي على انها واحد. فانت محتاج تقول له تاخد ديسيشن عند حته معينه، يعني الحته المعينه دي من يعني هي دي اللي انت تقدر تتحكم فيها. فهتقول لي ايه؟ هتقول لي سهله، انا ممكن اخد الديسيشن ده فين؟ عند مثلا لحظه الفولينج، عند لحظه الرايزنج قصدي، عند لحظه بلاش دوت، عند لحظه ال هات لون كويس مثلا الاخضر ده، عند لحظه الرايزنج مثلا، او عند لحظه الفولينج، عند لحظه الرايزنج اقول له مثلا اخد الديسيشن بتاعي عند لحظه الرايزنج. اقول لك ماشي ده كلام كويس جدا، بس انت السيجنال اللي معاك دلوقتي اهي هي الخضره دي اللي هي على شكل موجه ديت، ففين لحظه الرايزنج؟ هنا مثلا. انت ايش ادراك انها هنا؟ طب هنا فين؟ ايه هنا كده فين لحظه الرايزنج؟ هتبقى هنا. طب ليه ما تبقاش هنا؟ طب ليه ما تبقاش هنا؟ فاهم؟ فالموضوع مش ماشي صح. طب ماشي خلينا نفصل، مع انت يا عم واحد جامد عرفت تظبط لحظه الرايزنج، هتظبطها لحد فين؟
يعني دي كده لحد فين؟ لحد هنا ولا لحد هنا ولا لحد هنا ولا لحد فين بالظبط؟ فقال لك احسن حاجه، احسن حاجه او الحاجه اللي احنا متفقين عليها، ان انت ايه، ان انت بتاخد الديسيشن بتاعك في النص بالظبط. يعني انا ببقى عارف ان البلس بتاعتي الديوريشن بتاعها مثلا تي مثلا تي كده وخلاص، باخد عندي تي على الاثنين، تي على الاثنين باخد الديسيشن بتاعي. فعشان كده انت لو شلت كل الاسهم الصفراء اللي احنا حطيناها ديت، هتلاقي بيجي عند لحظه الانصاص، عند لحظه الانصاص ويعمل ايه، وتلاقيه بيقول لك اهو ده كده اهو لحظه النص دي كده معناها ايه، معناها ان انت حواليها اهو. بص الدكتور عامل ايه اهو، السهم ده الدكتور اللي عامله الخط دوت، ويقول لك هنا واحد، ده معناه ايه، معناه ان انت ديت كده هتيجي هنا كده، ده نص البلس وده نص الايه، نص البلس بس. يبقى ده كده ايه، ده معروف كده ان ده بقى واحد. اجي هنا مثلا، اجي هنا هو المفروض ده فاهم، هو كان بيكتب بسرعه، يعني انت لو عارف الدكتور هو بيكتب بسرعه قوي. دي المفروض تبقى مظبوطه، ان هنا ايه يعمل لك خط هنا كده تمام، عشان تعرف ان ده بصفر، ويبقى ايه ده كده عند الصفر تمام. مش عارف هو ليه عمله هنا كده، بس لا هو يعني ممكن يكون صورنا قبل ما يظبطها. المهم يعني ان ايه، ان ده دي كده خلاص عرفت كده ان ده كده، يبقى ده كده صفر اهو. هنا كده ده النص وده نص البلصاية، دي كده دي كده خلاص، دي كده بتاية كاملة. هنا نفس القصة اهو، ده كده النص وده كده النص التاني، ده كده النص وده كده النص تمام. طبعا ايه بيربطوا بقى كلهم ببعض تمام. هنا كده اهي، تعالى عند نصها، نصها فين، نصها هنا تمام اهو. يبقى تاخد الخط ده هنا كده وخلاص، يبقى ده كده نصها، نص التي اللي هي تي على الاثنين يعني، وهنا برضو ايه تي على الاثنين عند لحظه النص بالظبط، ولا فولينج ولا رايزنج، لا عند النص تمام. وتقوم ايه دي كده ودي كده تمام اهو، ده صفر اهو، اهو بقى شوف ظبطها هنا اهي، دي اهي في النص بالظبط كده اهو. يبقى ده كده اللي هو تي على الاثنين، وده تي على الاثنين تمام. تمام هنا برضو لحظه النص كده اهي، دي لحظه النص، يبقى ده كده اللي هو تي على الاثنين، وده كده اللي هو ايه تي على الاثنين، حيث ان تي ده هو الديوريشن بتاع البلصايه الكامله. ده مثلا لحظه ده الواحد كلها فين، نصها، نصها مثلا اهو، ده اللي هو الواحد. يبقى اهو، يبقى هنا كده ده كده تي على تي على الاثنين، وده كده ايه تي على الاثنين تمام اهو. تقوم عامل ده كده اهو، يبقى دي كده البلصايه. فهمت الفكره؟ تقوم ايه في الاخر تقوم ايه واخد الموضوع دوت، تقوم واخد السيجنال بتاعتك يعني تمام. طيب مش مين بقى اللي بياخد القرار وبينفذ؟ يعني خلاص انت عرفت دلوقتي ان الايكوالايزر بيكبرها لك بس، او بيمدها كده شويه، بيمطها شويه. اللي بياخد القرار وكده حاجه اسمها الديسيشن ميكنج ديفايس والتايمنج سيركت، يعني هما الاثنين مع بعض. بص هو قال لك ايه، وهو بيشرح قال لك البلوك كله على بعضه بيعمل كل ده في نفس الوقت، فاهمني؟ زي برضو فكره اني بلوك، بالبلوك بتاع الاي دي سي، هو في اني حته بالظبط انا هبريزنت الموضوع دوت لصفار وحيد، هل في الكوانتايزر ولا في الانكو، بص فيها كلها مع بعضها، هو البلوك كله على بعضه اسمه اي دي سي. ما ينفعش تجزأه، ما ينفعش تقول لي انا، ما ينفعش تقول لي في الحته الفلانيه هعمل الحته الفلانيه، لا ده مش صح. احنا ممكن نقول كده عشان نحاول نوصل المعلومه، لكن هو بلوك على بعضه، هو بيتاخد بلوك على بعضه، فاهمني؟ البلوك على بعضه، البلوك الفلاني بيعمل الوظيفه الفلانيه. طب اني حته بتعمل ايه؟ هو كله بيشتغل مع بعض، فاهمني؟ هو كله كده بيشتغل مع بعض تمام. عشان كده حتى بتلاقي في سلكه واخده هنا وسلكه جايه من هنا، فاللي هو ليه؟ عشان هو كله بيشتغل مع بعض، فاهمني؟ بس ففي الاخر بتاخد ايه، بتاخد السيجنال بتاعك زي ما انت عاوزها، فاهمني؟ طيب هو كده احنا خلاص خلصنا الحته ديت تمام، الايكولايزر والكلوك والكلام ده كله. فاضل لي بس اقول لك يعني ايه كلمه ماستر سورس، ودي هنسيبها للمره الجايه. هي دي برده حاجه اسمه ايه ده، يعني ليها دعوه بالكلوك، ان انت الكلوك ده هيجي من فين والكلام ده يعني، بس هنسيبها للمره الجايه. و يعني والسلايد دي كمان هنسيبها برده للمره الجايه، عشان دي بقى فيها برده ايه، هي الفكره كلها في السلايد دي، ان هو بيقول لك ان انت لما تيجي تبعت سينك، بنبعت لما تيجي تبعت قصدي داتا او الكلوك بتاعك، الكلوك بتاعك مش بنبعت الكلوك على انه مش بنبعت الكلوك على انه اسمه ايه ده، يعني انت طبعا عارف ان الكلوك، يعني لو قلت لك يعني ايه كلوك، قلت لك ارسم لي كلوك، هترسمه لي كده صح، شويه ايه، شويه ريكتانجولر كده. في الحقيقه احنا مش بنبعته كده، امال احنا بنبعته شويه سينكات. اشمعنى بنبعته سينكات؟ هل انت السينك بنبعته على المنظر ده فعلا؟ طب احنا ليه بنبعته على المنظر دوت؟ بص الموضوع ليه دعوه بالباندويتس تمام، اللي هو المينيمم باندويتس او اقل باندويتس انت محتاجه في التشانل علشان تقدر تريستور السيجنال بتاعتك. يعني ايه الكلام ده؟ واحده واحده، هو مش هقول لك اثباتها بصراحه، هو اتقال بس انا مش هقوله لك، ممكن اقولها لك المره الجايه فاهم، بس انا هقول لك بس غرض القصه. القصه كلها ان انت الباند ويث بتاعك بيبقى عباره عن ايه، الباند ويث بتاعك في الريكتانجولر، لو انت هتبعت لي قصدي لو انت هتبعت لي الكلوك على انه كده، الباند ويث بتاعك في الاخر هيبقى حاجه اسمها الار بي. مين هي الار بي؟ اللي هو عدد، اللي هو الريت اوف بت يعني، او البيت ريت. البيت ريت تمام كده، ده البيت ريت بتاعك ده هيبقى ايه، هيبقى هو دوت البتاع دوت، ده يبقى هو ده الباندويث بتاعك تمام. طب انا بقى لو بعت سينكات
لو بعت الموضوع على انه سنكات، انت بالنسبه لك السنكات داخله ببعضها، ولكن سبحان الله العظيم من غير ما نخش في تفاصيل، هو ربنا خلق السنك مش بتخش على بعضها. يعني ايه السنك مش بتخش على بعضها؟ يعني السنك الاولانيه اهي كده مثلا، انت رسمت كده تمام كده، شفت انت لحظه قبلتها لما هي قبلت صفر هنا، لحظه لما هي قبلت صفر هيطلع، يبقى ده البيك بتاع سنك تانيه. السنك التانيه دي عمرها ما تخش على اي سنك تانيه، ليه بقى؟ لان لحظه الصفر بتكون بيك واحده، فاهمني؟ وهكذا. فهم هتلاقيهم كلهم بيتقابلوا عند الاصفار، مفيش واحده بتخش عند تانية. بص دي هتنزل كده اهي، اللحظه ان دي نزلت فيها كانت دي طلعت فيها برضو اتقابلت عند الصفر، كانت نفس النقطه دي اللي هي بيك بتاعت واحده تالتة، فاهمني؟ وهكذا. فالسنكات مش بتخش على بعضها خالص. فالموضوع دوت لما نمشي بقى الاثبات بتاعها، ان انت تجيبها مش عارف تحولها تعمل لها اسمه ايه ده فورير، على فكره هي سهله يعني، احنا ممكن اصلا نقولها دلوقتي. ممكن تقول لي ان دوت اصلا هو عباره عن ايه؟ دي في التايم دومين. انت طبعا انت لو بصيت فين البتاع دوت، انت طبعا لما اقول لك ارسم لي الكلوك بترسمه كده في التايم، صح؟ حتى بنقول ده اللي هو البلس ديوريشن، تمام؟ ان هو حتى المفروض على انه تي، تمام؟ فانا بقول لك لا، انا هبعته مش هبعته مربعات كده، انا هبعته سينكات. فالسينكات دي في التايم، فدي لما اجي اقول لك عبر لي عن الشكل ده، فانت هتقول لي هعبر عنه ازاي؟ هتقول لي سينك التي، سينك التي، تمام؟ هتقول لي مقسومه على بعد كده على ايه؟ على التي بي، صح كده؟ طيب ماشي، التي بي اللي هو الديوريشن بتاعها يعني، التي بي، تمام. هتهالي في الدومين الثاني، فلما اجيبها في الدومين الثاني هتبقى عامله ازاي؟ ليه؟ او انا عرفت منين ان هو تي بي؟ اهو ابسط حاجه، مش دي تي بي الرقم ده؟ فاكر لو قلت لك عشان ارسم سينك، طالما قلت النقطه دي تي بي، يبقى دي عباره عن ايه؟ خد لي انت ده التي اهو، ده التي اللي هو عشان تعرفك ان انت تايم دومين، خد لي الرقم اللي جنب التي ده شقلبه هيطلع لك الرقم دوت، فده تي بي اهو. انت عاوزه ترسمه فعلا على ان هو ده كده البلصايه بتاعتك، او هو ده الرينج بتاعك، او الانترفال بتاعتك، تمام؟ ففي الحاله دي ايه؟ يبقى خلاص، يبقى التي بي دي شقلبها، يبقى واحد على التي بي، فاهم ايه اللي هي مكتوبه كده؟ واحد على يبقى سينك التي على التي بي، تمام؟ يبقى ده كده اللي جواها، تمام كده؟ تمام. روح هتالي في الدومين التاني، هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن انها اسمه ايه ده؟ هتبقى عباره عن انها ريكتانجولار، صح؟ هتبقى عباره عن ريكت، طبعا ده هي اللي بقى فريكونسي، تمام؟ والتي بي بتطلع فوق، تمام كده؟ طيب عشان حتى انت فاهم اللي هو ده البلس ديوريشن، تبقى تروح تشقلبها في الناحيه التانيه والكلام دوت يعني. طيب التي بي دي انت ممكن تشيلها وتحط مكانها ايه؟ تحط مكانها اللي هي الكلام ده على الار بي، تمام كده؟ الار بي اللي هو البيت ريت بتاعك، تمام؟ او هو مسميها يعني، بص التي بي دي التي بي، تمام؟ دي اللي هو البلس، وانا اللي بكتبها بي تقيله، هي المفروض بي خفيفه. بص ثانيه بس، كل دوت المفروض تبقى بي كده، اللي هي البي التانيه كده كده، تمام كده؟ التي بي دي اللي هي البلس بريود بتاعتك، اللي هي البريود بتاعتك لما تشقلبها هيديها اسمها البيت ريت. البيت ريت دي هنتكلم عليها كتير قوي في اللاين كودينج، تمام كده؟ طيب فانا بقول لك بقى، انت ممكن تشيل التي بي دي وتحط مكانها كام؟ وتحط مكانها واحد على الار بي، ما هما الاثنين ايه؟ معكوسين لبعض، صح كده؟ طيب بس، فهيبقى ريكت الاف مقسوم على الار بي، فلما تيجي ترسمه هيبقى انت عندك ايه؟ عشان ده ار بي، فيبقى عندك هنا انت عندك ده نص الار بي وده نيجاتيف نص الار بي، فاهمني؟ فخلاص الباند ويث كام؟ الباند ويث بتاعتك هي عباره عن نص الار بي، ده في حاله ايه؟ في حاله لما انت بعت سينك. طب لو انا بقى رحت بعت بلصايه كامله كده، او اللي هو الكلوك العادي اللي احنا كنا دايما بنقول عليه دوت، ايه اللي هيحصل؟ هتروح هترسمها في الدومين التاني هتبقى سينك، روح هيشتغل برضو، هات حولها يعني، او هات الباند ويث بتاع السينك، هتلاقي ان الباند ويث بتاع السينك هيطلع لك ايه؟ هيطلع ار بي، فاهم؟ فانت عاوز المينيموم، انت عاوز اقل باند ويث انت محتاجه، فاهمني؟ فعشان كده بنقول في فرق نص. هو يعني شوف، هي قصه كبيره او مش قصه يعني، هي قصه او حوار يعني، عشان ايه في الاخر؟ عشان في الاخر اقول لك انا بوفر نص البيت ريت كباند ويث في التشانل. طب هل ده رقم كبير ولا صغير؟ ده رقم كبير جدا، رقم كبير جدا. حته ان انا اقول لك موفر لي نص البيت ريت، ده حاجه بص كبيره بجد يعني، لان البيت ريت ده ممكن يوصل ل 10 ميجا وارقام، فاهم؟ ارقام كبيره قوي، فاهمني؟ فهو مش رقم صغير يعني. فهو اقل باند ويث محتاجينه بيكون امتى؟ لما ابعت سينك، تمام؟ طب انا لما ببعت سينك بيبقى اللي اسمه ايه ده؟ بيبقى الباند ويث بتاعي ايه؟ هو بيبقى عباره عن نص البيت ريت، تمام كده؟ بس هو ده الكلام اللي في السلايد ديت. بس كده انت خلاص خلصت، فاضل لك اللاين كودينج اللي هو ازاي بكتب الاصفار والوحيد. ده حاجات بصراحه يعني ايه؟ يعني هنخليها لوقتها. وبس كده يعني. بس كده، مش حاجه تانية عاوز اقولها لك. دي هقولها لك باستفاضه تاني، السلايد دي هعيدها لك تاني. وموضوع الريسيفر دوت خلاص انا شرحته لك، ممكن بس ايه المره الجايه ابدا معاك ايه؟ اقرا معاك الكلام النظري ده تاني، تمام؟ والكلام ده السلايد دي هشرحها لك تاني، هشرحها لك يعني، دي انا اقولها لك تاني، وهقولها لك تاني بقوانينها، فاهمني؟ هثبتها لك بقوانينها المره الجايه اول حاجه يعني. بعد كده اللاين كودينج ده حاجه ايه؟ ملهاش دعوه بقى بكل اللي فات، فاهم؟ دي حاجه كده لوحدها، وعلى فكره نظري يعني، نظري مش صعب،
تمام وبس كده. ويبقى كده ان شاء الله يعني فاضل لنا اللي هو التوبكس دوت بقى، يبقى كده خلاص يعني بس يعني. وخلاص كده، شكرا جدا.